مشاهدينا في كل مكان مساء الخير واهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقه جديده من حلقات الاهلي الليله، والنشاط مستمر على كافه الاصعده داخل النادي الاهلي. مفيش وقت للتوقف كثيرا عند الفتره اللي فاتت، بنقفل الصفحه دي تماما وبنشتغل على الفتره اللي جايه والمنافسات سواء في الدوري المصري اللي هننخرط فيه سريعا في فريقنا الاول لكره القدم، بيركز استعداداته على مباراه المقاولون العرب المقرر لها مساء ثلاثاء او بعد غد ان شاء الله. بيختتم بالفعل الفريق تدريباته ويدخل في معسكر مغلق بحضور او مشاركه 20 لاعب. هذه هي قائمه المباراه اللي هيختارها الكابتن محمد يوسف القائم باعمال المدير الفني في هذه المرحله. النادي الاهلي ما عندوش وقت غير انه يتحرك في اتجاه ايجابي، وده المعروف عن النادي الاهلي في الفترات المشابهه او المماثله اللي بتكون فيها اي مشكله من اي نوع بتواجه النادي او الفريق. الكل بيتحرك بسرعه جدا، مسؤولين وجهاز فني وكل الاجهزه المعنيه في النادي بتتحرك في اتجاه ايجابي للحصول على افضل الصفقات وافضل التعاقدات في الفتره الجايه، زي ما اكد الكابتن محمود الخطيب فيما يتعلق باعاده بناء فريق الكوره، وايضا التركيز على علاج اوجه القصور اللي ظهرت في الفتره اللي فاتت لتلافيها، وعشان ادائنا يبقى مختلف تماما للافضل ان شاء الله في الفتره الجايه. لان زي ما قلنا لحضراتكم الاهلي ما عندوش وقت انه يتوقف كثيرا عند المراحل السابقه، بل هو بينظر للمستقبل وللافضل ان شاء الله ولتغيير المسار للافضل وتخطي اي عقبه ممكن بتمر باي نادي في العالم او اي فريق مهما على شانه او كان حجم تاريخه وانجازاته وبطولاته اللي بيحققها على المستوى المحلي والدولي زي النادي الاهلي المصري. المباريات هتكون مضغوطه جدا، النادي الاهلي عنده مؤجلات كثيره، علشان كده بيشتغل الجهاز الفني بسرعه جدا ولجنه الكرة على الوصول لأعلى مستوى فني ونفسي وذهني وبدني عند اللاعبين. والجهاز الفني هيركز على علاج الأخطاء الفنية اللي ظهرت في الفترة اللي فاتت علشان يقدم أفضل مستوى ومستوى يكون مرضي سواء للجماهير أو أعضاء النادي أو طبعا في المقام الأول المسؤولين ولجنة الكرة اللي منشغلة بنسبة كبيرة جدا بالوصول بفريق الكرة الأول في النادي الأهلي لأفضل معدلاته في الأداء الفني والبدني، وانعكاسها إن شاء الله بشكل إيجابي على الأرقام والبطولات وعلى التعويض ما فات من خلال المنافسة بقوة إن شاء الله على الدوري المصري والاستعداد بأفضل شكل ممكن لنسخة دوري الأبطال القادمة إن شاء الله. بنتكلم عن 20 لاعب هيدخلوا في معسكر هذا الفريق، في غيابات ما زالت مؤثرة وطبعا بتصعب المهمة شوية على الجهاز الفني. عندنا أكتر من نجمة هيغيب عن هذه المباراة أمام المقاولون العرب، منهم أحمد فتحي، محمد هاني، السلية، معلول وأجايي، أسماء مؤثرة جدا. محمد الشناوي اللي أكد طبعا الفحص الطبي أو الأشعة اللي خضع لها حارس المرمى المتميز محمد الشناوي أنه مصاب بتمزق في العضلة الضمة، لكن احنا بنقول ان الكوادر كثيرة والاوراق الموجودة ان شاء الله قادرة على تعويض هذه الغيابات، مع طبعا المتوقع من جهد كبير جدا مفترض ان يتم بذله من الجهاز الفني حاليا بقيادة الكابتن محمد يوسف للوصول في اسرع وقت ممكن، لان الوقت مش متاح ورفاهية الوقت في هذا التوقيت لنا او في هذه المرحلة لا نمتلكها. عشان كده بنتوقع ان الجهاز الفني هيكون جهده مضاعف علشان علاج القصور وتحسين الاداء في اسرع مدى زمني ممكن، لا كمان ضغوط المباريات المتوقعة في الفترة اللي جاي. فحص طبي لأزارو لتحديد موقفه من مواجهة المقاولون العرب، ده بيؤكده الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي. بيقول إن النجم المغربي المحترف في صفوف الأهلي مهاجم الفريق المتميز وليد أزارو سيخضع لفحص طبي أخير قبل مران الغد لحسم موقفه من المشاركة أمام المقاولون العرب أو عدم المشاركة. وأضاف إن اللاعب أدى اليوم تدريبات تأهيلية لكنه ما زال بيشكو من تورم في منطقة وجه القدم، وهو ما أعاقه عن ارتداء حذاء الكرة أو إنه يكون في جاهزيته الكاملة لهذه المباراة. زي ما بنقول لحضراتكم الكل بيشتغل والكل بيعمل والعمل مستمر على قدم وساق داخل النادي الأهلي على المستوى الإداري، مستوى القرارات والتواصل مع كل المسؤولين في النادي وفي مقدمتهم رئيس المجلس الكابتن محمود الخطيب اللي هيعود قريبا بإذن الله لمزاولة نشاطه ومهما عمله، وبالتأكيد رغم رحلته العلاجية في ألمانيا ومرحلة الاستشفاء وخضوع الجراحة إلا إن الاتصالات لا تنقطع بينه وبين كافة المسؤولين للنادي للوقوف على كل التطورات وأيضا لاستشارته في كافة الأمور ومشاركته في كل التوجيهات الخاصة بإدارة هذه المرحلة بأفضل شكل ممكن يعيد كل النشاط في النادي الأهلي للشكل المرضي إن شاء الله وأكثر للجماهير ولأعضاء النادي في الفترة القادمة. عشان كده بنقول القرارات الإدارية، التعاقدات، التعديلات اللي بتحصل على كافة المستويات في النادي نتوقع بإذن الله ونتمنى أنها تؤتي ثمارها في أسرع وقت ممكن. هقول لحضراتكم سريعا عن محتوى هذه الحلقة. بسعد بصحبة حضراتكم ومعايا زملائي الأعزاء أمير هشام وأيضا الزميل العزيز الكابتن خالد العوضي.
كابتن خالد العوضي هيكون معانا النهارده في الفقرة الثالثة ومتابعته لكافة الرياضات الأخرى بخلاف كرة القدم. وهيكون معانا نجمة وأسطورة الكاراتيه ونجمة النادي الأهلي جيانا فاروق، هتكون ضيفتنا في الأهلي الليلة مع الكابتن خالد العوضي. لقاء متميز آخر هيجري زميلنا العزيز أمير هشام مع الكابتن محمد أبو العز، وهو ما هو طبعا في عالم كرة القدم وهو غني عن التعريف بتاريخه الكبير سواء مع نادي الترسانة أو مع المنتخب الوطني والمنتخبات الوطنية في أكثر من مرحلة، سواء المنتخب الأولمبي أو منتخب الشباب أو المنتخب الأول، خبراته الكبيرة السابقة وحوار تفصيلي وحوار مهم جدا هيجري مع زميلنا أمير هشام. فقرتنا الأولى هشرف بتقديمها، وهيكون معنا في الاستوديو الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت، ونتحدث عن الكثير من أمور النادي الأهلي في هذه المرحلة، ملفات كرة القدم، ملفات التطوير والتعديلات اللي هتجري والمرتقبة والمتوقعة بإذن الله في الفترة اللي جاية واللي عندنا يقين بإذن الله أنها هتحقق المرجو منها وأكثر، وملفات كثيرة متعلقة بالنشاط الرياضي في مصر وكرة القدم بوجه عام. هنتقل مع حضراتكم سريعا لزميلي أمير هشام لمتابعة كل اللي بيحصل في النادي والنشاط والحراك الكبير جدا على مستوى كافة اللجان وعلى وجه التحديد لجنة الطفل. عندنا تفاصيل كثيرة هنتعرف عليها من خلال هذه التغطية لزميلنا أمير هشام. مساء الخير يا أمير. مساء النور عليك يا استاذ محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. زي ما حضرتك قلت كده، حلقه مهمه جدا النهارده من برنامج الاهلي الليله، هتتضمن العديد من الفقرات الهامه جدا زي ما قالها طبعا زميلي العزيز استاذ محمد الجندي. طبعا من ضمن الاخبار المهمه وهي خاصه بلجنه الطفل داخل النادي الاهلي واللي بترأسها الاستاذه نداء داوود رئيسه هذه اللجنه، في ماراثون هيتم طبعا تحت رعايه مجلس اداره النادي الاهلي باشراف اللجنه العليا للجان بالنادي ومشاركه كمان لجنه الطفل بالتنسيق مع الاتحاد المصري للرياضه المدرسيه ووزاره التربيه والتعليم وايضا وزاره الشباب والرياضه واتحاد الدراجات. بصراحه يعني في تعاون كبير جدا بيتم ما بين مختلف المؤسسات علشان يكون في حمله ضد التنمر، وهي خاصه طبعا للاطفال، هتشمل من خلال ماراثون. الماراثون ده هيتضمن ندوة للتوعية ضد ظاهرة التنمر في الساعة 9:30 صباح يوم الغد إن شاء الله، هتكون الانطلاقة من بوابة النادي الأهلي في الجزيرة. هيكون الماراثون يعني في منطقة الجزيرة حوالين النادي الأهلي، وهيكون باشتراك العديد من الشخصيات العامة والفنانين، أكيد شيء جيد ومهم جدا للحديث أو لمعرفة الكثير عن هذه المناسبة الجيدة. نروح نشوف التأجيل ده ونرجع مرة تانية. اولا بدايه هي قصه بتبقى في الناس اللي جايه من بره، المتربي في النادي الاهلي بقى له 3 4 5 سنين الموضوع بالنسبه له ما بيبقاش كده خالص، وكله بيساعد بعضه. بتبقى جايه من الولد اللي جاي من بره، لما بيخش وسط المنظومه ويشوف زمايله اعتقد الدنيا بتبتدي تهدى معاه شويه بشويه، بنكلمه يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم، هكذا كنتم من قبل فمن الله عليكم. لما بتقعد تنصحه مره في الثانيه في الثالثه، كلنا خطايين وكلنا هنغلط وكلنا هنحاول نحسن من طريقتنا في التعامل سواء في الكوره او بره الكوره. غالبا كل معظم لعيبه النادي الاهلي المتربيه في النادي الاهلي نفسيتها بتبقى كويسه شويه، وده نتيجه لان هم بيعاشروا ناس اكبر منهم عندهم خبرات، حتى الاولاد اللي موجودين القدام بيبقوا شاربين مبادئ النادي الاهلي. اعتقد ان قصه التنمر دي مش عندنا قوي، هي بتبقى في الولد لو جه من بره او جه من نادي ثاني او جاي لسه جاي في اختبارات، بيبقى لسه مش قادر يتحكم فيها او جاي بيهزر مع زمايله مش عارف ان دي فيها جزء من السخريه، بس بالوقت الحمد لله الولاد بتبتدي تفهم، وبعد كلام من الناس اللي موجوده والناس الكبيره الولد الحمد لله بنعرف نقومه يعني. دي اهم حاجه، لان دوت الجزء اللي احنا بنعلم بيه وبندي سلوكيات للولد يبقى عارفها كويس، وما يقدرش ان هو ممكن يعملها، ممكن تعمل له مشاكل بينه وبين زمايله، ممكن ولد يتاثر بيها نفسيا، الحاجات دي كلها مهمه جدا. بالنسبه لزياده التنمر طبعا او الاقرب احنا بنقولها كده بالبلدي ان ما حدش يعير حد. ممكن ولد يبقى وزنه زايد شويه، ولد يبقى غصب عنه، يعني بمعنى ان احنا ما عندناش في القطاع او قطاع الموهوبين ان لعيب يبقى وزنه زايد، لعيب يبقى عنده حاجه، عنده اعاقه، ما بتحصلش، على اساس ان ما تبقاش تدي مجال ان ولد ممكن يعاير ولد. ولكن اوقات بتحصل مثلا بيبقى غصب عن الولد، ولد مثلا جات له اصابه قعدته فتره طويله، فبيبدا ممكن زياده وزنه شويه، ممكن الحاجات دي كلها. فاللعيب لازم او زميله لازم يخلي باله قوي من معاملته معاه، الولد في الوقت ده بيبقى حساس شويه. بيبقى حاسس ممكن ان وزنه زايد، عنده مشكله نفسيا، قاعد في البيت فتره طويله بعيد عن التدريبات. احنا دايما بنحسها للاولاد، حتى عن طريق بالنسبه
مش الظاهره دي بس، اي ظاهره ممكن تعمل قلق نفسي للولاد احنا دايما بنحاول نتجنبها، وبنحس الولاد على دايما العادات الاسلاميه طبعا بتاعتنا ان ما فيش حد عاير حد، ما حدش يعني يبقى عنده حقد او غل على زميله، حتى لو واحد اوقات ولد بيلعب ولد ما بيلعبش، نسبه بالنسبه للمشاركه في المباريات دايما بنحس بيها، ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال حب لاخيك ما تحب لنفسك، حاجات مهمه جدا في الدين الاسلامي لازم بنزعها الولد، لان احنا ما بنعلمش كوره بس، احنا بندي سلوكيات وبندي التزام وبندي اهتمام بالدراسه، حاجات كتير جدا بنساعد فيها ولي الامر، ما بقاش ان هو جاي التمرين عشان احنا نمرنه كوره بس، لا مش ده الهدف بتاعنا، في اهداف تاني كبيره جنبيها لازم الولد يتعلمها في السن ده. فحته التنمر او التريقه ديت بتبقى صعب ان هي تكون موجوده عندنا يعني، واذا وجدت يعني احنا بنحاول نحلها مره واثنين وثلاثه، وبنبعت لولي الامر، بنبعت مامته وباباه نحاول نحلها، بنشوف ايه الظروف، يمكن يكون عنده حاجه في البيت، عنده مشاكل او كده، بنحاول نصلح منه. والله اذا ما كانش فيه بنرفع الامر بقى لكابتن جمال المشرف هنا او كابتن فتحي مبروك رئيس الجهاز، وبنحاول نتعامل مع الحاله ديت يعني ان شاء الله. يعني احنا طبعا في السن ده بيبقى في بعض الحالات حتى في الولاد الصغار تقريبا هما بيبقوش فاهمين كويس قوي النقطه دي ايه، لو في حد مثلا عنده ظاهره التنمر دي، فزمايله صغيرين مش فاهمين، فممكن يحصل تجاوزات شويه من بعض الولاد، فطبعا احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نحد من النقطه دي والظاهره دي بالنسبه للولاد، يتريقوا شويه بتاع، فبنقعد مع الولاد نتكلم معاهم، زميلك مثلا بيبقى عنده مشكله ما ينفعش تتريق عليه، ما ينفعش ان انت تعيب عليه، وطبعا ده بيبقى بالتعامل برضو مع ولي الامر، ان احنا زي ما قلت لك المرحله دي بتبقى دايما تعليم، حتى ممكن تعليم بره عن الباسكت خالص، انت بتعلم كل حاجه، بتعلم اساسيات ممكن الحياه كمان، مش لازم بس باسكت يعني، فانت برضو بتعلمه ان انت لا زميلك انت تساعده وتقف جنبه ما تتريقش عليه، ده برضو اعتقد ان هو بيبقى نوع من العلاج برضو. والله يعني هي ظاهره طبعا هي لا منبوذه مش مقبوله في المجتمع المصري، لكن هي موجوده، لكن احنا في النادي الاهلي هنا بنعلم الولاد ازاي يحب زميله، ازاي مفيش حاجه اسمها تكبر على زميلك، الانتماء للنادي، ازاي تحب فريقك، ازاي تحب التيشيرت بتاعك، دي حاجات كلها يعني بنبثها في الولد ابن النادي، والريدي ابن النادي دوت التيشيرت بتاعه والنادي بتاعه اهم حاجه عنده في 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 وجوده في النادي الاهلي، فديت ظاهره بننبذها، واولا في حته تبقى مشاكسه للولد، لكن مش بتوصل لدرجه ايه التنمر، هو يبقى شقي، الشقاوه ديت مطلوبه برضك في الرياضه، لازم الولد يبقى شقي بحيث ان هو ايه يتحرك هنا وهنا، لكن مش توصل ان هو يبقى اجريسيف مع زميله ويبقى إيه يضرب بعض يوصل للعصبيه والحاجات دي، لا احنا بنمنع الموضوع دوت، ودايما بناكد على الاولاد ان انت زميلك اخوك في الفرقه، بتقعد معاه اكتر ما بتقعد مع اخوك في النادي في البيت، لازم تحبوا بعض وكلنا تيم وورك مع بعض، كلنا عمل واحد وكلنا فرقه واحده، فهي ظاهره منبوذه اولا من القياده العليا للعاملين للمدربين للعيبه، فهي ظاهره الحمد لله يعني مش متواجده عندنا في ابناء في النادي الاهلي الحمد لله. جهد كبير بصراحه بتعمله لجنه الطفل في النادي الاهلي، مش بس لجنه الطفل في الحقيقه كل اللجان داخل النادي الاهلي بتقوم بدورها بالشكل المطلوب لخدمه اعضاء النادي في الافرع المختلفه سواء الجزيره مدينه نصر والشيخ زايد، بالتالي تقرير كان مهم جدا، لان موضوع التنمر ده يعني ممكن يكون بيعاني منها بعض الاطفال خلال الفترات الاخيره، فكيفيه علاجها ده كان جزء مهم جدا وفكره مهمه جدا من الاستاذه نداء داوود رئيسه لجنه الطفل بالنادي الاهلي، عشان كده خلينا نستضيفها على الهاتف على طول عشان نسالها عن هذه الندوه والامور الخاصه بهذا المهرجان وهذا الماراثون. يا استاذه نداء مساء الخير عليك. مساء الخير يا استاذ امير، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله الحمد لله. طبعا عايزين تفاصيل اكتر عن الماراثون ان شاء الله واهميته بالنسبه لكم، وخصوصا ان هو تحت شعار انا ضد التنمر، تحكي لنا كل التفاصيل الامور هتبقى ماشيه ازاي. هو ان شاء الله الماراثون ده معمول باذن الله يوم الجمعه الساعه 7 الصبح تمام عند باب المعلمين في نادي اهلي الجزيره. الماراثون ده مشترك فيه مجموعه من المؤسسات يوم الجمعه مش بكره. لا يوم الجمعه ان شاء الله الساعه 7 الصبح. مشترك معانا في
التنسيق طبعا والتعاون مع الاتحاد المصري للرياضه المدرسيه وزاره التربيه والتعليم وزاره الشباب والرياضه واتحاد الدراجات والنساف والاهلي النادي الاهلي. ان شاء الله هيبقى التجمع الساعه 7 والماراثون هينطلق لف الجزيره مرتين. ده مجرد ماراثون مش مسابقه. تمام. هنلفها بالدراجات مرتين وبعد كده ده بحضور وزير الشباب والرياضه ولفيف من النجوم نجوم الكوره ونجوم الفن. تمام. بعد كده ان شاء الله هندخل على ندوه توعيه في النادي جوه. معانا ناس من المركز القومي للامومه للطفوله والامومه وناس من اليونيسيف هيكلمونا عن التنمر وازاي نعالجه وهنرجع بعد كده كمان نمارس انشطه فنيه للاطفال ان يعني الاطفال الصغيرين عن علاج التنمر وايه اللي بيحصل لهم في التنمر وشكل التنمر وانواعه. الموضوع مهم جدا طبعا في الفتره الاخيره دي منتشر قوي فاحنا عشان كده اهتمينا بالموضوع ده قوي. اكيد. طيب الفكره جت منين اصلا وايه الاسباب او الدوافع اللي خلتكم ان انتوا تعملوا ماراثون مهم زي ده وندوه كمان هتكون خاصه بالتنمر؟ والله والحقيقه الفكره جت دمج ما بين الماراثون وما بين حمله التنمر اللي هي موجوده مع وزاره التربيه والتعليم والمجلس القومي للامومه والطفوله واليونيسيف فكان دمج للاثنين مع بعض الحقيقه يعني احنا بنعمل ده يعني شعار ان احنا ضد التنمر بس من خلال الرياضه مبدئيا ومن خلال التوعيه جسديا. تمام. طيب انتوا بصراحه بتقوموا بانشطه كبيره جدا خلال الفترات السابقه. خلاص عرفنا ان موضوع التنمر هيكون يوم الجمعه القادم، ايه الاهداف وايه الافكار اللي هتكون مستقبليه بالنسبه لكم بالنسبه للجنه الطفل بالتحديد؟ ما احنا ان شاء الله لجنه الطفل باذن الله هتبقى في اهداف تثقيفيه واهداف تعليميه واهداف ترفيهيه. احنا بنخدم الطفل باذن الله في حاجات كتير قوي. ان شاء الله هنعمل لهم دورات تعليمية خارج البلاد، هنعمل معسكرات كشافة داخل مصر وخارج مصر. هنخدم الطفل بندوات تغذية وندوات صحية. احنا بنشوف المشكلات اللي هي زي مشكلة التنمر اللي الطفل بيعاني منها وبتأثر عليه صحيا ونفسيا وشخصيا، لان في مشاكل دلوقتي موجودة كتير قوي من اولياء الامور مش بيبقوا حاسين بيها. فاحنا بنوصلها لهم بالطريقة اللي احنا موجودين بيها زي دلوقتي زي الماراثون زي ندوة التوعية. تمام. يعني نديهم المعلومه بشكل فيك. اكيد. طيب سؤالي الاخير لحضرتك وهو خاص بالتنسيق ما بين مختلف اللجان في النادي الاهلي، عايزين نوضح للجمهور او كل الناس اللي بيشاهدونا في هذه اللحظات التنسيق ازاي بيتم داخل اللجان المختلفه والعديده داخل مقرات النادي الاهلي. كلجان مع بعض يعني؟ اه بالظبط، التعاون بيبقى ازاي؟ لان اكيد يعني في تعاون مهم وبيثمر عن حاجات كتير مفيده للاعضاء يعني. انا عايز اقول لحضرتك التعاون موجود الحقيقه من خلال ان احنا كنا مجموعه جميله قوي وكلنا من خلال الاستاذ محمد يوسف طبعا مجمعنا والدكتور مهند. احنا يعني لجنه الشباب معانا من قبل ما نبتدي واحنا بنحط الخطه بتاعتنا وهم مساعديننا معانا ايد بايد يعني مش عايز اقول لحضرتك ازاي وافكار معانا وواقفين معانا وهيساعدونا ان شاء الله في الماراثون. كمان لجنه المراه كل اعضاء لجنه المراه الحقيقه واقفين معانا وهيساعدونا برده وهيشاركوا معانا باذن الله يوم الجمعه الماراثون ومحطوطين معانا في الخطه. عايزه اقول لك حضرتك كمان لجنه الرواد يعني طبعا دي حاجه بعيده جدا طبعا. دكتور فؤاد الحقيقه بيساهم معانا على طول بالافكار وبالتشجيع يعني كل اللجان بصراحه كلنا مع بعض ايد واحده يعني الحمد لله. بالتوفيق دايما ان شاء الله استاذه نداء داوود رئيسه لجنه الطفل بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله واعتقد يعني كلام كان مهم جدا منها بخصوص طبعا حملة ضد التنمر واللي هتكون يوم الجمعة القادم إن شاء الله، وقالت لنا كل التفاصيل سواء المتعلقة بالماراثون أو بالندوة أو الأنشطة الخاصة بالأطفال خلال هذا اليوم تحديد يوم الجمعة القادم. دي كانت مداخلة مهمة، لكن خليني سريعا أروح لجندي واللي هيستضيف في فقرته الأولى الأستاذ الكبير والناقد الرياضي الكبير أستاذ عصام شلتوت للحديث عن العديد من الأمور الخاصة بالكرة المصرية بشكل عام وأكيد طبعا بالنادي الأهلي بشكل خاص خلال هذه الفترة. تفضل أستاذ محمد. بشكرك يا أمير شكرا جزيلا وفي انتظار لقائك في الفترة الثانية من التغطية النهاردة في الأهلي ليلة مع الكابتن محمد أبو العز. بأشرف بهذه المشاركة اللي بسعد بيها دايما على شاشة قناة الأهلي وحوار في كل الاتجاهات عن كرة القدم على مستوى مصر وتطوير منظومة كرة القدم بشكل عام وفي المقام الأول النادي الأهلي وتجاوزه لهذه المرحلة والمتوقع إن شاء الله في الفترة اللي جاية. أسئلة كثيرة جدا موجهة من خلال هذا الحوار لناقدنا الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت. مساء الخير يا أستاذ عصام وأهلا بحضرتك. أهلا أستاذ جندي، إزاي حضرتك؟ منور ودايما كده يا رب موفقين في قناة ربنا الأهلي. ربنا يخليك وبنسعد بمشاركتك معنا دايما
شاشه قناه الاهلي يا استاذ عصام. اولا القرارات الاخيره كيف تراها؟ تكليف الكابتن محمد يوسف وجهازه المعاون في هذه المرحله، وتوجيه الشكر او اقاله وعدم استمرار او الابقاء على كارترون وليندمان في الجهاز الفني للنادي الاهلي، كيف ترى هذه القرارات؟ ما كانش في سبيل اخر يعني في المؤسسه الحمراء الا انه للصبر الاحترافي حدود، بمعنى ان الاهلي لم يعتد ابدا القفز على الاحداث، وبالتالي مد الفرص لكارتيرون وجهازه الفني وليندمان ايضا اللي حدثت معاناه كثيره، واعتقد انه تادب ما ومهنيه ما من الطاقم الطبي هو اللي ما خلاهوش يعني يفصح، لانه دي ما هياش عاده لا احترافيه ولا اهلاويه انك انت تخرج كجهاز طبي لتؤكد ان العيب عيب احمال زي ما بيقولوا يعني. ومن ثم زي ما كان ده مطلب كارتيرون ايضا عند التكليف، وحضرتك لسه بتقول تكليف محمد يوسف والجهاز المعاون، لا تكليف محمد يوسف ليصعد هو عادل مصطفى ابن النادي ليساعده ويقوم كابتن سيد عبد الحفيظ بدور مهمة مدير الكرة مع كل من الكابتن سامي قمصان والكابتن طارق سليمان، مؤكد باقي جهاز الكابتن محمد يوسف، لانه في الاخر محمد يوسف طالب ببقاء سامي قمصان والاستعانة ب كل من سليمان وعادل مصطفى. ومن ثم دي الترتيبات، ترتيبات ما قبل، يعني هنا حضرتك بتاكد ان القرار لمجلس اداره ولجنه الكره اعطى الصلاحيات لاختيار من يشاء ليكون معاون له كالعاده الكابتن محمد يوسف كالعاده. ليه؟ لانه مش 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 فكره الحساب، لكن فكره القاعده، القاعده في النادي الاهلي يعني في هواء اخر يعني. واعتقد مره هنا برضو قلت انه النادي الاهلي لو قدر مثلا ان يعطي كره القدم للشلتوت الذي مارسها تحليلا او متابعه لن يراجعوا الا بعد كتله من المباريات، كتله من الوقت تسمى موسم يعني، وسيمنحك مجلس الاداره حريه القرار في اختيار من تحب ان يعمل بجانبك يعني. طالما استقر المجلس او فوض زي ما بيحصل على مدار وجود قامات وهامات كرويه على راس النادي الاهلي وهم اداريا ايضا تدرجوا في المناصب، لازم يكون القرار ان انت تبلي بلاء حسن او تاخد 6 من 10 7 من 10 بما تقدمه أنت ومعاونوك اللي أنت اخترتهم. وبالتالي ده القرار التحضيري على الأقل من وجهة نظري، لأنه في الخلفية أكثر من 12 سي في بحسب يعني معلوماتي تجري دراستهم حاليا تدرس الآن يعني من كابتن حمود الخطيب، ويمكن ده اللي عمل لبس أنه لما جه يروح كابتن سيد عبد الحفيظ للعرض، وبالتالي الكابتن قال لا، بدلا من وفادة سريعة وانتظار للجماهير وللأعضاء وهم يعني شركاء الإدارة جماهير النادي الأهلي وجمعيته، خلاص يبقى الكابتن سيد يستقر هنا لمواصلة العمل اللي كلف بيه، وفي نفس الوقت خلال 10 أيام إن شاء الله نتمنى ألا تطول غيبة محمود الخطيب الإنسان أولا عن أسرته وعن أهله ومحبيه، أن يعود خلال هذه الأيام سيدرس هذه الملفات. طب حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا، حضرتك عمل لبس أنه هل هناك أن الكابتن تعبان، هي الحكاية كلها أنه طلب منه أنه يعمل سونار ما بعد العملية، فأحد محبيه انزعج لفكرة أنه الراجل ما يعلمه أنه راح اللوكندا ففجأة رجع على المستشفى، هنا حصل اللبس ده أو الاجتهادات أو الاجتهادات مصاحبة للأخبار المرتبطة بأسماء كبيرة زي الكابتن محمود الخطيب. بالظبط. طيب هنكمل كلامنا في الاتجاه الفني كابتن عصام، بس أولا نحب نسمع رأي حضرتك في أمر دلالة اهتمام الكابتن الخطيب شخصيا بإدارة والإشراف على هذا الملف تحديدا رغم حتى ظروفه الصحية والعلاجية ورحلته العلاجية حاليا. لأن الكابتن محمود الخطيب لديه حاجتين، أولهم أنه رئيس مجلس الإدارة، ثانيهم هو هذا التفويض من كل الذين معه أو مجموعته التي أطلقت على قائمتها عائلة الأهلي، فوضت العائلة كبرها رمزيا يعني، كبرها فنيا كمان وإداريا، حتى يكون كالعادة هناك ملف أمام شخص يعي تماما ما داخل هذا الملف من الجلدة للجلدة، وبالتالي هتلاقي باقي يعني الملفات مرصوصة على باقي زملاء الكابتن محمود الخطيب في المجلس، كل وما هو يمكن أن يكون زي ما بنقول كده شاطر
في التواجد من خلال خبراته ودراساته، وبالتالي ينتظروا منه العودة لهم كالعادة برضو لعرض ما وصل إليه، عشان بس الناس بتفتح زوايا كتير للكاميرا أغلبها بقى بيكون نتاج أن الأهلي لم يعتاد إخراج الأخبار يعني اللي بيسموها إيه لكل من يسأل. هناك برضو زي ما قلنا إعلام، هناك أوقات للإفصاح، هناك أوقات لحالة ما يسمى صمت إعلامي أو تجهيز ربما لحين الانتهاء من المناقشة اللي بينتج عنها قرار، بالضبط ينتج عنها قرار فيعلن مش بس على مسؤولية المؤسسة الحمراء أو مجلس الإدارة، لكن حتى يمكن أن يكون هناك سواء الإعلام أو الجمهور أو الجماعة العمومية يستطيعوا بقى أنه الكلام اللي صدر عن المجلس هو ده اللي يستحق أنهم يحللوه يتكلموا عنه ياخدوا يدوا حواليه ينتظروا حتى نتائجه سلبا أو إيجابا أيما يكون. مفيش ملايكة، الكل يعني يجتهد ويحاول. أنت ما يهمك هو الثقة أولا في أن من أمامك هو كفء، والأهم أن يكون بالتأكيد من عشاق هذا الكيان. طيب هسأل حضرتك سؤال أخير عن مرحلة وجود المدير الفني السابق باتريس كارتيرون عشان ننتقل للقادم وللمستقبل حتى الفترة اللي ممكن نصفها بأنها مؤقتة أو انتقالية حاليا، المهام الملقاة فيها على الكابتن يوسف والكابتن سيد والجهاز المعاون. صحيح. بالكامل كارتيرون كيف في عناوين رئيسية وسريعة أستاذ عصام تصف فترته أو تقيم فترة وجوده فنيا في النادي الأهلي؟ اولا كارتيرون يعني ظلمنا معه، مش النادي الاهلي ظلم حتى يعني ما يسمى بالنقد الرياضي والمحللين وكذا. قدم نفسه مع وادي دجله تحديدا بشكل خلانا لما ندور في ملفاته بره ايضا كانت نتائجه جيد جدا، ولكن لم يكن ابدا وهذا ما اكتشفه الجميع من الفصيل او الكلاس اي زي ما بيقولوا او الشريحه الاولى التي تستطيع التعامل مع الضغوط الدائمه، وان الفضه في حد ذاتها لا تساوي شيء. الذهب والذهب فقط هو من يساوي ما يرضي النادي الاهلي العلامه الايجابيه اداره وجماهيرا وجمعيه، وقول عائله الاهلي عموما على امتدادها. وبالتالي حتى حلمه ان يدرك شيء كبير في افريقيا جعله لا يتردد في فكرة أن يكون جهاز من وجهة نظره كامل الأوصاف على الأقل باجتهاده، وارتضى بخبراته ومعلوماته أن النادي الأهلي لا يختار إلا أكفاء أن يعمل. وده اللي يمكن بدأ يقوله، ما هو كان ممكن يبقى معايا ناس تانية، ما حضرتك كان لازم تقول ده لأن المؤسسة الحمراء لو سلمت شلتوت أو الجندي يا سيد كارتيرون هتديله مطلق الحرية الصلاحيات والحرية بالضبط. وبالتالي هو يعني انفصال في وقته ده خارج قواعد أن الأهلي تمتد به الفترات. ليه؟ لأنه لا الضبابية زيادة عن اللزوم، أكثر من محاولة حتى الملاحق الصيفية ما قدرش يعمل فيها حاجة زي التلامذة زمان، في تجارب كثيرة زي طب جملة اعتراضية يا أستاذ عصام، اللي بيتابع حضرتك دلوقتي هيبقى عنده دايما اللي بنسمعه عن هذا القرار في الشارع الرياضي أو الشارع الأهلاوي أمرين. بعض الناس بتقول كارتيرون عنده خبرات بدليل أنه حصل على دوري أبطال أفريقيا مع مازيمبي، أيضا بيقولوا أنه ظلم لأن الظروف كانت معاكسة جدا بإصابة وفقد أو إيقاف كم من النجوم لا حصر له تهد أداء وقوام أي فريق. يعني نتكلم عن 50% من أداء الأهلي من نجومه. ردك إيه على هذه المقولة؟ ده جميل جدا. بدأت لك أنه لم يختار من شدة ثقته في اختيارات مؤسسة هو يسمع عنها مع مازيمبي ومع غيره حتى لما راح أمريكا في يعني فترة عمله الأخيرة، ولكن من كان مازيمبي وقت فوز كارتيرون معه؟ كان مازيمبي تحت إمرة رجل أعمال يغدق أكثر الإنفاق على النادي الأسعار، لأنه عامل فاترينة مش عامل كيان، عامل فاترينة. هذا الرجل تاجر شاطر لكنه اشترى نادي جماهيري عشان يبقى مسوق، وعشان كده هتلاقي مازيمبي يظهر في الكادر موسمين ثم يختفي 4-5 مواسم، اللي هم ايه؟ اللي هم عكس النادي الاهلي اللي هو بيبيع فيهم ما استطاع تربيته او الغله
اللي لديه. احنا عشان نوضح كمان الكلام المهم اللي بيقوله استاذ عصام شلتوت، ان هذا الرجل كان من رجال الاعمال وكان من رجال رؤوس الاموال ويعمل في مجال الناس تحديدا والرموز السياسيه، وحاكم مدينه او ولايه من ولايات او من مدن الكونغو كمان، عشان نوضح للناس من كانت الشخصيه الداعمه في الوقت ده للفريق والتي تعجب مناجم الرجل له يعني نفوذه المالي بالزبط والسياسي والجماهيري وبيلعبها صح طبقا لمصالحه كتاجر، لكنه عينه كانت على نادي له جماهير عشان يبقى في مردود اقتصادي للحكايه، مش ولو شكلا لا، علشان يبقى عنده جمهور ياتي فياله بحماس النجوم اللي كان بيستقطبه. كارتيرون لم يشاور على لاعبين ولم تاتي بهم الاداره الحمراء، والدليل سليف، اول ما شاور على سليف حتى لو كانت قناعات محمود الخطيب والذين معه والاعلام طبعا لا تعرف، انه ربما يكون بمنطق اللي هو ايه مسكن الان، هو راجل منضبط، بس هو دي الصفقه اللي طلبها، ما انا بقول لحضرتك هو راجل منضبط، هو راجل استطاع انه يوقف يمكن جزء من ثغره دفاعيه، لكن في الاخر شكرا مبروك يلا سليف تعالى مستر كارتيرون، اللي هو دليل على تلبيه النادي لرغبات المدير الفني، هذه هي نقطه يعني الضعف. لكنه في كل الاحوال وبتاكيدات من كثير يعرفوه، بعد ما كلنا زي ما اقول لك انا اول واحد دافعت عن وجود رجل تصورت كمدرب يعني مش شخص، الراجل مؤدب وحاجه كده لطيفه جدا، لكن تصورت انه من الذين يحضروا ليه تجربه، هو عارف انها تنجمه اكتر، ويمكن ده كان تصريحه وهو قادم من امريكا، اعرف انني قادم للاهلي، ربما كان جزء من احلامه الكرويه لنتائج، ولكنه الفرحه جعلته يجري سريعا يعني بالبلدي فكعبل. لكن في النهايه برضو باكد لحضرتك ان التجربه اكدت، انا مش خبير لكن لما القرار يبقى كده تعي تماما انه لا يستطيع ان يصمد امام توالي الضغوط. هو مش مانويل جوزيه لم يكن الاشهر على الاطلاق في البرتغال، ويقينا وانا فاكر كويس مانويل جوزيه من العلامات اللي بينت انه رجل قادم من الشريحه اللي بتلعب او بتدرب الدوري الممتاز، لكن قال لك انا في اشهر مني 4-5 وقتها، وبالتالي كان باين عليه بقى انه يتحمل الضغوط، انه يمارسها ايضا على اللاعبين. مانويل جوزيه كان تركيبه اللي هو مثلا قائد، شخصيته أيوة قويه جدا وسيطرته على الفريق، اللي هو السيد احيانا واحيان تانية ينزل بحتى مساحه عمره للنجوم الشبان فيخرج معهم في نزهه ما او كذا، ثم فجاه يقول لخالد بيبو انت ممكن تبقى لويس فيجو او لا شيء، ثم يقول لابوتريكا انت تاجر السعاده فيفاجئه هو ار يو في تدريب انتمي. متأكد على كلام حضرتك انه في اسماء قادمة من البرتغال كانت أشهر في السي في أو السيرة الذاتية وإنجازاتها في أكتر من نادي مش في الأهلي بس، ولم تحقق مع جوزيه، على سبيل المثال توني أوليفيرا وفينجادا، الاسمين كانوا في التصنيف على تجربتهم في مصر. هذا الرجل أنا مصر على أنه هناك شريحة من المورين تأتي لإضافة مش صناعة، لأنه راجل قادم من الليجا البرتغالية أكيد طبعا حالة، لكنه احترمته كثيرا عندما قال على فنجادة لما عرض مرة على الأهلي ومرة على المنتخب الأولمبي المصري، وقال على توني أوليفيرا أيضا، وقال حتى على حد برضو اسمه مانويل خوسيه حاجة، أنه برضو ده من الأسماء الكبيرة في الشريحة الأعلى. لكن الأهلي دائما يدرس الشخصية، وهذا ما فعله جيل سابق مع فايسا. فايسا كان قادما من تدريب مقاطعات لأندية، لكنه كان دائما عنده حلم التطوير، وبالتالي بيغتنم الفرصة دي. أذكر أنه في أحد المباريات كانت أهلي وزمالك اللي بيسموه تراي ماتش، فلما لقى 20,000 حوالين الأرض والأسوار خد اللعيبة تقريبا وراحوا سينما، أنا فاكر كان ماتش في رمضان، يعرف يتعامل نفسيا مع. الله عليك. وده جزء من القائد، لأنه معاه ناس بتجهز كل حاجة، لكن القائد يبحث في الخلفية عن مشكلة للاعبي جندي وشلتوت، يبحث حتى عن يعني عن مزاجه العام، ربما الاسره مقصر معاها، مش هقول لك مقصره معاه، ربما كذا او ماذا، لا يمكن ابدا الا ان يرفع شعار واحد ان كره القدم هي الحق الاصيل، ما ينفعش تيجي الصبح تقول له كنت مع اولادي عند الدكتور، هيفاجئك على طول يقول لك حضرتك بعد نجاح بايتس مع النادي الاهلي مع منتخب مصر رجع مخطط طبعا رجع مخطط للاتحاد الالماني، انت مؤسسه علشان يبقى عندك حد يودي الواد دكتور، حد يساعد الهانم في البيت، حد يسوق لك العربيه وكذا، تجارب كثيره من النوع ده مع الكبار حول العالم يعني. لكن الملمح الان ان الاهلي على بوابه تطوير، حدث كثيرا يعني، حدث اخره مع مانويل جوزيه اللي جه ثم طلب لاعبين، وده اللي كنا بنقول يا ريت كارتيرون كان عمله، ومن ثم هياتي
الجديد، الجديد هيبقى عينه على الملف يلعب الفريق دي الخطوه الجايه يا استاذ. ما هي دي اللي جاي الجديد ده هنتكلم عنه بعد بالزبط. دقائق عايز اتكلم عن وقت ضيق جدا بحسابات كره القدم والرياضه، ايام اسبوع او 10 ايام او ربما اكثر قليلا، مع الكابتن محمد يوسف حاليا والجهاز الحالي كابتن سيد عبد الحفيظ وكل الفريق المعاون اللي حضرتك اشرت بيهم في البدايه. ما الذي تطلبه منهم وما الذي تتوقعه منهم في هذا الظرف الاستثنائي؟ الذي اتوقعه هو ان يبدا التغيير من ولاد النادي يعني، ويمكن لما قلنا ده يعني ببعض الاشارات كده، لان انت عارف مجلس الاهلي ورئيسه الهيئه على مدار كل العصور يعني، مش بس كابتن خطيب والذين معه، لا يمكن ابدا انهم يبلوا ريقك بالبلدي بنبأ يعني، الا للعام للاعلان العام عقب زي ما انت قلت انتهاء كامل الملف. وبالتالي اعتقد ان اليوم الكامل امر وجوبي، اليوم الكامل، وده على فكره في كل العالم، عشان بس بتوع الكوره في مصر احيانا يطلعوا يقولوا ايه يا سيدي لو ما راهوش حاجه، لا في كل العالم لو ما راهوش حاجه بيروح وبيقعد وبيتفرج على التلفزيون بس في النادي وبيشوط 50 كوره، علشان الدعاء والتوفيق من عند الله يبقى مواكب لما يسمى بالاندفيدوال. اعتقد ايضا ان هناك لابد من ايجاد حلول سريعه، مفيش لعيب مقموص، مفيش لعيب نمرود، مفيش لعيب يقع منك كموهبه وتنساه، لانه يعني يعني حل اي مشكله غير فنيه، هذا مشكله هو خلاف هذا مع هو اي حد الجزء في الفريق اللي عارفين وفاهمين انه لازم يبقى هو ده كان هوا الاهلي في الهوايه، فما بالنا وانت على باب النقله اللي قلنا حصلت على مدار اكثر من مجلس. وبالتالي انتظر منهم، لان الجزء الفني بقى سهل، الجزء الفني ما اسهله، بمعنى انك عندما تضبط الاداء في المؤسسه الحمراء تلاقي كره القدم جايه جايه، لانه ما حدش بيقول لهم الحساب لا بالماتش ولا بجون جه فيك ولا بجون ما جبتوش، يعني هناك معادله احترافيه كده دايما الاهلي سباق ليها، وده يعني لو ما سالتنيش السؤال ده بقوله لك كده قبل النهايه بدقيقتين، وده اللي مخلي مثلا الرهان على فكرة الرعاية أو ما يوصف في الشارع أن الراعي يقدم للأهلي، لا الراعي كمان بقى محترف، خاصة أنها شركة وطنية، وبالتالي الناس مش واخدة بالها أنه راح الإسماعيلية وراح الاتحاد ومن موسمين يعني يعدل ويبدل وضع الزمالك فنيا ويقف وراهم بالمال، مش لأنه جاي ينفق، لا لأنه بيعمل الشغل بيصرف على الشغلانة. المصنع اللي اسمه كرة القدم المنتج ده لازم يتعظم، وادي أمارة هناك 15 استاد هيكونوا شبه مش شبه بقى نسخة عالمية، وبالتالي هو نفسه هيرجع تاني يكسب، وبالتالي هيعلي دخل الأندية، وبالتالي الدوري المصري قد يصل ل 2.3 مليار جنيه، وحاسبني على الكلام ده. إذن الحكاية مش انه رايح ورا الأهلي او ورا الزمالك او ورا الإسماعيلي، صناعة وفي المقام الاول عناصرها الأساسية او اعمدتها، ولولا انها شركة وطنية بريزنتيشن ما كانت تدفع اولا لتلميع وتوضيب ووضع الفورمه زي ما بيقولوا اللي انت هتضبط عليها الجاكيت وده كذا وده ماذا، وبالتالي هذا المنتج سيتم تطويره. طيب وانت بتطور هتلاقي مين افضل من الانديه الشعبيه باختلاف نسب جماهيريتها، علشان منتجك يبقى عنده، لانه منتجك ده هيمشي معاه كل روافد الصناعة الأخرى. ده بس يعني لأنه الحقيقة الكلام داير من 4-5 أيام على فكرة المساندة، ما فيش صانع مش تاجر، التاجر بقى هو اللي يلعب الألعاب التالية، لأن التجارة ما تصلحش الأوطان، تصلح لعائلات. يعني هنا حضرتك بتقول إن في ميزة تنافسية أو فارق نوعي في تعامل برزنتيشن مع النشاط والدوري المصري، لان اللي عندها بعد وطني مش بس بعد تسويقي وراكبي واستثماري، لان واستثماري بقى هنا الفلوس دي لهي فلوس تاجر عايز يحقق اعلى معدلات الربح زي ما قلنا على مازيمبي، ومالوش دعوه مش بس ان التاريخ هيحاسبه، مالوش دعوه المصنع ده مصنع صناعه ولا مصنع تقفيل يقفل الحاجات ولما يا جدع 40% واكسب، لا هو يريد أن يربح وطن صناعة اسمها كرة قدم تدر أرباح أيضا ثم ترفع من المستوى. قوتنا الناعمة يا أستاذ محمد، أعتقد ما فيش أهم فيها من كرة القدم. بالتأكيد، يعني حضرتك بتقول إن ده داخل منظومة إعادة كل شيء للأفضل في مصر، إعادة كل مؤكد. شيء إلى سابق عهده وأفضل مؤكد. إن شاء الله مؤكد. ليه بقى؟ لأنه التجربة الماثلة كان في زيها مؤسسة السينما، كان في زيها ما نسمعه إنه مثلا الأهلي لما يحصل ضرب الدولة تتدخل أو الزمالك أو الترسانة، سمي زي ما أنت عاوز. وبالتالي أعتقد إنه هناك ملف أمام الدولة
ضيف له بقى مشروع الألف موهبة مش معمول بقى للخطافين ولا للسماسرة ولا لتجار الشنطة في مسألة الربحية العاجلة، لكنها تستثمر وهو استثمار مردود الأرقام فيه ليس سريعا لكنها مربحة جدا. عموما ده كلام مهم يا استاذ، ده كلام مهم ولازم الجزء الاخير اللي هنرجعله من الحوار هيكون عندك مزاج عام للناس اللي بتتمنى ان الكرة في مصر مش في النادي الاهلي او نادي الزمالك او اي نادي انها تبقى علامة من العلامات، ان الناس تبقى عايزة المنظومة تنجح طبعا وهكذا كل المنظومات وتشوف الامور بصورة تانية بقى. وهكذا نحن كل المنظومات نتكلم عن نجاح جزء مهم من اي وطن دلوقتي. لا تنسى عنوان مصر الجديدة ولا تنسى امتدادات عمرانية زيها بالضبط، ملف صناعة الرياضة وفي القلب منها مصنع كرة القدم. مش هنقدر نشير للكلام المهم ده في عجالة، فزي ما حضرتك قلت ده جانب مهم من الحوار مؤكد. احنا هنرجع له في الجزء الاخير من الحوار بعد ما نستوفي كل ما ترى عن الامور الفنية ومتطلباتها في هذه المرحلة. هنرجع لفكرة الرعاية ودور مؤسسة وطنية زي بريزنتيشن والتوازن بين الجانب الربحي والجانب الخاص بالنهوض بامر مهم جدا له تأثير على المواطن المصري زي كرة القدم، في جزء منه خاص بالجمهور اكيد السلوكيات والاستادات وتنظيمها والارباح اللي جزء منها رجوع الجماهير للمدرجات مشاركه الكل في المسؤوليه مؤكد. هنرجع لده بالتاكيد ان شاء الله في الجزء الاخير من الحوار يا استاذ عصام. طيب هنتكلم عن ثلاث يعني مباراه كل ثلاث ايام، ضغط رهيب على الفريق مع هذه الظروف الصعبه اللي هو مر بيها في الفتره اللي فاتت واللي محتاج ينتفض منها بسرعه جدا، هنتعامل مع ده ازاي على المستوى الاداري والفني؟ لا انا ضد ده يعني حتى وانت بتقولي على كارتيرون وكيف انه تعرض للظروف في كتاب بتاع الكوره، لما تجيب الفهرس تلاقي تلعب كل يومين ازاي، تلعب كل اربع ايام ازاي، هنا الالتباس اللي ما يقدرش يبدا حله، مش ما يقدرش عليه طبعا، هناك ادارات نابهه في مصر حاجه تشرف يعني. الحقيقه هنا ما يمكن ان يقدمه الاهلي اللي زي ما قلت لحضرتك يبدا دائما الدفعه الاولى ثم تاتي الاشياء، والامثله كثيره يكفي يعني في 20 ثانيه هيديكوتي جاء والمران ثلاث مرات في الاسبوع بقى خمس مرات وبقى في واحد الصبح في عصر هوايه يعني. وبالتالي اعتقد ان كتاب كره القدم يجمع كل هذه الاشياء، لكنه سيحتاج الى مزيد من التخصصات. اتمنى ربما في الفتره القصيره زي ما انت قلت، ما احنا عندنا في فتره قصيره المدى واخرى بعيده المدى، ان تجد جهاز النادي الاهلي ناس قاعده تحت والباقي قاعدين فوق ما بين مخطط احمال ومخطط ذاكره ومخطط ده، في حد بيقعد فوق للرصه يعني اللي هو ايه غير محلل الاداء، هو لو الراجل طالب يبقى المفتوح اللعب، هل الابعاد متساويه ولا لا. اعتقد ان الاهلي اولى ببدء هذا التغيير في تقنيات كرة القدم، ومن ثم اعتقد ان انت هتعود للمحلل النفسي وتعود للتغذية وتعود لاشياء كثيرة جدا جدا. انا ناسي بس الاسم، النهاردة صباحا في لاعب تم يعني انذاره وتحذيره لان كتر اكل الفاست فود او الوجبات السريعة يعرضه لاصابات، يا ريت الزملاء الشباب يقدروا يجيبوه، انا كنت في عجالة بس عجبني قوي ان شاء الله زملائنا يشوفوا المعلومة اول عنوان انه طلع ان اكثر الاصابات سببها تناول الوجبات السريعة. وبالتالي هذا هو المأمول من جماهير النادي الاهلي و جمعيته ومحبيه. يعني هل تقول هنا استاذ عصام، حضرتك بتقول انه لو اخذنا بالسبل العلميه والتكنولوجيه المتطوره جدا في علوم مؤكد. كره القدم مش هيبقى عندنا عذر لفكره ان مباراه كل 3 ايام وكده، ان في حاجات نقدر نتعامل بيها مهما كان ضغط المباريات. اكيد لو جبنا الكتاب زي ما قلت لحضرتك، عشان برضو انا وحضرتك ما احناش مدراء فنيين في الاساس، لكن متابعون وما نستطيع ان نقدمه للناس هو المعاني التي او الاوصاف او الفهرس او انظر اللي تحت دي بتاعت زمان اللي هو التعريف يعني او الافصاح. وبالتالي لا اعتقد ان الكتاب هيغفل ده ابدا. اعتقد كمان ان من ضمن اللي هنروح له في الجزء الباقي ان هذه الاستثمارات هي ما ستجعل الانديه التي تلعب افريقيا مثلا تسيب الرود او الطرق بتاعت الطيران بتاعت خمس ساعات ويبقى من ضمن المنظومه طيران خاص، فنبقى زي اوروبا. الرحله هناك ساعه الا 10 وساعه وربع، ممكن هنا ست ساعات بس على الاقل وان واي، والطياره مستنيه حضرتك تلعب وتبقى تغير جوه الطياره وانت راجع. لا هناك حسابات احترافيه بقى هناك في كل شيء، حسابات احترافيه لم يتجرأ عليها، مش يجرؤ لا يتجرأ عليها الا الاهلي. طيب استاذ عصام شلتوت، هدي حضرتك مثال
بنقول احيانا او بنقول دايما الاهلي بمن حضر، وان كل من يرتدي تيشرت النادي الاهلي المفروض انه قادر على، وان اختياره تم وفقا لمعايير يقدر من خلالها يحقق المطلوب. لكن الجهاز الفني على ارضني على ارض الواقع الحالي اللي بيبدا مهمته ولو بشكل مؤقت، بنتمنى لهم كل التوفيق. عندنا في اول خبر معانا النهارده حجم الغيابات وتاثيرها من وجهه نظر حضرتك، احمد فتحي، محمد هاني، السلية، معلول، والشناوي، ولسه ازارو بيخضع لفحص طبي، دي مش عقبه تؤرق اي مدير فني واي جهاز، ولا احنا نقدر نتخطاها بسهوله؟ طبعا هي عقبه كبيره. لما كان الاهلي بيلعب كره قدم في ملعب سكواش، يعني في الاربع حيطان اربع بطولات، والاهلي زي ما قلنا لا يشارك، لا كمان لا يشارك الا للفوز، لا يشارك كده عشان يبقى موجود في الملعب اللي هو اربع بطولات ده او اربع اضلاع، لا، لكن كده اللود قل. فانت لما تتحدث عن نجوم شبان في بعض الانديه، مش عايز اضرب مثل بحد بس عشان ما بقاش محبط لحد، فتصور لك انك ذاهب الى ذئاب الجبل معهم سين وصاد، فتكمن خطورتك انك بتفقد ثلاث او اربع نجوم من العيار الثقيل جدا جدا جدا. ولكن انت غير مطالب ها بانك تذهب الى يعني اللعب مع المقاولون لتحقق انتصار بغلة وفيرة من الأهداف، أنت مطالب بضبط الأداء، أنت مطالب بضبط اللاعبين، أنت مطالب بعودة الكتيبة اللي اتقال عليها لتعويض دول طبعا، وبالثلاث نقاط بشكل مباشر، والثلاث نقاط دي هي ده علم بياض الأساس ألف باء، المؤجلات محتاجين فيها ثلاث نقاط من كل مباراة. أعتقد ده لا يصعب أبدا على نجوم النادي الأهلي. أضف بقى اليوم ناصر ماهر وأحمد حمدي ومؤمن زكريا، مش حاجة اسمها مش معانا، لا حضرتك، لأن حضرتك قلت حاجة مهمة. طبعا التيشيرت والروح زي ما بيتقال دايما، وحتى المنافسين دايما يقولوا للأهلاوية، حتى الجيران حتى الصحاب، يا عم انتوا بتوع روح الفانيلا الحمراء، لكنها أيضا تحتاج برضه، عشان لا نكون أكثر قسوة على الجهاز الحالي، تحتاج أجساد جديدة برضه للروح دي، عايزة تلبس كم يعني كم جسد جداد كده يعو تماما أن النادي الأهلي ينشطوا الفريق في الملعب، ينشطوا الفريق، لكن بمعرفة الجاهزين صحيح والحاضرين، ده الحل القادم بقوة. لكن كمان كل أهلاوي يجب أن ينظر، مش بقى النصف الكوب الملقان، النظريات دي صلاة بساعات تبقى إيه عشان تأجل حاجات، لا، يجب أن ينظر في المعطيات زي ما حضرتك قلت. غيابات مؤثرة طبعا، لكن نحن نريد من اللي موجودين الآن أنهم يطلعوا لنا بس أولا كل اللي عندهم أقصى ما لديهم، ثم نبقى نتفاهم. طيب ده كلام جميل، لأنه حضرتك هنا بترد على حوار بيدور طول الوقت في الشارع الرياضي في مصر. الناس بتقول زي ما في آراء بتقول معلش أصل إحنا عندنا ضغوط، لسه محتاجين نجوم، الفريق كان متعثر جدا ومصاب كم كبير من النجوم مؤثرين على أي فريق. في ناس تانية بتقول رغم كل الإصابات دي الأهلي غني بالمواهب وعنده شباب وعنده ما بين 18 و 24 سنة مجموعة تقوم أي فرقة وتعمل نتائج كويسة، فأين هي ونريد الاستفادة بها بالشكل الأمثل. رأي حضرتك؟ ما ده اللي بقول حضرتك، أنت لما تلاقي الراجل كارتيرون راح في سكة انه ايه، في كلام غير الكلام، مش كلام يعني مش بيداري حاجة، يعني لما قال مثلا مؤمن شوية عليه، لما ما بيديش مثلا ناصر ماهر، لما جه يلعب لعب بأحمد الشيخ اللي قبلها بأسبوعين الولد بشياكة قال يبدو ان كده يعني فراقا ومليش رزق هنا، قالها بطيابة المواطن المصري الطيب، تقوم انت ملاعبه يعني كلام بالحقيقة فنيا تحليلا، لكن فنيا الصنعة هو، وعشان كده هو اللي تحمل النتيجة مش أنا ولا حضرتك. ومن ثم أعتقد هو لو أخرج أفضل ما عند أربعة خمسة لعيبة، يعني أنت جبت أحمد علاء، لا كان لازم يلعب، انت عايز تقول لي ان في جهاز يجي النادي الاهلي وما فيش تاني يوم ماتش لما يسمى الرديف زي كل اوروبا؟ بقول لك الاهلي عملها في اواخر سبعينات صحيح القرن الماضي بفريق الامل، وتاني يوم ماتش كامل يحضره مستر كوتي واحنا صغارين في النادي نشوفه كده بشورت وسكنله والدنيا صيف، وتلاقيه قاعد بيتفرج لانه في فرقه كامله بتلعب اللي هي بره بيقولوا عليها باء او رديف. على فكره مصر كلها كانت كده، كان عندها يقول لك فريق الاحمر والابيض عشان تجهزهم وتقيمهم في نفس طبعا وعلى فكره يعني، ومش ده الموضوع، لكن اقول لك كمان من ضمنها ما اشتغلنا صحفيين وبقينا فرحين وعايزين نعرف حاجات تاريخيه، قال لك ده ماتش يا عم بمكافآت بإيقافات، يعني أكنه الدرجة الأولى تيبكال، لأن هم جزء من الدرجة الأولى، قصدي في جدية المباراة. عايز تقول لي إن إحنا مش هنشوف ده عشان 73 ساعة؟ فاكر حضرتك لما كان بيبقى في مباراة ودية على ملعب التتش مذاعة تلفزيونيا، مانويل جوزيه بيلعب فيها،
لو كان في فتره راحه كمان بعد ما تخطى مرحله مهمه في اي بطوله بيلعب 11 لاعب ما بيلعبوش في الدوري. المنظومه دي اللي بنشوفها بره. تخيل بقى ان ال11 لاعب دول اللي ما بيلعبوش في الدوري من باقي قوام القائمه، صح ولا لا؟ تخيل بقى ان كل ثلاث اللي فيه الماتش مثلا يعني حتى لو كل 17 ساعه ماليش دعوه، قلنا الكتاب يضمن لك تلعب كل ساعات العمل موجوده. تخيل لو بيلعبوا ثاني يوم، عمرك ما هتقول الراجل جاي من بعيد، لياقه المباريات مش عارف ايه، انه دايما متجهز، انه دايما متجهز وعارف انه ده اللي هو الاستشاره اللي قبل الكشف. يعني ده اللي هيحكم على جاهزيته فيما لو في حد بانذار، في حد مصاب، في حد الراجل مش راضي عن اداؤه الفني. ما اعتقدش ايضا هيتاخر كتير ان انا اشوف وليد. طبعا زي ما بيامل ويدعو الله انها تيجي جول، ما اعتقدش انها هينفع بعد كده ما اشوفوش بيشوط 40 كوره فاولاد بعد الماتش، او واحد هيدرز بيرفعوا له الكوره 50 مره. واضف الى ذلك انه هذه هي حقائق احترافيه، ازاي هنطور من غيرها؟ ازاي ما يبقاش فيه، يعني مش عايز اقول لك انه عارف انه بيحصل، ما يبقاش فيه مستشفى ميداني في النادي الاهلي. يعني هو حضرتك كمان قلت تعليق جميل وساخر في نفس الوقت لما قلت يعني ايه فلان وفلان وفلان مش معانا، يعني ايه الجهاز الفني السابق كان عنده طاقات مش بيستغلها، يعني ده زعلان دلوقتي، ده مش متفاهمين معاه دلوقتي، ده شايلينه الوقت تاني، ولعيبه لما كانت بتشارك بانتظام كانت نجوم، بس كانت مؤثره جدا. بس يعني مؤمن عندنا مثال صارخ، الموضوع يعني سهل جدا اصله. ما هو مؤمن ده برضه مش فوق الاعراف والتقاليد. طبعا مؤمن عنده ديفو، الديفو ده هتجيب بقى الليسته زي ما قلنا، هنجيب الكتاب فنيا في ليسته، الليسته دي بتقول عمل عينه كده يبقى 17 قرش، بص الناحيه الثانيه يبقى ربع جنيه، مش عارف عمل ايه يبقى 5 جنيه، لكن غير كده مالكش عندنا يا ابني، هتيجي بكره وهتتمرن بكره وهتشتغل بكره. لا، الشغل ما فيهوش هزار، ده شغل. بالتالي او لو احنا مش عارفين نستفيد بيه والمشكله مش عنده، من عند الجهاز السابق، نشوف ازاي ما نخسرش جهود لاعب زي ده لو كان مش مقصر. يعني زي ما حضرتك بتقول ان شخص الخطا، لكن العنوان الرئيسي بيبقى دايما ايه؟ ده نجم استفيد بيه. لازم الاداره دي محترفه جدا جدا لا تتدخل. ربما كان في وظائف لناس تانية كان لابد من التدخل، لكن ما كانوش في عجله الاحتراف، مش في عجله انه اهلاه ولا لا، او مخلص ولا لا، او فنيا عالي ولا لا. لا طبعا، لو حضرتك زي ما قلت الاهلي عمره ما بيتعامل مع جهاز فني يوم بيوم او بشكل متقطع ولا بالقطع، ولا لاعب لفلان ولا تحب تسمع ايه ولا الكلام ده. وده مش معناه انه بيحدث في انديه اخرى، انا بكلمك عن نادي واقعه الدائم انه جهاز الفني وصلاحياته، ودائما مرتبط بفكره التحديث، عشان كده بيقدر يسبق بخطوات. واعتقد انه نجوم كبار جدا مع المنافسين زمالك اسماعيلي دائما عندما يخرجوا الحديث دائما كانوا يفايوا الاهلي ويتمنوا لمنافسيه اللي هم مش اي حد بقى، ده الزمالك والاسماعيلي والاتحاد والمصر، انديه اسماء ايه مرعبه وتواريخ. دايما يقول لك ايه، عايزين بقى نروح زي الاحمر في الاداره. على فكره ما بتكلموش في النجوم ولا كذا، لانها هي عصب النجاح. لو انت عندك افضل ماس في العالم، بما اننا جبنا سيره الراجل بتاع مازيمبي، وليس لديك صناع هيدغدغوه يخلوه زي الدقيق، لكن التاني بقى يعمله بقى خاتم ومش عارف قيراط ونص قيراط وفدان، هيديله قيمه اضعاف مضاعفه. طبعا طبعا الاداره ولا شيء غير الاداره. طب نقطتين من النقاط الفنيه المطروحه بقوه في الشارع الاهلاوي، مطالبات بالتعاقد مع مدير فني بيلعب كوره بهذا الشكل اللي اصبح مرضي جدا اللي احنا شايفينه في وادي دجله. الناس بتقول الاهلي طول عمره بيلعب الكوره الجميله دي، بيلعب كوره على الارض، بيلعب بيعمل ثنائيات وثلاثيات في الملعب، ما بيعلقش الكوره وما بيلعبش كوره طويله كده. ما احنا قلنا بس لكل مقام مقال. يعني احنا التجارب دي كانت كده، هيديكوتي فايسا في النص بقى دور ريفي اللي خلى الكابتن محمود الخطيب ربنا يديله الصحه اعتقد يخس 7-8 كيلو، هبقى لازم نساله. انا كان بيسيبه في نص الملعب كده، كان بيربط الرباط بايده، دور ريفي مدرب انجلترا الكابتن مختار، عشان طلع انه هيفرق في الرفعه وكذا، ناس جت طورت. كان هولمان عشان ما يقيدش حركه الانكل بشكل غلط، انا بقول لحضرتك كان هولمان اللي قال لهشام حنفي وهو صديقك وصديقي خش ورقصوا الحكام الاجانب ما لهمش دعوه في ماتش واحد اتحسب بلينين للاهلي بحكام اجانب. الناس اللي عندها إيه دي، واخد بالك، اللي عنده بيشتغل كوره 24 ساعه وفكره مش تقليدي، وفكره مش تقليدي
مغامر ومقامر كرويا احيانا، اللي هو الكابتن خطيب برضه ربنا يديله الصحه في ماتش اهلي وزمالك، يبقى لابس اعتقد بنطلون جينز وبس، بس متسجل هو وطار الشيخ، فيقوم التسخين كله انه يعمل كده لانه كان في حاجه في العضلتين، واضطر، وده اللي دايما الكابتن ما بيحبش يقوله، ناخد كورتيزون عشان بس يبقى قاعد جنبهم، ده غير الحراره كمان يعني حرارته كانت مرتفعه، فيبقى تحت التجميل روح اللعيب بقى اللي بيتحمل كمان على نفسه، والراجل ابو لسعه اللي اقنعه انه ده يعني ناديك يعني جمهورك، الراجل اللي قدام مونشن جلاد باخ يخلف الارقام فيلبس كبصفوة الله يرحمه 10 ويلبس الخطيب، يعني انت تفكير انت بس بره الصندوق يعني. وبالتالي انت عايز تقول لي ان انت لما تشوف الراجل اليوناني ده، ده راجل عبقري، لكن في الاهلي بقى والزمالك انت محتاجه امتى يبدا. انا فاكر ان فايسا جه فكان لديه الوقت لاعداد هنا ثم الطيران لالمانيا للعب 3-5-2 اللي ما كانتش جات ناحيه افريقيا مش بس مصر. وبالتالي ما تقولوش جرب، يا اما لو فتحت له الكادر الاهلي سيعلن ان مديره الفني بيقول ما تستنوش مني حاجه السنه دي. حاجه دي طبعا يعني معناها ينافس برضه على الاول والثاني للاخر. طب يعني ده الحد الادنى، هينافس مش هقولها بقى الثاني. ولو ما خدش الدوري ينافس لاخر يوم الجهاز المجلس هيعتبره ما حققش حاجه. الا اذا كانت المعدلات تسير زي ما حضرتك وصفت، ان في بقى دفع بعناصر هو ده بقى تجديد للفريق من ناحيه نجوم. وانت شايف بقى ماتش عن التاني بتحصل الحاله اللي عجبانه مع الراجل ده بتاع بنسمعها من جمهور في الشارع اليوناني ده طبعا. ناس بتقول احنا بنحب نادينا وعندنا فهم للي بيحصل، ولو شفنا مكاسب متمثله في نجوم جداد بتتولد في فريق الاهلي وبتتثبت في الملعب هنصبر على الفريق. اعتقد انه ده اوان التعامل بالصيغ اللائقه بجماهير وجمعيه الاهلي، الا وهي انهم عندما يروا الجديد يدعموه. وده اللي كنت بقوله لحضرتك يا اخي، من ضمن الحاجات اللي كانت بتطرح يقول لك اعملوا اكتتاب والاهلي يشتري لو بمليار. واعتقد انه وعلى فكره ده 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 ممكن مع الزمالك، يعني المحب يدفع الثمن عندما يصدق يا استاذ محمد، صح ولا لا؟ صح. وبالتالي اعتقد ان الناس لو شافت الرؤيه دي وان الراجل مصمم زي اليوناني اللي عجبنا ده، لا هيقولوا له يلا جو اهيد وتاني وعايزينك الماتش الجاي تعملها ومنتظرين وصابرين وكذا، لكن في ظل ان تظل المنافسه. صحيح. هننتقل الى المنتخب الوطني الجزء المتبقي، هختتم الجزء الخاص بحديثنا عن فريقنا عن النادي الاهلي بلاعب جهازه الفني في المنتخب بيشيد بيه الى ابعد مدى ولسه مش قادرين نستفيد بقدراته بالشكل الامثل في النادي الاهلي طول عمرنا تاريخنا. وعفوا لو اطلت في سؤالي يا استاذ عصام، طول عمرنا عندنا الفرود اللي بيحط الجون من ربع فرصه، حسام حسن وايمن شوقي وقبلهم النجم الكبير مع كابتن محمود الخطيب واسماء تانية، كنا عندنا نموذج للمهاجم وكان دايما مهاجم النادي الاهلي هو راس حربه منتخب مصر دايما ابدا. النهارده عندنا مهاجمين بنشوف اجهزتهم الفنيه بتقول انهم مجتهدين جدا وقانعين بقدراتهم، وبنشوف المهاجم مش افكتيف على المرمى اصلا. فين شغل الاجهزه الفنيه اللي تخلي لي المهاجم يهدد المرمى 8 و10 مرات يعمل محاولات على الجون؟ مروان محسن اشاده بيه من الجهاز الفني، هوصفها لك لانه مقاتل، لانه لا يعبث بالاحتراف، هو محترف اصيل، لكن هوصفها لك بقدر ما لعبت كوره يعني. اوعى تقول لي المشهد اللي احنا بنشوفه معلقين ومحللين، الراجل يبقى خارج عليك الجون وفي كرة القدم، والمرة دي على مسؤوليتي لاني زي ما بقول لك هوصفها لك بقدر ما لعبت يعني لدرجة ناشئين لكن يعني الواحد يزعم انه بيتابع على قد ما يقدر. الجون لن يطلع لفوق على رأي السقف بتاع الأسرة الله يرحمه، لن يطلع لفوق أبدا سيادتك. ليه؟ هينزل تحت. فاحنا كل مرة الراجل يشوطها تحت ونقول يا حظك. لا مش يا حظك. حضرتك بالتدريب هتشال تشيك كده من فوق وهتيجي جون كل مرة. أين الانديفيدو؟ أي سؤال عايز تقوله؟ طبعا مروان ياخد نمرة أعلى من غيره اللي هو ما بيحاولش أو مش عاوز أو قانع بأنه اليوم يعدي كويس؟ لكن مروان نمرته الأعلى ويمكن اللي بتخلي الناس تتكلم عنه كويس أنه طول الوقت بيبقى حاسس بيحاول بيجتهد وبيحاول، بس احنا عايزين قدرات مروان اللي هي في أن الكرة تروح بين الثلاث خشبات 10 مرات في الماتش. قدر بقى أن مروان ده انضبط أداء منتصف الملعب والجناحين مش بس بالروح بالدم وبس، وبالفنيات التي يجب ان تعود، فالكبار هكذا. شوف بقى مروان لما يبقى محطه حقيقيه ساعتها مش بس يجيب الجون، شوف مروان لما يطلع عشان يعدل مسار كوره وصلاح محسن وكذا ووليد ازار وليد ازار وليد سليمان ومهاجم بقى اللي هو مهاجم اللي هو من اول الماتش تلاقيه لابس نمره 9 وبسم الله الرحمن الرحيم راح يقف مع السرد باكين.
في كل العالم لابد من كده. برشلونة والعلامات بقى المتقدمة بتاع القادمون من الخلف الكرة برة أبويا الحاج جوارديولا، لأنه ده آخر شيخ طريقة برضو على مسؤوليته صعب تتعمل، اللي هي فكرة لا ده راجل بيحفظ بالسنة والاثنين والخامات شرائح أخرى بعيدة بقولك عن كل العالم، وفي فرق كبيرة ما عرفتش تعمل الطريقة دي. يعني بايرن ميونخ قالوا احنا لعيبة ألمانيا هتلعبش كده، إنما استفاد بإيه؟ إنه خلى الكرة الألمانية قال إيه فيها ترقيص، قال إيه فيها تمييز، قال إيه فيها متعة، وبالتالي لكن رفضته بس ما وقعش البايرن. يعني إيه في الآخر زي ما بقولك عن النادي الأهلي إذا اعتبرناه بايرن مصر مثلا، إنما في الآخر ظل منافسا. ما هو في حاجات كده الحد الادنى يعني فيها. هل حضرتك متفق مع الاراء اللي بتقول ان احنا نقدر نرجع بلاعبينا لمعدلات تهديف، مش بس تهديف، نقول دايما الاهداف فيها نسبه توفيق، يعني فيها اولا واخيرا اللي بقول لحضرتك نسبه اجتهاد تخلي فيه تهديد للمرمى وفاعليه للمهاجمين. نتكلم بصراحه بره الانديفيدوال ما تسالنيش بامانه شديده، كل حته روحها حتى غانا حتى نيجيريا الاقي ده اللي بيتعمل يا استاذ محمد، ودي اللي جوان اللي بتيجي فينا. خلينا نتكلم بصراحه وغير كده كمان يفاجئك حد فيقول لك ايه قدر الله وما شاء فعل، وكانه بيغلق الملف. طبعا قدر الله وما شاء فعل ونعم بالله، طبعا ونعم بالله، في اجتهاد واخذ بالاسباب. يا اخي اضطروني مره يعني وفي محطه يعني كرويه شرفت ان اشتغلت معاها موسمين وطبعا هي ارحم من يعني تجار الحصري الفاسد ده دلوقتي. اضطروني اقول لهم يا جماعه طب ما السعوديه طواف الوداع بقى بلاها تمرين وتغلب البرازيل كلهم 6-0. ما هو يا جماعة لا، ده رب العباد عدله كله أن يعطي من يعمل، اعقلها وتوكل يا رجل. صحيح. فما تزايدوش علينا أرجوكم. يا أخي بعض المدراء الفنيين يسألوا ماذا ستفعل بعد أن هزمت في جزء برضه على الإعلام، احنا بنروح مع الناس ساعات أو البعض يعني في حتة صراحة لو بره هيسيبنا ويمشي، ماذا ستفعل وما لعبتش الجندي وكذا، وكأنه احيانا بتسمع مدرب بيقول له طب ما تيجي تدرب انت، فانا لو زميل يعني واخداني حماس شباب ممكن افكره لا هو بيقول لي ما يا عم انت، واحيان اخرى يروح قايل له ايه سنذهب للدش ولدينا عشاء ثم ننظر في اخطائنا ونعمل من الغد. طيب شغله مين، مهمه مين في مصر في منظومه الدوري كله؟ احنا عندنا الهداف اللي اهدافه غزيره محترف مغربي، روس الحربة اللي جوان اللي بتيجي المنتخب مصر بس صنعناه وصبرنا عليه طبعا طبعا واجتهدنا وفي فريق بيساعده، لكن معظم اهداف الاهلي ومنتخب مصر حاليا من القادمين من الخلف من لاعبي الوسط المهاجم، حتى نجمنا محمد صلاح في الاساس هو مش راس حربة صريح، فمحمد صلاح وليد سليمان مؤمن زكريا كل النجوم اللي هي بتلعب ورا راس الحربة، امتى نوصل لان يبقى عندنا تاني لعيبة على مستوى مصر النادي الاهلي زي ما كان احمد بلال بينزل يجيب 17 جون في الدوري في موسم واحد؟ عماد متعب طبعا، ما هو ده نتاج عمل مدربين، احمد جوال، حسام حسن، حط بقى زي ما انت عايز في كل الاجيال، لانه في الاخر كان في صناعه تحت، فده بيطلع فوق عارف ان 2-2 وهو اللي جاب الجولين ما ينفعش لازم يدور على الجون الثالث. صحيح. هو وبالتالي اختيار التوقيتات برضو احمد ياسر ريان كان يحمل ملامح كده، لكن دفع بيه في ماتش انا فاكر في اخر 9 دقايق والاهلي مغلوب، يروح فين ده ويجي منين؟ هم الوقت قدامنا، دي عناصر شابه لسه قدامنا بالظبط. انا بقول لك بقى فالتكوينه لازم تبقى باينه وانت بتختار امتى كمان توقيتات الدفع، لكن لا تسالني الا عن فريق نمره 2 بيطلع له افضل النجوم في تحت 17 سنه. صحيح. ويلعبوا ماتش كل اسبوع ويطولوا على الفريق الاول حتى لو في تقسيمه والتدريبات التخصصيه يا صديقي زي ما بنشوف في كل العالم. احنا ليه ما بنحبش نترجم ورقه في مصر لكن اعتدنا ان الاهلي كان بيعملها، ده اللي مخلي الناس تحس انه هيعملها. فاكر حضرتك فاكر لما تعاقدوا مع فان باستن عشان يدرب المهاجمين يدرب الفراودة بس؟ ما هو ده اللي بقوله لحضرتك. وبالتالي دايما الاهلاويه بيطمنوا انه هيعمل، لانه الاهلي ولا مره يقول لك سنخترع طريقه حتى لو مدربين مصريين او سنرى مثلا يقول لك رابطه انديه، لا هتلاقي قرار الاهلي من ايام الكابتن حسن حمدي، لا انا اسف لجنه انديه الكابتن حسن حمدي قال لك لا سلام عليكم في حاجه اسمها رابطه انديه محترفه، وده الانجليز هو جاب الاستعمار ده جاب الانجليز جاب ممثل البريمير ليج هنا في النادي الاهلي وكان في مؤتمر لانه دي اسمها كده. انت بقى حضرتك عايز تعمل تشكيله تانية قول لنا بقى ان دي تشكيله تانية ايه صلاحياتها وايه اهدافها بالظبط. وبالتالي نحن نريد اوراق مترجمه لم يفعلها الا الاهلي على مدار اكثر من محطه وتنقل للزمالك. الزمالك بقى له موسمين حاله تانية خالص لانه دخل مساله الشراء والنجوم اللي هم جاهزين، وبالتالي هنا برضو في الفقرة الأخيرة هتلاقي برضو ده
من فكرة الرعاية يعني البيزنس يعني. يعني هل عشان أقفل الحديث في النقطة دي، إن لسه في نقاط كثيرة والوقت قليل جدا متاح أمامنا يا أستاذ عصام، عايزين نستفيد بأرائك في أكتر من نقطة مهمة. حضرتك هل تطمئن مشاهدي قناة الأهلي وجمهور النادي داخل وخارج مصر إن الفترة الجاية حضرتك على يقين إن شاء الله إنه هيحصل عملية دفع واستفادة بطاقات عناصر شابة مميزة جدا كانت معطلة مع صفقات مميزة مع تعاقدات مميزة؟ أعتقد مع إعلان كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة عن ما يتم الآن يعني دراسته من قرارات هتبان، لكن لا أعتقد إنه القرارات يعني إذا العبد الله وحضرتك وصلنا للصيغة التي يمكن أن تتكرر دائما في النادي الأهلي، ألا وهي فكرة التحديث، خاصة وقت ما تحس إنك في حاجة ديمودي شوية أو قديمة شوية، وبالتالي إن في جمود خلاص في أداء الفريق، وبالتالي ما أعتقدش يعني حتى فكرة القمة إنك تقف عليها فتتحول لديناصور دي ما أنتش قادر تتحرك رغم ضخامة هذه الضخامة فتتآكل أنت، ما شفناهاش، وبالتالي هناك ثقة لكنها تحتاج عمل الحقيقة. إذا لم تكن هذه هي خريطة كرة القدم الحمراء وبالتالي تنتقل العدوى لمصر كالعادة في جهاز محترف ما يعرفش انه في حد بيسوق العربية 120 كيلو لانه ده ما ينفعش، بوبي روبسون ما راح برشلونة مسك الفريق الاول علق ورقة ممنوع الضحك والهزار واستلاف اللي هي الادوات بدءا من كسرة الخبز اللي طبعا حضرتك عارف ان ترجمتها لقمة مش كايزر، ومن ثم قال لهم الخروج عقب المباراة 70 كيلو خارج المدينة بإذني وغالبا لن أوافق. فلما سألنا في الترجمة يعني ليه، قالك عشان الرجل ليه يسوق 70 كيلو وهو يبقى الآن عليه وهو يبقى عاوزه يبقى مركز، هو عايز يحافظ على ثروته اللاعبين. بينما أنا يعني أسجندي خلينا نتكلم بصراحة، أنا أقولك نجح الإداري عصام شلتوت في أنه يجيب محمد الجندي على متسكل بعد أداء الامتحان ليصل إلى الاستاد قبل المباراة. طب هو امبارح كان بيذاكر ولا كان مركز في الماتش؟ طب هو نام بدري ولا نام متأخر؟ طب هو جاهز ولا لا؟ هو شرب مياه غازية ولا حليب زي ما مكتوب له في صفحة 8 في الكتاب؟ وبالتالي ما اعتقدش انه انا وحضرتك فكرنا كده يعني، ومحمود الخطيب والذين معه ما بيفكروش اكيد كده، هيفكروا بشكل افضل يا خبر ابيض، اكيد هناك تطوير ما اظنش في حاجه غيره يعني. المشهد ما يخوفش، لانه اذا اعتبرنا نفسنا عوام كفنيات كرة قدم فما بالك بالمتخصصين ويديروا مؤسستهم، يعني مش رايحين بيعملوا شغل، لا يديروا مؤسسة عنوانها عائلة الأهلي. جميل، إن شاء الله اللي جاي يكون أفضل. سريعا في الدقائق المتبقية أستاذ عصام، منتخب مصر كيف ترى تجربة الجهاز الفني والأداء حاليا بعد أول اختبار وصف بأنه اختبار حقيقي أمام منتخب تونس، وأداء الجهاز الفني واللاعبين تحت قيادة أجيري؟ عجباني الحقيقة، وحاسس إن أجيري ده حد صديقنا كده قال لي ده ممكن تسميه سعيد أجيري، حورتجي كورة يعني خلي بالك اوعى تصدق حد يقول لك أجيري بيقولوا له وبيوصلوا له. أجيري هيسمع كل الناس وهيشوف كل الناس وهيقول كلام كبير قوي عن لاعبين، لأنه بيرى فيهم الاجتهاد ولا يرى فيهم التقصير، والأساس عند الأجانب أنك صادق إلا أن يثبت عكس ذلك، وبالتالي عند لم والأربعين خمسين اسم وإن شاء الله كده نلتقي على كل خير هتلاقيه بقى بدأ يضبط الأداء، لأنه الحقيقة برضو احنا اتضحك علينا في حكاية الروتيشن دي، مش حاجة اسمها كده، احنا كده بنهرج في تثبيت تشكيل في كذا، إلا إذا مثلا اتنين حراس جبارين فممكن عشان ما فيش حد منهم يعني يبعد عن يفك سنة يعني ماتشين وماتش مش عارف ايه كده، لكن هتلاقي واحد برضو عنده تكة زيادة. إنما سعيد أجيري يعني هتلاقيه فعلا بحجم الحقيقة سي فيه برضه، لأنه أنا البداية بتبقى مع إيه؟ مع تصنيفك الحقيقة، وهو مدرب مصنف. خلينا بقى نشوف ولا نفترض يعني إيه انعدام الثقة بيننا وبين الرجل، وبالتالي أعتقد إنها تجربة بتقول لا هنتغير، بس هنتغير في حالة لما سيستم الأندية يتغير. في ناس اتضايقت جدا، احنا انزعجنا، عندنا نوع من الغيرة على نجومنا لما بيبقوا في حالتهم زي نجمنا الكبير وليد سليمان وهو في أحسن حالاته، والبعض بيقول يا جماعه ما تاخدوش الامور بحساسيه كده هياخد فرصته في المنتخب. وليد نفسه بدا عليه الاحباط فقال انا اعتزل اللعب الدولي. كابتن هاني رمزي بيرد يقول وليد سليمان الباب مفتوح لانضمام هذا النجم للمنتخب في اي وقت قبل نهايه كاس الامم المقبله. شايف الاشكاليه دي كلها ازاي؟ الاشكاليه دي ظلم كثيرا وليد سليمان، مش الموسم ده بس، على مدار ثلاث مواسم، لان كوبر حب ناس ولو انه مصنف يا اخي، بس ما اعرفش ازاي قدر يتمصر كده في الاواخر اللي هو ارتبط بيهم قوي، فلازم يروح معاه المشوار يعني. الرجاله دي اتخانقت معاه عركه كده في القهوه فمش قادر ايه ارتبط بيهم بقى وجدانيا قوي الا لازم ياخدهم بقى يتعشوا سوا بقى ما دام وقفوا معاه.
لا ما كانتش كده الحكاية يعني، كان يمكنه إسقاط بعض الأسماء مقابل من يستحق، وطبعا مش هو رايح ده خلال زي ما بقول لحضرتك موسمين على الأقل. حضرتك بتقوله ده كان واضح في ماتشات كان بيبقى محتاج تغيير ورقة مميزة بره ما فيش، وعنده عناصر كويسة جدا ومتألقة بره المنتخب ما خدهاش. أنا بقول لحضرتك فظلم كثيرا وليد سليمان أو خاتم سليمان زي ما الأهلاوي بيحبوا يقولوله، إنما معدلات مش سنه انه مش قادر، لما قالوا عند 2-33 يصعب وجوده خلوه في حرج، الناس مش قادره، خلوا احتمال انضمامه بعيد جدا لانه قالوا احنا بنجدد في بقوا في حرج. وبالتالي لانه احمد فتحي يروح فين يا جماعه؟ يعني ما احنا برضو لازم نقول يعني ندي الناس حقها يعني. وبالتالي هي دي لو الحكايه كده، ها لا وليد انا اعتقد انه لديه ما يقدمه، لكن انا عارف هاني رمزي قال له ليه كده، لانه فعلا اللي جاي مع اجيري زي ما قلت لك، وهاني عايش مع الاجانب كتير، هيحتاجه في اي لحظه. ليه؟ نتاج ان اوراق التجديد يكون، والحقيقه برضو باينه لغايه دلوقتي ما فيهاش وليد سليمان، انما هو مصر يدي احساس للنجوم الكتير قوي. لكن حضرتك بتقول ان لكل قاعده استثناءات، وان وليد لو فضل على تصميمه واجتهاده بالشكل ده هيرجع. ما هنا بقى، هنا بقى اللجوء لفكره، ها انك انت المولى عز وجل، هنا تبقى متاكد دي مش حكايه قدر الله توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان انت تجتهد، لانك عمال تجتهد اهو الا وهيحتاجك، عشان كده الرساله كانت واضحه، انما هو مش قادر يفتح الكادر قوي، لربما يظهر له الثلاثه اربعه خمسه لعيبه وقلنا نموذج احمد فتحي على الاقل اهو، طب هيقول لهم ايه؟ كده هيرفع معدل الاعمار، فظلم وليد سليمان. هذا قدرك يا وليد. اخذ بذنب الفكره نفسها، استراتيجيه التجديد. الله عليك، ده عنوان عبقري. اخذ بذنب فكرة التجديد والنزول متوسط الأعمار. لكن حضرتك بتقول له وليد، يعني اللي فاهمه من كلام حضرتك انك عايز تقول له رسالة، بتقول له خلي عندك إرادة حديدية واجتهد وحافظ على المستوى. انا متأكد انهم عايزينه كده، لانه في اماكن في الملعب ها ما فيهاش غير مو صلاح وحد كمان والتالت يصعب. ان حدث، وان ما فيش بديل زي اللي في الملعب لو احتاجه طبعا بديل. طبعا ان حدث احتياج محمد صلاح ويودوه تاني يلعب زي ما بيلعب مع ليفربول، اعتقد وليد مع المنافسات الرسميه هيقولوا له الاقرب للمكان، لانه ساعتها يبقى حق، مش حكايه بقى ايه برغبه ان تعطي المجيد بس ها فرصه للوجود، لا ده هيبقى حق بقى المصري انه الراجل ده يبقى موجود في المنتخب. هل تقول صراحه يا استاذ عصام انه حاليا لا يوجد من هو بعد محمد صلاح، لا يوجد افضل من وليد سليمان بعد محمد صلاح في المكان؟ اعتقد طبعا بوضوح شديد ان اللاعب الثاني في المكان ده بوضوح، ما زعلش حد لانهم لسه ما ادوش فرص لاي حد ثاني مثلا زي صلاح محسن وزي ناصر وزي لا، لكن صلاح محسن عنده فرصه كبيره انه متالق حاليا وبدا ياخد الخبره، عشان كده بقول لك مليون في الميه، بس هو كمان عنده مهمات اخرى، انما مش هتقدر تعمل تبديل وتوفيق وانت رايح تلعب بطولات كبيره، عشان كده هم بيتمنوا ان الحافز يظل موجود. وصلاح محسن رغم ان عنده الميزه في اللعب كوينج يمين او هاف رايت وانه بيروح من المكان ده، لكن هو في الاساس راس حرب. الله ينور عليك، هنحتاج هنعتمد عليك تحت الراجل ويقدر يصنع. بص اللعبه بتاعت الوان تو هو وصلاح دي مش بس لعبة حلوة، ده ينم عن في المستقبل برضو، عشان أنا ضد فكرة العالمي بدري، دي تنم عن ثقة بالنفس يجب أن تستغلها الأجهزة الفنية. لما يبقى صلاح اللي مدهالك في آخر لحظة في ماتش من الكهرب مع تونس وانت راجل لسه خارج من موقعة الترجي كلاعب في النادي الأهلي، وتحطها له حريرية زي ما بعض المعلقين بيحبوا يقولوا، اللي هو صلاح ما بذلش جهد لترويضها هي نفسها. وبالتالي وبرضه فيها الجزء اللي قلته لحضرتك، افتكر صلاح جاب الجون ازاي، الراجل نزل تحت شكرا سلام عليكم. كابتن عصام شلتوت، التصريحات اللي وصفها البعض بانها نوع من النار تحت الرماد، يعني وربما البعض بيبالغ ولا يوجد ما يستحقها الحديث عن هذه المشكله كانها اشكاليه حقيقيه بين الجهاز الفني لمنتخب مصر والجهاز الفني لليفربول او اجيري ويورجن كلوب، هل حضرتك شايف مشكله فعلا ولا لا؟ لا فيها شويه توابل. يعني ما بص الراجل طبعا احنا قلنا اجيري راجل مصنف، صعب يقع في حاجه، هو عارف ان الاجتهادات دي بره ما بتتسابش. السبوت يعني في الاعلام في العالم كله مش جايبها بالصوره اللي احنا عاملين لها مصورينها بالشكل ده، والراجل برضه كلوب مش فاضي، يعني ايه مش فاضي، لكن هو ده الجزء بتاع حلال المشاكل، الاب الروحي، عارف فيلم بتاع جاد فاذر ده، بس دي كوره بقى مش عصابه يعني، لكنها عصبه في الاخر، لما يعني لازم ما يعديش حاجه، ما هو مش فاضل الا للعيال دي، انا اسف يعني بلغه الكوره، هو مش فاضل الا ليهم، فواحد يتقال عليه حاجه يرد، فمش عارف سادو ماني يقول لك لا 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 دول اصحاب، في حاجه في السنغال يجيب له الحجه،
فيش هزار يا كابتن. كابتن فيش هزار يا كابتن. كابتن حمود الجوهر الله يرحمه، لان انا واخويا ايمن بدره واخرين يعني عشنا حواليه يعني يا اخي 24 ساعه هو وزوجته المحترمه كانوا عايشين كره قدم. يا عم كان عامل اشتراك بتصريح خاص من الدوله ان بقى عنده اطباق دي ما كانش حد يعرفه، والكارت ده كان بيجيبه من بره بديكودر. يعني لو سالت مين ديكودر عيم طبعا ما عدا جهات سياديه وزاره الخارجيه ومسميره العظيم طبعا ما حدش يعرف اي حاجه من الحاجات دي. فعشت كره قدم حضرتك بقيت شيخ طريقه، ما عشتش كره قدم هتفضل بينج بونج. تأجيل مباراة كأس ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفر بلات في الأرجنتين، الفريقين الأشهر على الإطلاق في تاريخ الأرجنتين ومنهم فريق النجم طبعا غير المسبوق دييجو أرماندو مارادونا. ليه الكرة اللاتينية لسه مليانة هذا المشكلات رغم ارتفاع مستواها الفني والمهاري؟ هي في أبعد مجال عن الأمور من ناحية التحضر والانتظام والحفاظ على سلامة الأرواح والابتعاد عن العنف، لسه عندهم شغل لغاية دلوقتي بشكل كبير. الحقيقة ده أخطر ديربي أو كلاسيكو في العالم، معروف يعني كده زي ما كانوا زمان يقولوا شيكاغو مدينة الشغب. ده أخطر ديربي في العالم. لا أنا لغاية ما انضميت لحضرتك كانت المباراة الساعة 10 مش عارف هتتأجل تاني، في صعوبة وفي تقديم مذكرات لغاية قبل ما نضم لكم بشوية يعني. عرفت من زملائنا في فريق الإعداد بيقولي دلوقتي إنهم اعترضوا بوكا جونيورز وطالب تأجيل أكتر. ده قدم مذكرة لأنه قالك اللي شفناه صعب وحاجات كده. اعتداء على حفلة اللاعبين. وحاجات مشاعة وحاجات يعني يبدو إن الدنيا زاطت بزيادة كمان. إنما خلي بالك بقى في أمريكا اللاتينية فيها لام شبه منطقتنا العربية يعني. اللي هو ناس معه وناس ضد. فالتوابل اللي يمكن بتبقى أزيد. تم التأجيل لأجل أجل غير مسمى. ده الليتست نيوز، ده آخر خبر عن الموضوع. أنا قلت لك إنه ده متوقع لأنه لن يدخلوا مرحلة الخطورة اللي أجهزة أمنية من امبارح رصدت ورفعت. بس الناس دي بقى وش كده ما عندهاش هزار. ما ينفعش يبقى ما ينفعش، ولا تقول لي طب نحاول، ولا تقول لي طب نورط أمن البلاد ونقول له هات مدرعات. لا لا، بيحموا الناس اللي ارواحها في ده البلد، لان الجمهور كمان في البلاد دي لسه عنده عصبيه شديده طبعا قوي وعنف. هناك مندسين وكذا، ده حقيقي. بس هناك بقى مندسين بقى ايه اللي هو انت عارف انشطه اخرى يعني. يا بلاد بتحبنا واحنا بنحبها، لكن طبعا مش هيورط كمان الدوله. مش ليه؟ لانه هو يعني رجل في غنى عن المشاكل، رجل امن والجيش. ماله بالحاله دي غير انه جاي عاوز الناس تفرح؟ تروح انت تحطه في حولها له المذبحه او فما بيهزروش بقى. لا، ياخدوا بآراء الأجهزة عند أعلى السلطات القروية، مش بس الاتحاد الأهلي والاتحاد القاري والاتحاد الدولي. لا، والموضوع طرح على رئيس الاتحاد الدولي امبارح وهدد رئيس بوكا جونيورز وبعدين تراجع عن التهديد. ما شاء الله عليك. وبالتالي لا، قرار واحد. ويقول لك بقى الناس هتخش الملعب بالتذاكر اللي معاه. مفيش هزار. نتمنى ان احنا كمان نبدا مرحله ان مفيش هزار في مصر. دول لو لعبوا كوره، فاكر مبارياتهم يا استاذ عصام؟ لو لعبوا كوره بس لمتعه الكوره والفريق يفوز وفريق يخسر بمنافسه شريفه هتبقى من امتع المباريات. ده اللي حصل في الماتش الاولاني. رغم كل العصبيه دي ما لهمش حل. امريكا اللاتينيه طعم تاني. يا اخي لازم تطالب المسؤولين الكرويين في بلادنا انهم يبقوا على قدر المسؤوليه. لانه فنيين في البلاد دي والله ما بيشوفوا فرق ناشئين او شباب من مصر الا بيقول لك انتم تعادلون في الموهبه والمهار. طيب احنا قلنا وعدنا المشاهدين ان احنا نرجع، وقتنا انتهى بالفعل. هختتم مع حضرتك بكلمه اخيره لاني كنت استاذنت حضرتك في تاجيل اكمال حديثنا عن فكره وجود داعم وطني للرياضه والمنظومه كره القدم شركه بريزنتيشن والكيانات الراعيه للرياضه. وان حضرتك بتقول في هدف ابعد هو غير تحقيق الربح، ان في هدف اولى او اكبر هو الحفاظ على هذه المنظومه وتطويرها لانها جزء من القوه الناعمه لبلدنا بشكل عام. والصناعه ان مكاسبنا الماديه تفتح ابواب رزق، واخد بال حضرتك، تفتح فرص عمل للشبان. وكنا مقدمين تصور من سنتين كده انه اصلا قد تخلق 6 مليون فرصة عمل لشبان زي اللي بتشوفهم في الماتشات دول، وبرأس مال وطني، مش واحد جاي تاجر معانا ويمشي. خلي بالك بقى، هي نفس الرأسمالية الوطنية دي عمتها تبحث او تنتظر عن شركاء محترمين سواء عرب او اجانب، مش هيجوا الا بتعظيم المنتج ده استاذ جندي، وعن أندية تساعدها طبعا، وجمهور يفهم الرسالة، بجماهير يفهم يعني الرسالة. بناس ما تطلعش تقول انه يحب الابيض ويترك الاحمر او العكس.
لكن ينظروا للي بيحصل بالفعل. ده أنا عمال أوضب البيت ده عشان حضرتك تشتريه مني بأعلى سعر، هو أنا ضامن ساعتها بأن المشتري ولا لا؟ لكن لأنها رأسمالية وطنية هي تريد تعظيم المنطق أساسا، لأنهم بيسعوا إن احنا ننجح المجال، مش بس كده، وأن الدوري المصري يصبح الأغلى لأن هذا هو حقه وبيتحارب عشان كده. ان شاء الله المردود يكون افضل، ونتائج كل المؤشرات اللي اتكلم عنها ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت تؤتي ثمارها في الفتره الجايه بتكاتف ومشاركه بين كافه الاطراف، وان ده في النهايه امر طيب جدا لينا جميعا، لكل العاملين في المجال ولكل المحبين والمهتمين بكره القدم من جماهير ومن متابعين ومن اعلام رياضي. كل هذه المنظومه يجب ان تقوم بادوارها وتطلع بمسؤولياتها في تحقيق هذا النجاح ان شاء الله. اسعدتنا بوجودك معنا النهارده، واستمتعت بهذا الحوار. الله يبارك لك استاذ محمد، ودايما موفق، يعني برضو انت من العلامات المحترفة المحترمة. اشكرك شكرا جدا. في نهاية هذا الحوار بشكر حضراتكم على المتابعة، واشكر الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت. ابقوا معنا بعد الفاصل، فقراتنا مستمرة وحوار متميز يجري زميلنا، وان شاء الله تستمتعوا بهذا الحوار، زميلنا امير هشام مع طبعا صاحب الخبرات الكبيرة في عالم وفي مجال كرة القدم الكابتن محمد ابو العز. ابقوا معنا. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. دلوقتي جت ميعاد الفقره الثانيه من حلقه الاهلي الليله النهارده، بعد الفقره الاولى اللي كانت لزميل عزيز استاذ محمد الجندي، واستضاف فيها قيمه طبعا اعلاميه وصحفيه كبيره، هو استاذ عصام شلتوت، وكان حديث بصراحه جيد وشيق وممتع. لكن في هذه اللحظات والفقره الثانيه من حلقه النهارده هنستضيف احد نجوم نادي الترسانه الكبار واحد اعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر سابقا، مع نجم كبير جدا كان طبعا كابتن محمود الجوهري، وهو طبعا الكابتن محمد ابو العز. منورنا ومشرفنا في الاستوديو كابتن محمد، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. في البدايه كده خلينا نتكلم عن بداياتك مع كره القدم. انا عارف ان انت ابتديت كلاعب كره سله في الاول. لعبت. احكي لنا القصه مشيت ازاي لحد ما بقيت نجم كبير في نادي الترسانه. لا، هو الواحد كان بيحب الرياضه عموما، يعني في سواء في كان في حاجه في الابتدائي اسمها القسم المخصوص اللي هم التدريبات العروض، اتقدمت فيها الحمد لله. اللعب طبعا كان في الشارع، ثم بعد كده لما دخلنا الاعدادي لعبت كره سله. اللي حببني فيها كان الاستاذ امين مرجان. كانوا بيسموه ظابط، التبريره دي بيسموه الظابط زمان، وكان مدرب هايل في كره السله، فحببنا في اللعبه. وبقت المدرسه اللي انا كنت فيها كانت الوحده العربيه، كانت يا بطوله منطقه يا بتخش جمهوريه. بعد كده دخلت البراميه الثانويه، كانت في الفتره دي البراميه الثانويه كانت بتضم معظم لاعبي نادي الزمالك تمام والنادي الاهلي، كان فيها زازا، محمد زازا الله يرحمه الكبير، كان فيه كابتن نبيل نصير، كان فيه سليمان طنطاوي، كان فيه عبد المنعم الحاج. فحبينا واحنا في اولى، هم كانوا في ثالثه حبيناها. وكان عندنا كره الطايره كان على مستوى الجمهوريه، كان عندنا الكابتن عبد اللطيف ابراهيم مدرب النادي الاهلي، وكانت فرقه النادي الاهلي كلها الكره الطايره كانت في البراميه الثانويه. فضمن للفريق. بس لقيته بقى بيجيبني الساعه 7 الصبح، قلت له لا ما ينفعش يا كابتن عبد اللطيف، عبد اللطيف ابراهيم كان مدرب منتخب مصر. ما ينفعش انا بقى. قال لي لا بس تعالى وبتاع وتبسط. وكان عندنا الكابتن عز خليفه المدرس الاول، وكان مدرب احمال في نادي الزمالك. فطبعا بين الكوره والطايره لو انت خيروك هتروح فين؟ الكوره طبعا. الكوره، فرحت الكوره. في ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي دخلت الكوره، وصلنا نهائي جمهوريه ولعبنا مع اسكندريه، بس اتغلبنا. كانت محرم بيك فيها عز الدين يعقوب وشتا، وكانت مجموعه كبيره، بس احنا كنا تقلصنا، كنت انا بس والكابتن علي الحلو الله يرحمه، والكابتن زازا، والروبي مصطفى، مش الروبي الكبير، الروبي الثاني، كان في النادي الاهلي برضه. في الفترة دي بقى رحت اختبارات الاهلي، كان الكابتن كامل مسعود الله يرحمه وكابتن همامي، وشافوني. اللي خدني هناك كان الكابتن فتحي خطاب لاعب النادي الاهلي، لاعب الدولي الجناح، كان هايل، كان بيجي عندنا المنطقة في زين العابدين في السيدة زينب وبيلعب، فشافني وانا بلعب، قال لي يا بتيجي تعالى يا ولد. هو اللي اختار، هو اللي قال لي قال لي تيجي، هتيجي معايا يوم، كان يوم اربعة هتيجي معايا وبتاع. فاكر طبعا انت بالتواريخ، بالتواريخ. لا ما هو كابتن فتحي خطاب كان قيمه في النادي الاهلي، ف
فقدمني للكابتن كامل مسعود وكان جسمي انا كبير اكبر من سني يعني. فكان اي حد بيشكك فيا يعني يقول له انت مزور. مسند طبيعتي كده يا جماعه. وكانت طالعه في الفتره دي بقى ان ايه الصغيرين لما يربوا شنبهم برجوله. فقال لك ده ما هو كان 16 سنه. فقال لي تيجي التمرين اللي جاي. فخلاص رايح التمرين اللي بعد تاني كان يوم سبت. فرايح فداخل من الباب لقيت الكابتن كامل مسعود بيضرب جمال محمود. لاعب الدولي. فخفت. قلقت. رحت راجع. رجعت. لقيته بيضرب اللعيبه. طب ازاي؟ خفت طبعا الواحد ما كانش متعود على الحاجات دي. فكان في المنطقه عندنا كان الكابتن الله يرحمه عبد نصحي ورفاعي. رفاعي خدني نادي الزمالك. قال لي تعالى نادي الزمالك. فروحت مع الكابتن علي شرف كان عندهم فرقه كويسه قوي في ال 20 سنه كانت الاهلي والزمالك عندهم فرقتين كويسين قوي. تمام. كان انا فاكر معظم اللعيبه ومعظمهم لعب كان من ابرز اللاعبين المتواجدين هنا او هنا. كان هناك في الزمالك كان في عابد كان بيسموه بيليه. وعبد العزيز سكوتي وكان علي وهدان والدله الاهلي كان سيد فرج وكان جمال محمود ومصطفى عبد الغالي وعمرو وعلو مطر الله يرحمه. كانت دي فرقه ال 20 اللي انا كان ما كانش فيه 19 كان فيه 17 و20 ما كانش فيه فاصل بينهم لا 17 ولا 18 تطلع من 17 تلعب تحت 20. فرحت مع كابتن رفاعي قال لي تعالى معايا وبتاع ورحت معاه رحت مع كابتن علي شرف لقيت عارف شغل بقى ايه المناطق بتوع عابدين مسيطرين على الفرقه اللعيبه ما بيبصوش لحد فما سالتش نزلت مع لعبت ما لمسش الكوره مرتين ثلاثه فطبعا ما اتضايقت وما تبانش في نفس الوقت اكيد فرحت سايب للنادي ورحت ماشي كان معانا ناس من المنطقه من زين العابدين بيلعبوا في الترسانه كان اسمه عنتر قريب بكر بكر اللي هو جاب الجون في انترناسيونال بتاع الزمالك ابن عمه بيلعب في الترسانه قال لي ما تيجي معايا فروحت دخلت الكابتن سيد بلبل الله يرحمه كان ذكي جدا فشافني كده قال لي لا انت تنزل التمرين ازاي ده انت مزور قلت له يا كابتن انا مش مزور قال لي بس لا انت مزور لا مش مزور امضي على الاستماره دي ما فرقش معايا تحدي رحت ماضي على الاستماره اتاري الاستماره دي مؤبد خلاص اصبحت مقيد في النادي فرحت التمرين واتمرنت معاه كنت كان عندي 17 سنه قال لي السنه الجايه محمد كان بيلعب سيرد باك ولما يزنق يلعبني في وسط الملعب عشان اكمل لان كان جسمي قوي بعد كده قال لي انت السنه الجايه هتلعب درجه اولى والسنه اللي بعدها تلعب منتخب الراجل كانت نظرته يعني ما شاء الله وقد كانت جالنا مستر ماتيكالو لمس الموهبه يعني لفضلك على طول كنا حوالي 3 4 في الفرقه موهوبين وكان في الفتره دي المدربين اليوغوسلافي اللي جم تمام جايين الدوله اللي جايباهم كان تاديتش في الاهلي كان فاندلر في الزمالك كان ماتيكالو عندنا في وكان ماتيكالو ده ماسك قطاع الناشئين في بارتيزان اليوغوسلافي والراجل كان هايل وكان كوكيزا في المصري وكان بوبا في الاولمبي كانت مجموعه مدربين يوغوسلاف دول اللي اثروا الكره المصريه طبعا. بصراحه فماتيكالو اتفرج عليا في مباراه ناشئين قال لهم كان يوم الاربعاء يوم الثلاث قال لهم طلعوا الولد نمره اربعه ويجي التمرين بكره انا طلعوني من الملعب زعلت لا طلعك من الملعب اصلا كان في مباراه بلعب فقال لهم يطلع طلعوني وقالوا لي تيجي بكره التمرين مع الدرجه الاولى طبعا الدرجه الاولى كابتن شاذ وكابتن مصطفى نجوم كبار طبعا الواحد طب هلعب ايه فالراجل يعني كان ذكي جدا راح واخدني على جنب كده واداني شويه تعليمات عشان انزل التمرين معاهم وانفذها في الملعب. كان في الفتره دي كابتن حرب في كليه الشرطه. وما كانش هيجي ماتش القناه. ماتش القناه يوم الجمعه. تمام. وهنتمرن الاربع وما فيش تمرين الخميس فمرن لي الاربع على ان هلعب مكان حرب وانزل العب في وسط الملعب لان هتلعب القناه في اسماعيليه. القناه في اسماعيليه. ماتش صعب جدا. صعب والقناه في الفتره دي كانت يعني تعتبر احسن من الاسماعيلي الاسماعيلي ما كانش موجود لسه كانش موجود فقال لي هتلعب في وسط الملعب وتزيد تقفل على الباك الشمال وتنزل ما تكون مندافع كان بيلعب 1 4 2 3 1 4 2 3 2 3 لا مش موجوده خالص دلوقتي خالص بليبرو اثنين وبعدين اثنين في وسط الملعب لازم يكونوا كويسين والثلاثه اللي قدام واحد ينزل على وسط الملعب يبقوا ثلاثه ثاني تمام ويبقى اثنين فراوله شاذ مصطفى رياض
وانا ازيد معهم عشان داوود الوحش ما يزيدش، كان بيلعب مهاجم على طول باك ليفت. لعبنا وتعادلنا 1-1، تعادلوا معانا هما في اخر دقيقه بضرب الجزاء واحنا كنا الافضل، فطبعا اداني ثقه كبيره. من ساعه المباراه دي انا ما اتشلتش من الفرقه، ما بقتش احتياطي. بعد ما رجع الكابتن حرب راح معلمني ازاي العب سيرد باك، كان بيجيبني الصبح لان كانت عندنا. والمركز اللي حضرتك كنت مايل ليه اصلا ايه؟ يعني سيرد باك الليبرو. الليبرو لان هو علمني، لقى فيا ميزه التوقع. بتوقع اللعبه هتتلعب امتى. اه المفروض تبقى متواجده وما بخافش يعني بعمل انقداد، بس كان في قوه شويه. فعلمني ازاي اروح اعطل، ازاي اتوقع اللعبه، وازاي اغطي، وازاي يعني الراجل ما شاء الله ما شاء الله. وكان عامل حاجه هو كده فيها في اللائحه اسمها مكافاه اداء. خمس لعيبه كل مباراه، ال 22 ماتش اللي لعبتهم 22 مكافاه اداء. كنت من ضمن الخمسه اللي الخمسه. الراجل هو الراجل كان ما شاء الله يعني فعلا عمل فرقه اسمها الترسانه، وعمل كيان لنادي الترسانه، هو اللي عمل الجيل الذهبي للترسانه، هو ده اللي عمله مستر ماتيكال. وجي طبعا مكمل معاه كابتن حمدي عبد الفتاح الله يرحمه وكابتن حمزه، فهي دي واستمرت. فلعبت يمكن سنه واحده، وبعدين كان في منتخبين في مصر الف وب، كان منتخب الف ماسكه كابتن حسن حلمي، ومنتخب ب كابتن حسين مدكور نادي الاهلي، وحبوا يعملوا تحدي فعمل منتخب ب والف. ب ده اللي هو الصغيرين اللي حضرتك كنت فيه. كنت انا كابتن ب، كان معايا السياجي وكان معايا محسن صالح، كانوا صغيرين 18 سنه. كسبنا الفريق الاول 2-1، كنا بنلعب في النادي الاهلي في الجزيره طبعا لان كان الماتشات كلها ما كانش بتلعب في الاستاد، كنا بنلعب نتمرن في النادي الاهلي في الجزيره. كسبناهم 2-1، ومن خلال المنتخب ده طلعت الفريق الاول، ولعبت اول ماتش دولي وانا عندي 19 سنه، كان ماتش بلغاريا في ال 20 سنه. ماتش بلغاريا في الزمالك كسبنا 2-1، بيه كسب 2-1، والف الماتش الدولي اتعادلوا 2-2 في الاهلي، بينهم كان 48 ساعه. والحمد لله من ساعتها على طول في المنتخب، ولغايه ما جت لي الخشونه دي والاصابه، الارتخاء في الرباط الصليبي، وبطلت كوره. وعلى فكره كان ماتش الاعتزال اللي عمله برضه اللي عمله لي الفريق مرتجي. كان عند حضرتك كام سنه كده في التوقيت ده؟ كان عندي 29. صغير اعتزلت. طبعا صغير. لان جالي ارتخاء في الرباط الصليبي وخشونه في الركبه. والخشونه دي ساعتها الحاجات دي ما كانش ليها علاج يعني زي دلوقتي. الرباط الصليبي الارتخاء فيها ليها تدريب. تدريب بس تقويه. تدريب تقويات. تقويات بس. كان في مقابل معاها بقى خشونه في الركبه، والخشونه دي جت من كثره اللعب على الارض الصلبه. طريقه التدريبات كانت على المدرجات والطلوع والنزول دي في منتهى الخطوره. ما كناش يعرفوا. لا دي الخشونه دي في منتهى الخطوره. لانها بتبقى بتحس ان في دبوس في الركبه. بتعتبر زي الروماتيزم البدري. فطبعا نتيجه التدريب ونتيجه اللعب على الارض الصلبه والحاجات دي والترتان هي دي اللي عملت. فالحمد لله اتجهت للتدريب على طول، واللي عمل لي ماتش الاعتزال كان اتعمل في النادي الاهلي في رمضان. جه لحضرتك عقد احتراف في المانيا اعتقد من بريمن. كان لما رحت انا وكنت انا وهاني وابراهيم الخليلي وشحته الاسماعيلي، رحنا مع النادي الاسماعيلي بريمن بنلعب هناك. كان هناك مستر تومسون كان معانا هناك في المانيا. سافرنا رحنا المانيا كان بنلعب بريمن. كان في يعني بريمن جه للاسماعيلي وراح، كان معانا عثمان انبي الله يرحمه، وكان الخالشي ميز ده بيتكلم الماني ترسناوي عضو مجلس اداره. وبعدين واحنا بنلعب انا كان بلعب سيرد باك وهاني بيلعب باك، كنا جابها فكنا جابها يعني قويه. هاني من اللعيبه كان كويسه قوي وحافظ وبيسمع الكلام وكان سريع وملتزم جدا، فكنا جابها كويسه فشافونا فعرضوا. احنا طبعا يعني مش عايز اقول كنا متخلفين شويه. يعني اما رفضت العرض؟ مش رفضنا العرض، ده احنا قلنا لا لسبب. ليه بقى؟ عشان البكالوريوس. كنا تربيه رياضيه بس البكالوريوس كان هيدينا كتير. وحتى الخالشي ميس اما قال لهم الناس استغربوا، قالوا هو في شهاده اكتر من الاحتراف؟ الشهاده دي هياخدها في اي وقت، لكن بالزبط. الاحتراف دي فتره محدوده بالظبط. فرفضنا هاني رفض، وانا ما قلت لهم لا 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 البكالوريوس، كنا في بكالوريوس احنا الاثنين ورفضنا. ما بقول لك كانت العقليه مش 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 زي دلوقتي. كنا بنحب اللعب بس تلعبوا للمتعه يعني. للمتعه. وكان معانا ايامها كان الكابتن علي لسه عامل عمليه غضروف، ممكن هو من اللعيبه القليله اللي بعد العمليه رجع تاني. ورجع هناك وده كان نادر في الوقت ده ان حد يعمل. كل اللي بيعمل غضروف بيبطل خلاص. وعلى راسهم الكابتن الجوهري. بطل صغير كان لعيب كويس قوي، اتفرجت عليه وانا صغير كان لعيب كويس. فبطل كل اللي بيعمل الغضروف كان بيبطل.
الوحيد اللي رجع على ابو جريش اتعالج هناك وعمل علاج طبيعي هناك ورجع بقى طبيعي جدا وبقى كويس. اتجهت للتدريب مباشره بعد على طول سالت التدريب على طول. البدايه منين بقى؟ البدايه كان الكابتن حلمي ابو المعاطي كان في النادي الاهلي يوم ماتش الاعتزال قال لي تكلمني بكره في التليفون او تيجي لي. فرحت له قال لي احنا واخدين مجموعه مدربين بنعمل في السعوديه في الحرس الوطني. كان واخد مجموعه كويسه قوي من المدربين ميمي درويش وشوقي حسين وانوس وكان صلاح حسني وانا رحت معاه وعملنا عملوا في المدارس في الحرس الوطني واشتغلت انا في المنطقه الوسطى في منتخب الشباب. بس ما لقيت ان العمل هناك عمل وظيفي. بمعنى؟ يعني بنروح الصبح وتمرين والولاد يمشوا وبتاع مش مفيش مسابقات رسميه. فانا ما استحملتش هم سنتين. مفيش اي منافسات. سنتين. ورحت راجع اتعاقدت الترسنه اشتغلت في الترسنه وعملت طبعا كذا دوره تدريبيه واول شغلي كان مع نادي الترسنه. رجعت على طول على الترسنه واشتغلت ومن فضل الله ربنا وفقنا عملنا الجيل اللي هو اللي كان فيه محمد رمضان ومحمد كمال وفؤاد وادم والمجموعه كويسه والشابوري وجمال عبد الحليم من الفرق الكويسه جدا اللي اعادت تاريخ نادي الترسانه تاني. لكن لما دخل الاحتراف بقى يا امير كله دول مشي طبعا سوء نظر من الاداره سوء تقدير قالوا لهم الجهاز اللي تولى قالوا لهم لا 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 احنا عندنا ناشئين ده انت عندك جيل كلهم 25 و26 سنه طبعا يعني في عزهم في عزهم على راسهم محمد رمضان يعني الولد مشي بطريقه لكن طبعا عشان الولد نجم وكويس أكيد. راح النادي الاهلي بالظبط طبعا فقالوا لا الاهلي مين؟ الاهلي هياخد محمد رمضان محمد كمال الشابوري مشي ومحمد مصطفى راح المصري كان عندنا ثلاث حراس راحوا الثلاث انديه اللي نزلونا درجه ثانيه والله اسلام يوسف وكان عصام عبد العظيم وشريف بيوم اثنين واحد راح المصري وواحد راح الاتحاد مشوا حوالي 14 لاعب الفكر كان ساعتها مختلف خالص عن الوقت. لا الفكر مش انت عندك فرقه اوعى تهد كيان فرقه بالظبط طبعا ده مهم جدا لا لا عندك الكيان واحد ولا اثنين وزود ما تمشيش كله وتقول ده الناشئين فين وفين الناشئين ودي كانت بدايه انهيار نادي الترسانه السنه دي اللي هي 89 90 لما انا مسكت منتخب الشباب وسافرت بيه الحمد لله خدنا كاس افريقيا ورحت بيه لشبونه في البرتغال كاس العالم هي دي السنه لما الكابتن جوهري رجع سنه 90 وعمل الاحتراف كل لعيبه الترسانه دول كانوا قضوا خمس سنين خلاص ومن حقهم يمشوا يمشوا فري مفيش اي عقود ولا حاجه مفيش عقود يا اما يعملوا عقود في النادي النادي رفض يعمل لهم عقود وهم كانوا عندهم الرغبه كلهم كان عندهم الرغبه قالوا لهم لا لا اللي عايز يمشي فاهمين ان هم هيقعدوا بقى ومش هي فكلهم طبعا ربنا وفق احمد مصطفى راح عمل احسن مواسم في النادي المصري اسلام مشي مخلوف مشي حسني مشي كل دول مشي على راسهم محمد رمضان طبعا هو كان حظه الفتره بقى بتاعت كابتن محمود الجوهري في اواخر التسعينات حضرتك كنت متواجد في الجهاز الفني كنت مع الكابتن جوهري بصراحه فتره غنيه فتره كويسه بس احنا لم يحالفنا التوفيق لسبب ان احنا كانت المشكله ان كانت راس الحربه بدا ما بقاش فيه في مصر راس حربه ويا دوبك جبنا احمد حسام لعب ميدو كان عنده 18 سنه ولا 17 سنه جبناه لعب وطلعنا وائل جمعه كان بيلعب في المحله كان في المحله في غزل المحله ساعتها جه الكلام ده كان في 98 تقريبا 99 2000 2001 ما هو الاثنين موسم دول هو اللي اشتغلنا مع الكابتن محمود بالظبط كانت حظنا ان المجموعه بتاعتنا كانت قويه كان خلالهم طبعا تصفيات كاس العالم بتاعت كاس العالم 2000 كان معانا المغرب والجزائر والسنغال كانت مجموعه ناريه ومعانا ناميبيا وناميبيا طبعا وناميبيا دي الفرقه الوحيده اللي عطلت كل الفرق ما عدا السنغال تعادلنا معاها 1-1 اعتقد هناك في اخر دقيقه ابراهيم سعيد كان جاب جون سعيد اللي يكسب المغرب اتعادلت مع ناميبيا هناك والجزائر اتعادلت مع ناميبيا هناك واحنا كسبنا الجزائر هنا 5 5-2 من احسن الماتشات كلها كان فيها هدف بركات وهدف يعني صبري كان عنده مرونه وكان لما نقعد ونتفق على حاجه وتتنفذ لدرجه ان كان بركات لعب باك رايت محدش كان يتخيل ان بركات يلعب باك رايت في الماتش ده طبعا. وكان مفتاح الماتش فعلا بركات كان متالق في الماتش ده اول جونين هو اللي عامله جاب جون كمان ما يتنسيش الكره لما اتلعبت هل دي كان جمله تكتيكيه اللي هو الكورنر ياخده بركات تاني يروح رايح ضربه جوه ويخش على جوه لان بركات عنده سرعه وعنده مرونه بالزبط. عنده رشاقه فراح على انه هيلعبها فراحوا موسعين له راح داخل بيها جوه
يعني هو كان جاي من اليمين طلع الشمال بصراحه. لا بركات عامل لعيبه كويسه، اللعيبه التاريخيه اللعيبه الموهوبه بتفرض نفسها على اي حد. ولازم يبقى ليه مكان، ومش لازم في مكانه، بيلعب في اي حته يعني تلعبه في مكان انت محتاج فيه مثلا عمليه ضغط على حد. عنده القدرات فتستغلها، ودي من الحاجات. حظنا ان ما كانش في راس حربه، هي دي المشكله. كان حسام في الفتره دي، كان حسام حسن ساعتها كابتن حسام حسن كان في كلام ان هو خلاص بقى هيعتزل وبعدين لما راح فرنسا واحنا مسافرين بقى في البطوله الافريقيه في مالي، راح قعد 15 يوم فقل شويه، بعد شويه بعد شويه عن التدريب، ودي فرقت. لكن لو كان حسام موجود طبعا كنا كبير. وبعدين كان الكابتن جوهري في ميزه بيقرا الفرقه قبل ما نلعبها وبيحفظها للعيبه، وده حصل في ماتش الكاميرون. ان احنا ما يجيش فينا جون الشوط الاولاني، والشوط الثاني ينزل حسام حسن، وفعلا لعبنا وادينا قد كويس قوي اللعيبه، لكن الشوط الثاني هي كره واحده بس اللي جابها مبومة. مبومة نجم الكاميرون في التوقيت ده طبعا، كره ثابته واتلعبت راح مغير اتجاهها بدماغه. هي الكره دي الوحيده. لكن لو كان حسام موجود وكان في حالته كان فرق معانا، وكان احمد حسام لوحده، لان احمد صلاح كان صغير لكن لعب، بس كان لسه ما اكتسبش خبره. طب حضرتك طبعا احد اعضاء الجهاز الفني البارزين في التوقيت ده مع كابتن محمود الجوهري، يقول دايما ان كابتن محمود الجوهري كان بيلعب بطريقه دفاعيه، هل ما كل دي صحيحه، ولا هو كان اسلوب لعب وتكتيك معين وافكار معينه كان بيطبقها؟ ما حصلش، بدليل ماتش السنغال اللي كان هنا، المغرب اللي كان هنا، المغرب اللي كان هنا ده اتعادلوا معانا 1-1 كنا نكسبهم بسهوله. كان في هدف كمان ضاع من طارق السعيد، ما هو دي اخر دقيقه. كان لازم بدل ما يلعبها يلعبها بالعرض، لعبها في الشبكه من بره بالظبط. ماتش الجزائر كنا بنجيب جون يجيبوا جون، نجيب جون يجيبوا جون، 5-2 كان في هدف كمان في ماتش الجزائر ده لعبد الظاهر السقه من فاول. ما هو الفاول ده كنا متمرنين عليه، متمرن عليه عبد الظاهر، وقلت لهم يا جماعه ما يجي فاول قريب من 18 سيبوه لعبد الظاهر. قلت له وجه يا عبد الظاهر ما تشوتش، القريب ده يتوجه، مجدر تبعدها عن الحيطه. الكره لما تعدي من على الحيطه امير بتبقى سرعتها لان هي ايه، لكن الكره لو ثابته والجون شافها لسه سرعتها صفر فالجون بيشوفها، لكن لو الكره عدت ال 10 يارده دول وجت عند الحيطه بسرعه لا نهايه الجون ما يلحقش يروح لها. بالظبط بسرعه لا نهايه. كان هدف رائع بصراحه. وهي دي قلت له يا دوبك هيحركها لك بره الحيطه وانت اركن رجله جامده. عبد الظاهر وكان ملتزم وكسبناهم 5-2. الولد وليد عمل ماتش هايل في اليوم ده. مين؟ وليد عبد اللطيف. وليد عبد اللطيف فعلا لاعب الزمالك في التوقيت ده. كان عمل ماتش حلو. والظلم من اللعيبه اللي انا بقول ان اللعيبه اللي اتظلمت في الفتره دي انه ما خدش فرصته كويسه في الفتره دي. فما كانش مش بنلعبش بطريقه. المغرب هناك احنا اللي كنا بنهاجم، عماره كان تحت العارضه وبيلعبها ببطن رجلي طلعت فوق. هم جابوا جون بس بغلطه. ان كره طويله بتتلعب من بركات لاحمد حسن اساء التقدير راحت متلعبه الحجي. حجي يا دوبك عدلها وشاط مباراة 18. دي الكرة الوحيدة اللي راحوا للجون. وهم المغرب ما كانوش مصدقين، كنا احنا لازم نكسب هناك. هو ده الماتش الاخر، ما كانش فيه توفيق خالص في التصفيات دي. وبعدين في نقطة، الجزائر هناك يا امير مش هيخلوك تكسب طبعا بأي طريقة. احنا لو كسبنا كنا دخلنا، جبنا جون البنالتي حازم امام ميدو جاب الجون وحصل خناقة في الملعب، والملعب وقف ربع ساعة مش عايزين يكملوا الماتش. وبعدين لعبنا بقى في ارهاب في الملعب في عنابه، ارهاب في الملعب طبعا. احنا كنا بنقول يا رب نخرج، بس كانت العمليه غير طبيعيه ومفيش داعي الواحد يقول ايه اللي حصل في الملعب. في الفتره دي الامور دي لحد دلوقتي مستمره يعني مش لا ما كانتش كده، بس لا بس اعتقد مستمره في بعض المباريات العربيه يعني تحديدا اللي بيواجهوا فيها اي فرق من مصر. بس الماتش ده بالذات لان كان في يعتبر طار ازاي يتغلبوا 5، ما حصلتش. ده كان 5 نتيجه واداء. فعلا لا المباراه دي نتيجه واداء، واحنا رايحين هنكسبهم هنكسبهم. يعني احنا كنا هنكسب مش اقل من 2 ان لم يكن 3 تمام، ونازلين وعاملين وكسبنا وجبنا جون وبدانا. حصل خناقه في الملعب، الماتش وقف، الحكم اتغير 180 درجه بعد كده. تمام. بقى خايف لغايه ما جاب جول التعادل قلق. وبعدين في السنغال نبيل سابت الماتش، نبيل بسبب الماتش 5 مغلوبه 5 5 عمرها ما تحصل. هو بصراحه برضه السنغال كان عندها جيل ذهبي الحاج ديوف، بس فرقتنا كانت افضل. احنا كسبنا اتعادلنا هناك وجبنا جون، واحمد حسن جاب جون والحكم ما حسبوش. تمام.
وكسبناهم هنا 1-0 بالجون بتاع ميدو. طيب حضرتك وانت بتسرد لي طبعا يعني مسيرتك مع الرياضه من اول ما كنت في المدرسه، ويمكن اتكلمت قلت ان كان في اهتمام بالرياضه في المدارس. طبعا وده اعتقد شيء مهم بنفتقده في الفتره دي في مصر، ما فيش اهتمام كبير جدا، حتى الملاعب قليله في المدارس. مفيش. شايف الجزئيه دي مهمه ازاي لتربيه نشء يكون اضافه لمنتخبات فيما بعد والانديه بشكل كامل في مختلف الالعاب مش كره القدم بس؟ لا بالنسبه للمدارس هتبقى صعب. صعب. لان الناس كلها متفرغه لتعليم، المواهب موجوده كتير والانديه عندها ملاعب كتير وفي خامات كتير داخل الانديه. اللي بياخد فرصته ويشتغل صح بيزيد. في بقى حاجه مضاده ليها. الاكاديميات اللي انتشرت دي زي الفيروس. لكن بالتحديد في المدارس ليه ما يكونش في اهتمام بالمواهب؟ ما فيش امكانيه، ما فيش اماكن للممارسه. بالظبط، وهي دي المشكله. ده بيبنوا في كان الاول الحوش ده بيبقى فيه ملعب، يا اما ملعب هاندبول يا ملعبين باسكت يا ملعب فولي وملعب. احنا كان عندنا في البرهاميه ملعب هاندبول وملعب طايره وملعب باسكت، ثلاثه. وكنا بناخد كليه الطب القصر العيني اللي هي كليه طب الاسنان اللي في القصر العيني القديم. كان في ملعب ده كان بيتمرن فيه فرقه الكوره، وبنطلع ثلاث ايام في الاسبوع بعد الحصه الثالثه. ثلاث ايام في الاسبوع نروح. دلوقتي انت لو لعبت يوم في الاسبوع بس مباراه في المدرسه يعني دي هتبقى حاجه كبيره جدا. لا كنا بنطلع ثلاث ايام في الاسبوع، وكان في دوري مدارس قوي جدا. انا فاكر الابراهيميه والسعديه عملوا نهائي قبل دوكلا براج في الزمالك. يعتبر منتخب بيلعب فوق ومنتخب منتخبين تحت. كانت المدارس الثانويه بتعج بالنجوم. لكن دلوقتي الاولاد كلهم بيتجهوا للانديه، والانديه عندها مين؟ عندها اوريدي لعيبه، عندها لعيبه، بس في فرصه ان انت تكتشف مواهب زياده. مش هتكتشف في المدارس. وحتى لو رحت المدارس اكتشفت هتلاقيه مسجل في نادي. فهي دي النقطه. لكن المدارس بقى المقابل ليها مراكز الشباب. اكيد يعني مراكز الشباب انتشرت على مستوى الجمهوريه، في اكثر من 4000 مركز دلوقتي. لكن بيسيئوا الاستخدام. المراكز دي معموله للممارسه. أكيد. دخلوهم في دوري مناطق ودخلوهم بقى عاملين فرق وبيشتركوا. فاصبحت الممارسه مش موجوده. مين اللي هيمارس؟ طيب. خلينا بقى نستفيد بخبره حضرتك في المجال التدريبي ونتكلم شويه عن منتخب مصر خلال الفتره دي ومستر اجيري وتولي المسؤوليه. الراجل لعب 4 مباريات رسميه لحد دلوقتي مع منتخب مصر، فاز في الاربعه وكان اخرهم مباراه تونس، كان اداء جيد لكن البعض قلق دفاعيا. يعني بشكل عام تقييمك ايه لاداء المنتخب خلال المرحله الاخيره بالتحديد منذ تولي مستر اجيري؟ لا هو الماتشين الاولانيين الفريقين متواضعين. ثلاث ماتشات الاولانيين، ماتشين سواتيني وماتش النيجر. متواضعين طبعا، فرق متواضعه بدليل ان احنا 12 نقطه وهم نقطه. بالظبط. يعني ما خدوش حتى من بعض، تعادلوا مع بعض. يبقى الدور مستوى، لكن المستوى الحقيقي هو ماتش تونس. سواء هناك او هنا. احنا هنا الماتش اللي كان هنا لعبناه على فترات. اللي هناك كان في اول التصفيات خالص، خسرنا في الاول، خسرنا 1-0. كان في عهد مستر هيكتور كوبر. كان هيكتور كوبر. الماتش اللي كان هنا ما يعني اديناه على فترات. الراجل بيشوف الفرقه، وطبعا المستوى اللي ما لحقش يعمل ماتشات اعداد. المفروض المنتخب ده ليه ماتش او ماتشين كل شهر. لكن طبعا نتيجه الضغط الدوري العام بالظبط ما بيديش فرصه، لان الانديه طبعا اللعيبه هتبقى مرهقه، فبالتالي ما عندوش فرصه ان هو يعمل اعداد. لكن ماتش تونس لعبناه على فترات. على فترات. وما زلنا، ودي ظاهره باينه قوي، بنعتمد اعتماد كلي على امكانيات محمد صلاح. الولد كويس ما شاء الله، وعنده انكار ذات، بيلعب مع زمايله وبيوصل، يعني شبه متكامل. شبه متكامل. حتى الجون اللي جابه بمنتهى السهوله نتيجه تمريره منه. لاعب متمكن صلاح، الولد لعبها له كمان كويس. يعني شوف لما يكون لعيب موهوب برضه، الولد الباصه بتاعته وصله للجون بالظبط، وهو عدلته خلاص بقى انفراد. واي واحد يلعبها قبليها بدقيقه بتاع تونس انفرد بالشناوي وشاطها في صدره. اخت اللي جابها محمد صلاح. محمد صلاح شاب صغير، هو ده اللعيب المحترف العالمي. بالظبط، لعيب عالمي يستاهل كل اللي هو فيه. أكيد. بصراحه امكانياته كويسه وبيفرق معانا. احنا بقى محتاجين الفتره اللي جايه ان ما يبقاش الامكانيات، لان ممكن فرقه تيجي تمنع الامداد عن محمد صلاح.
لازم يكون في حلول اخرى، في حلول تانية، يبقى في لعيبه تانية. احنا عندنا قصور في راس الحربه وقلبات الدفاع بالظبط. ده اللي بيلعب حضرتك فيه، يعني شايف ازاي سوء اداء المدافعين الفتره الاخيره في مصر في مختلف الانديه ومنتخب مصر في وايضا ندره المهاجمين كمان، في وما فيش مهاجمين وما زلنا في اصرار. يعني مروان محسن لعيب كويس مش جاهز، ده خارج من اصابات يا جماعه وعمالين يدوا. بس مروان بقاله فتره خارج من اصابات بس ما خدش لسه، ما هي الاصابات دي بعديها بتاخد، بيعمل اعداد وبياخد مباريات عشان يكتسب يا امير لياقه المباريات. هو لسه ما وصلش للدرجه اللي كان فيها قبل الاصابه. ممكن برضو عشان مروان ما بيلعبش كتير بصفه مستمره، ده ممكن ما يساعدوش. ما انت عشان تكتسب لياقه الماتشات يا امير لازم تلعب مباريات، تبقى رجلك في الملعب طول ما انت في التمرين. دي لياقه مباراه تمرين، لياقه مباراه حاجه ثانيه، لياقة ذهنية ولياقة نفسية ولياقة بدنية ولياقة فنية ولياقة تكتيكية، حاجات كتير بتكتسبها من دخولك الملعب مع زمايلك. تمام. احنا ما زلنا في راس الحربة عندنا أزمة، عندنا أزمة وفي قلبي الدفاع مع احترام الكل اللي موجودين، لأن قلبي الدفاع دول ما يكون عندك قلبي دفاع كويسين بتبقى شبه اطمئنان. ودي حجازي مش مطمئن، يعني شايف حجازي يطمن شوية، يعني مدافع قوي، مدافع قوي بس في بقى في غلطات صعبه قوي قوي، مش 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 حتى مش من لاعب مبتدئ يا امير. قلب الدفاع ده احنا بنشوف قلبات دفاع في اي حته، هو مفتاح الماتش وهو الدفاع الاول للماتش، بيبتدي الهجمه، بيبتدي الهجمه بيبتدي من تحت دلوقتي، ودي الطريقه اللي لعب بها جوارديولا والعالم كله بيلعب بيها دلوقتي، بيبتدوا من عند حارس المرمى وقلبات الدفاع. لما يحصل ضغط عليك بيروح مرجع على السردباكين او للحارس المرمى ويبتدي يهاجم يفتح من جديد. ما زلنا قلبي الدفاع، حجازي مش وحش بس طبعا بعده عن الماتشات دي برده مقصره. اللي جنبه دي برده مشكله، احنا مش عايزين اثنين قلبي دفاع، احنا عايزين اربعه، عايزين خمسه. ممكن يجي ماتش تلعب بثلاثه قلبي دفاع وتلعب بظاهرين مهاجمين جناحي زي ما كان اجيري بيلعب، اجيري بيلعب سوري عفوا كوبر، لا كان على طول مستر مانويل جوزيه، مستر مانويل جوزيه طبعا بيلعب بثلاث ارتباكات ومعتمد على الطرفين، وعشان كده كان بيهاجم الفرق. واصل مصر ما فيهاش اثنين راس حربه يلعبوا على اي ديفنس، فما بالك بقى لما يكون واحد بالزبط. انت بتثبت له اثنين او ثلاثه. بس احنا عندنا برضو عنصر مباشر وهو صلاح محسن كان راس حربه لسه صغير، اعتقد هيفيد للفتره الجايه سواء النادي الاهلي لسه ما خدش الفرصه. انا ما اعرفش متاخره ليه كده، يعني ممكن في النادي الاهلي متاخره شويه عشان في وليد ازارو مثلا لعيب وليد مهم. وليد الاهلي كان بيلعب فتره اخيره بمهاجم واحد، الاصابه اللي جات لي وليد اللي كان ممكن صلاح ياخد دل. لكن في المنتخب انا شايف لو صلاح محسن لعب مكان مروان كان هيبقى افضل، لانه حركته اسرع والولد جربناه في اكتر من مباراه بالظبط. الولد ولد اكتف وموهوب، طب ليه نعمل وخوف؟ بقى في خوف الصغير ده ما يخافش، واستمرار اللعيب السليم افيد من المصاب او اللي خارج من اصابه طبعا. وبعدين لما اديله الماتشات اللي كانت سهله دي كان لازم صلاح محسن يبقى موجود، كان لازم يلعب فيه، كان لازم يلعب. الولد موهبه كويسه قوي، خصوصا ان انت مش لاقي مهاجمين، ما بتلاقي مهاجمين بتهاجم على طول، ممكن تكتشف موهبه زي دي بتهاجم على طول. والولد جربناه في الماتش اللي قبل الاخير اما راح للجون يا دوبك عدلها وحط جون في لحظه. شوف تحركاته، شوف دخوله على الكره، شوف تعاونه مع زمايله، سرعته كمان، شوف ما هو دي سمه اساسيه دلوقتي في اي لعيب في العالم اعتقد، يعني لازم تكون السرعه لبعض او بعض المدربين بيلعبوا على النقطه دي. السرعه الموجوده والتوقع، هو توقع ان الكره هتبقى هنا. هي محمد صلاح الماتش بتاع الكونغو اللي كسبناه هنا ودخلنا بيه كاس العالم عمل ايه؟ توقع الكره لما عدت من السردباك، لو صلاح مش متوقعها ما كانش جري، كان وقف وطالت راسها راحت ضربه مرمى بالظبط. لا توقع وراح وكمل وجا وراح جابها نفس الكره اللي جابها في تونس، بس تونس كانت المساحه ضيقه شويه، دي بتاعت صلاح. هنا التوقع، التوقع ده بيبقى عند لعيبه امير بيزيد عن كل اللي في الملعب، ودي سمة لازم تبقى في اللعيب يتوقع. بتوقع حاجتين، خطا الخصم ودي بتبقى مصلحتي، وخطا زميلي ودي لمصلحتي برضه. يعني المفروض اي لعيب رايح يغطي وبالذات السردباكات، التوقع ده اهم ميزه في السردباك. رايح اغطي حجازي بس حجازي هيقطعها، بس لازم اتوقع انه هيغلط. لو غلط يبقى انا غطيته، لكن لو خلاص انا عامل حساب ان حجازي هيغطي وغلط، زي الكره اللي وقفها بتاعت تونس والجون ده بالظبط الهدف الثاني. فين السردباكات؟ فين اللي جاي بيغطي اللي ماسكه؟ ما هو بيبقاش غلطه لاعب،
يبقى غلطه مجموعه. فالتوقع ده سمه موجوده، واللعيب اللي بيتوقع تبص تلاقي نجوميته بتفوق كل اللي موجودين، واللي ده اللي موجود في محمد صلاح. بيتوقع السرد الراجل ده هيجي له منين، تلاقيه رايح من عكس الاتجاه، بيتوقع التغطيه. مين المدافعين اللي كان بينجح في الجزئيه دي على مدار الفترات حضرتك طبعا اللي عصرتها، كنت مدرب كبير، وخلال الفتره دي مين المدافع اللي كان لفت نظرك قبل كده، ومين المدافع اللي يقدر يعني يحل هذه الازمه حاليا في القدام؟ في القدام كان ابراهيم يوسف طبعا، حسن حمدي طبعا. حسن حمدي كان بيتوقع. حسن حمدي مش قوي بس كان بيتوقع خطا زميله، او بيتوقع الكره دي هتعدي من زميله، بيتوقع الخصم هيجي له منين. عشان كده سموه وزير الدفاع بالظبط. ابراهيم يوسف كان مميز جدا في التوقع. في المجموعه اللي لعبت معانا بقى الولد عبد الظاهر السقا، عبد الظاهر السقا كان مميز بصراحه. هاني رمزي، ابراهيم سعيد، ابراهيم بس مخه بي 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 عارف، لكن كان موهبه كبيره. هو موهبه، كان هيبقى احسن لعيب كره في مصر بصراحه. اولا سريع، مهاريا عالي جدا، توقع عنده عالي جدا، بس بيجيله لحظه في الماتش بيحس انه اكبر من الناس اللي موجوده كلها. ودي اللي ما حدش عارف يسيطر عليه فيها. تمام. لكن هو اللي الولد كان من احسن لعيبه، كان نجم كبير، احسن لعيب كوره، كان هيبقى موهوب، كان هيبقى احسن لعيب جه على مر التاريخ. سيرد باك بيلعب، وسط ملعب بيلعب، المنتاليتي بتاعته هي اللي اخرته للاسف. هو ما كانش بيسمع كلام حد، يعني حاولنا نروضه في المنتخب، يعني كان على طول حتى علاقته مع زمايله كان حد. لدرجه ان احنا رجعناه من مالي، تم ترحيله في 48 ساعه. يعني ما حدش يعمل كده ابدا. تمام. في الوقت الحالي بقى مين المدافع اللي شايفه يقدر يكون مفيد للمنتخب؟ الولد متولي، محمود متولي بتاع الاسماعيلي، لاعب مميز بصراحه، لاعب مميز جدا. مميز، بيتوقع صح وبيقطع صح، وسيرد باك بيبتدي هجمه. تمام. حتى لو رايح يغطي ما بيطلعش، بيبتدي بيقطع ويسلم، من السيرد باكات الكويسه. تمام. طيب نقدر نقيم منتخب مصر والجهاز الفني بالتحديد، وخصوصا ان هو جهاز فني جديد، خلال الاربع مباريات اللي فاتوا، ولا لسه شويه على التقييم؟ لسه، لان احنا ما لعبناش الماتشين، ماتش تونس، ماتش تونس بس، ولكن الماتشين التانيين يعتبر ماتش تونس ودي. يقلق ولا يطمن جماهير الكره المصريه؟ لا يقلق، يقلق طبعا، رغم ان انت فزت وباداء يمكن كان جيد. لا بس هم تونس كانت تخطفك هنا قبل ما تجيب انت الجول. بالظبط، كان ممكن النتيجه تبقى 3-2 لتونس. طبعا لو جت 3-2 انسى، كان خلاص. وهم لعيبه مميزه، وخدوا مننا وسط الملعب. معنى ان هو ياخد مني وسط الملعب؟ لا. فالمطلوب في الفتره اللي جايه يا امير تبقى الاختيارات بعيد عن الاسماء القديمه. اعتقد ده اللي بيحصل، او دي السياسه المتبعه دلوقتي، نتمنى. وبعدين بس بالنسبه، بس رغم ان لازم يعني وجهه نظر حضرتك عايز اسمعها برضو في الجزئيه دي، وبعض العناصر الخبره اللي لازم تكون متواجده في الخبره لازم تبقى موجوده، ما حدش قال لا، بس الخبره تكون ايه؟ بتمارس وبتلعب. بالظبط، مش خبره ما بتلعبش، زي امثال احمد فتحي ووليد سليمان مثلا. احمد ما شاء الله، ده لعيب يعتبر لعيب تكتيكي، اللي هو اللعيب الايه؟ جوكر، اللي عنده مرونه يلعب في اكتر من مكان. بالظبط، هنا بقى الاختيار، لما نيجي نختار اختار اللعيب اللي يلعب في اكتر من مكان، عشان ما يحصلليش دروب ان انا وقع واحد مش لاقي مكانه. لا، عندي اللعيب اللي بيلعب في المكانين، وكل اللي بيلعب في اتنين احسن، لو بيلعب في ثلاثه يبقى افضل. بالزبط، زي عينه احمد فتحي، هيبقى في مرونه تكتيكيه في الملعب. اللعيبه اللي بره نمره واحد يكون بيلعب. لو هو اسمه ايه ما بيلعبش ما جيبوش، زي كل منتخبات العالم بتعمل كده فعلا. اللعيب المميز اللي بيلعب يجيبوه، اللي ما بيلعبش ما يجيبوش، لان ما عندوش مشاكل. انا في المنتخب جاي بمرن تدريبات تكتيكيه عشان اعمل الخطه ازاي وهنفذ ازاي، مش همرن لا لياقه ولا هعمل ماتشات. صح، فاللعيب يجي لي جاهز، زي مثلا محمد صلاح، النني ما كان في الارسنال وكان بيلعب. دلوقتي النني مثلا ما بيلعبش، بيلعب مباريات الدوري الاوروبي بس، الولد ورده كويس قوي بيلعب. تريزيجيه الفتره الاخيره مش يعني الفتره الجايه مش هيلعب ورده تقريبا. تريزيجيه ما شاء الله، يعني من اللعيبه اللي فعلا اللي تريزيجيه مظلوم كمان، مظلوم بس لعيب كويس قوي، ومجهوده باين، ويعتبر رجل المباراه، وكان رجل المباراه في تونس. بالظبط، يعني ما شاء الله ما شاء الله تريزيجيه. نتمنى الاستمراريه، دي اللعيبه اللي ادور عليها. هي الخيمه دي اللي انا احاول اشتغل من خلالها. في بقى نقطه مهمه جدا يا امير، وهي الدوري المحلي. الدوري المحلي مش قادرين يفرز لنا، لان طالما النادي الاهلي في دروب، بيبقى المنتخب
نفس الحكايه في دروب. الا لما كسبنا 6 و8 و10 كسبناهم كان الاهلي في القمه طبعا. وده اي منتخب في العالم بيعتمد على فرقه واحده. ودي مش عشان النادي الاهلي. برشلونه خدت كاس العالم باسبانيا يعني برضو خلينا نقول الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك كان في مجموعه في الفتره دي بس كانت العناصر الاساسيه معظمها من النادي الاهلي. والناس قالت ايه؟ ما قالتش النادي الاهلي، قالت مصر. مصر بالظبط، لان كان الدوري قوي جدا. المانيا بتعتمد على بايرن ميونخ. بايرن ميونخ الفتره دي مش في فتره كويسه بالنسبه لهم. عشان كده منتخب المانيا اتغلب الماتش اللي فات. لا بقالهم فتره وحشين كلها. طيب برضو عايز استغل فرصه حضرتك معانا اخيرا ونتكلم عن النادي الاهلي وازاي يقدر يمر بالكبوه ان شاء الله تكون كبوه مؤقته يخرج منها النادي الاهلي سريعا. رؤيتك للموقف بالنسبه لا هو ما نعتبرهاش كبوه هو بيعتبر نزول بس في الخط البياني شويه نريح ونبتدي تاني يطلع تاني لان النادي الاهلي تعتبر منظومه كبيره مش فرقه بتعتمد على سنه ولا سنة. وبعدين في نقطه مهمه جدا يا امير، بطولات النادي الاهلي كتير. يعني لو انا في سنه فوتت بطوله بس ببني فرقه زي ما عمل كان الاهلي بيعمل فرقه وعمل الفرقه وراحت واخده 7 سنين ورا بعض خدت كل حاجه. النادي الاهلي مش هيتحصل دي تاني. ليه؟ لان العناصر كتير وعناصر كويسه. قد يكون صدف وسوء توفيق في بعض الاختيارات اللعيبه اللي جايه من بره. مش اي لعيب يلعب في نادي ونلاقيه كويس اروح جايبه النادي الاهلي. قصد حضرتك على اللعيبه المحليه بالتحديد. المحليه انا بتكلم على المحليين. لان احنا عندنا محترفين بصراحه جيدين. لا واحد بس اللي جاي. اثنين بس اللي جيد؟ اثنين جيدين والتالت امكانياته محدوده. احنا عندنا اربعه. اللي انا بتكلم على وليد ازارو وعلي معلول اجاييه وعلي معلول. لكن كوليبالي لا قليل قوي يا جماعه. مش ده اللي يلعب في النادي الاهلي. ده سعد سمير اللي شايل. معلش هو في الارضي في العالي ما شاء الله في العالي كويس وكان مميز، لكن في الارضي لو راجعوا الجهاز الفني راجع المباريات اللي لعبها كلها في الارضي حتى الرشاقه عنده مش موجوده نتيجه طوله. اي حد بيعدي ما بيلحقش. لكن حضرتك متوقع الاهلي يخرج من الجروب ده سريع؟ لا ولا يخرج لان في مجموعه لعيبه كتير. الصف الثاني عنده مجموعه كويسه كمان. عوده المصابين هتبقى مهمه. المصابين لما هيرجع اصلا تعاقدات كمان في يناير وده شيء ان شاء الله مؤكد يعني هيكون اضافه للنادي. لا مش عايزين نعتمد على التعاقدات. لا هي بتبقى عنصر اضافه للفريق ما يزيدش الا واحد ولا اثنين لسبب بسيط يا امير. انا شايف الانديه كلها كل واحد هيضيف 4 عناصر او 3 نقول 2 تمام. 2 في 18 فرقه يبقى 36 ايه عنصر. فين ال 36 عنصر اللي هيروحوا الانديه دي حسابيا فينهم؟ يعني لو هيروح 5 6 مثلا 2 هيروحوا الاهلي وواحد هيروح الزمالك او 2 هيروحوا الزمالك هيروح المصري هيروح بيراميدز. فين الباقيين؟ كل بنيا امال مجرد ما يرجع الاصابات صدقني مش محتاج حد من بره. مجرد الاصابات دي ما يرجع علي معلول واجاي بالذات علي معلول واجاي ووليد ازارو والولد صلاح محسن ده ياخد فرصته وعوده احمد فتحي كمان ده مفروغ منها. احمد فتحي ده حاجه اساسيه طبعا. ويرجع وليد يبتدي يرجع شويه ياخد فتره راحه ويرجع لان النادي الاهلي عنده عدد كبير من اللاعبين. هي بس عمليه ضغط الماتشات هي دي اللي دخلت التأثير. وبنلعب في أكتر من بطولة يعني يا ريت الواحد يقول هلعب في بطولة أو اتنين بس. تمام سريعا عشان نختم مع حضرتك اللقاء الممتع ده على نادي الترسانة، شايف إزاي يقدر نادي الترسانة يرجع لسابق عهده وأنت أحد نجوم السابقين في نادي الترسانة؟ إن يبقى فيه تعاون في الإدارة بس. تمام. لأن ما زالت الإدارة يعني أنا الإدارة الفترة اللي فاتت دي بعد استبشرنا خير بالانتخابات لما جت الإدارة دي يا أمير. تمام. فوجئنا ان كان في امين صندوق وتوفى كابتن فريد الله يرحمه. فكان في ترشيح للكابتن صلاح فتاح. فوجئنا ان في اختلاف في الاداره مش عايزين امين صندوق. وبعد ما نجح المفروض ان خلاص يلموا الشمل بقى لان الفرقه في المركز الخامس بالزبط. وده مش اسم الترسانه. فنجح الكابتن صلاح عملوا اول اجتماع شفوي ما يحصلش. في اجتماع مجلس اداره بيبقى شفوي. يعني الموضوع المشكله كلها مشكله اداريه ويقدر نادي الترسانه ان شاء الله يرجع. النادي هيرجع بس الناس ناسيه حاجه يا امير وهي نادي الترسانه في التصنيف يعتبر ثالث على مستوى مصر. بعد الاهلي زمالك اهلي زمالك ترسانه سواء بطوله الدوري او بطولات كاس تمام. او امداده للمنتخب أكيد. ده تصنيفه الطبيعي أكيد. لكن اللي هو فيه ده طبعا
دي مسؤوليه الاداره وربنا يوفقهم ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن محمد ابو العز طبعا نورتنا وشرفتنا النهارده. شكرا. بشكرك شكرا جزيلا. ده كان لقائنا طبعا مع الكابتن محمد ابو العز مدرب منتخب مصر السابق في الجهاز الفني الخاص بالكابتن محمود الجهري فتره من الفترات واحد اللاعبين المميزين في تاريخ نادي الترسانه. اكيد كان لقاء مهم وجيد واتكلمنا فيه في العديد من الامور بتخص الكره المصريه. بعد قليل ان شاء الله هتكون فقره اخرى مهمه وهي خاصه بالالعاب الاخرى داخل النادي الاهلي ومن خلال طبعا الكابتن خالد العوضي الكابتن الكبير وهيستضيف فيها كمان في هذه الفقره نجمه الكاراتيه في مصر وفي النادي الاهلي وبطله العالم طبعا جيانا فاروق. اكيد هيكون حوار مهم ومميز. قبليه طبعا هيكون في بعض الاخبار الخاصه بالالعاب الاخرى. استنونا بعد الفاصل. مساء الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي وجمهور النادي الاهلي. النهارده معانا اخبار كتير من كل الملاعب في النادي الاهلي، لكن هنبدا بحاجه بس عايز اقولها للاعبين. كان حاجه حصلت معانا شخصيا وانا لاعب يعني كويس، موضوع التزام اللاعبين والالتزام بقرارات وسلوك ومبادئ وقيم النادي. الالتزام دي اهم حاجه موجوده عندنا في الرياضه. الالتزام معناها التزام في المواعيد، التزام في التدريب، التزام تجاه الجمهور، التزام تجاه النادي، التزام تجاه بطولات النادي. اهم في الموضوع عندنا التزام اللاعب. التزام اللاعب ده لازم يكون ملتزم من كل الجوانب، بمعنى ان كان زمان مثلا الكلام ده من 20 سنه واحنا لعيبه او 25 سنه كمان نرجع بالزمن بس لورا، كان عندنا قرار من اتحاد كره اليد المصري بان هو يدي 2 لاعبين في النادي الاهلي فلوس. بمعنى الاصح احنا كنا 12 لعيب منتخب مصر، اتحاد اليد قرر ان هو يدي 2 لعيبه فقط فلوس، ودخل القرار لمجلس اداره النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي رفض القرار وقال انا لما هدي 2 هدي ال 12. اوعدكم ان احنا كلنا كنا متفقين وكلنا قلنا بس 2 لعيبه ياخدوا فلوس. ايام زمان ما كناش بناخد، كنا بناخد 5000 جنيه في السنه، لكن قلنا ان احنا في 2 لعيبه ياخدوا وبعد كده نكمل. وكابتن صلاح سليم رحمه الله عليه رفض القرار ورفض ان هو يدي لاعبين. اللي عايز اقوله احنا التزمنا كلاعبين، التزمنا بالقرار. هو ده الالتزام تجاه النادي وتجاه الجمهور وتجاه البطولات النادي اللي هي المفروض نحققها. كل لاعبين بيتمنوا او بيحلموا ان هو يحقق بطولات كتيره على مدار التاريخ ومدار اللعب بتاعهم، لان في اخر دي سي في للاعب في حياته الرياضيه 10 سنين 20 سنه بيلعب بيحقق 20 بطوله 15 بطوله بتتكتب دائما وابدا في التاريخ. وكل لاعبين بيتنافسوا في حب النادي ان هم يعملوا بطولات للنادي العظيم اللي هو الكيان الكبير اللي كل تقريبا 60 70 مليون مصري بينتموا اليه. نتمنى من اللاعبين الالتزام في مواعيد التدريبات في الماتشات كل حاجه اللي في الاخر لاسعاد جمهور النادي الاهلي. دي كانت حاجه مهمه بس سريعه كده في اول حلقه نقولها للاعبين. الالتزام معناه حاجه واحده، هو التزام تجاه كل المنظومه وكيان النادي الاهلي. النهارده عندنا اخبار كتير من كل الاتجاهات. خلاص هنتابع في الحلقه او في البرنامج اخبار محترفينا ومحترفينا كتير في الهاندبول، في محترفين في الطايره في الباسكت في كل الالعاب عندنا محترفين هنتابعهم ونشوفهم وصلوا لغايه فين. هنبدا النهارده اول تقرير او اول خبر عن المحترف الكابتن علي زين المحترف في نادي الشارع الاماراتي ويفوز بكاس الامارات على نادي اهلي دبي 28-23. علي قدم اداء متميز جدا جدا جدا، دي تاني بطوله دي السنه دي مع نادي الشارقه. كانوا كسبوا اول بطوله السوبر ودي تاني بطوله، وهنتابع معاكم اخباره وهنجيبه على التليفون ونعرف اخباره ايه في كل الاتجاهات. علي زين دي تاني مره يحترف في الامارات، كان اول سنه احترف مع الجزيره الاماراتي وحقق البطولات المطلوبه منه، كانت بطوله سوبر وبطوله دوري وبطوله كاس برضه، وبعد كده طلع على فرنسا احترف وجه من فرنسا على الامارات. تاني محترفه معانا كابتن مروه عيد. كابتن مروه عيد وصلت مصر اول امبارح ووصلت لمصر عشان هي عندها في مشكله في ركبتها، جزع خفيف في ركبتها هيطلب راحه شهر ان شاء الله باذن الله. كابتن مروه عيد هي اول كابتن مصري بنت محترفه خارج مصر في كره اليد واول كابتن لفريق اوروبي. مروه عيد هي كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر السابق، بس دلوقتي هي كابتن نادي نيس رابع الدوري وخامس الدوري ومحترفه، هي من احسن هدافين موجودين هناك من احسن لاعبين سنتر هاف. مروه ليها حاجات كتيره جدا جدا جدا. المفاجاه لكل الجمهور ان مروه عيد هتكون معانا يوم الاحد اللي جاي باذن الله
في حلقة مفتوحة هنعرف أسرار كتيرة جدا 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 مع مروة عيد. نروح لفريق الباسكت كرة السلة السيدة أو كرة السلة ناشئات في دوري المرتبط لعبوا نادي الصيد. نادي الصيد من الأندية القوية جدا جدا في مجال كرة السلة وفي مجال السيدات بالمعنى الأصح، وقدر النادي الأهلي بنات النادي الأهلي يكسبوا 67-66، فرق بونت واحد، ماتش صعب جدا، ماتش كان مليء بالجمهور، حماس عالي جدا، اللاعبات بقيادة كابتن أحمد إبراهيم أدوا اللي عليهم، أدوا خطط كويسة جدا جوه الملعب، أدوا أداء كان مهم جدا جدا يكسبوا نادي الصيد لدوري المرتبط، مرتبط بالناشئات ومرتبط بالفريق الأول. هنروح لكابتن أحمد إبراهيم في تقرير هو اللاعبات ويقول لنا عن أخبار الفوز إيه على نادي الصيد وأسلوبهم وطريقتهم في مشوار البطولة المرتبط. ماتش جيم جدا، جيم صعب جدا مع فرقة محترمة، فرقة نادي الصيد اللي هي بطل المرحلة دي في 14 سنة. الحمد لله البنات النهاردة كان عندهم مسؤولية جدا وقدروا ينفذوا اللي احنا عايزينه مع سنة خوف، مع شايف الملعب مليان على الآخر، فطبعا ده عامل ضغط على البنات. فالحمد لله، الحمد لله اللي احنا قدرنا نكسب، وانا بشكرهم جدا طبعا وبقول لهم كنتوا رجاله بس عندنا احسن من كده، يعني احنا عندنا احسن من كده ان شاء الله في اللي جاي ان شاء الله. كان همي رقم واحد اللي انا اخليهم يهدوا بعيد عن التوتر بعيد عن الخوف، دي كانت اهم حاجه بالنسبه لي. وهم يعني شويه بشويه ما دخلوا في الجيم الحمد لله الخوف والرهبه راح، دي كانت اهم حاجه بالنسبه لي. كده كده الباسكت موجود، لكن طول ما انت خايف ولان مش هتبقى قرارك هيبقى غلط. فهم الحمد لله النهارده قدروا يبقوا قد المسؤوليه والحمد لله. انا بشكرهم جدا وبقول لهم الف مبروك، سهلوا المكسب. انا بقالي 3 سنين ماسك المرتبط، الحمد لله 3 سنين احنا اخدين المرتبط، فان شاء الله ان شاء الله السنه دي الفريق الاول ياخد الرباعيه واحنا ناخد الثلاثيه، لان احنا بنلعب 3 بطولات دوري المرتبط والمنطقه والجمهوريه، فاحنا عندنا 3 بطولات، فربنا كريم ان شاء الله نقدر احققهم ان شاء الله زي السنه اللي فاتت. انا السنه اللي فاتت واخدين الثلاثيه برده، خدنا منطقه ومرتبط وجمهوريه، فانا عارف الجيل ده قادر اللي هو يحقق ده ان شاء الله. واحنا بصراحه كنا متوترين شويه بس الكابتن كان دايما محفزنا يعني ان احنا ان شاء الله احسن وهنكسب يعني، والحمد لله يعني هو فرق مش كبير يعني، بس احنا يعني الحمد لله تعبنا دايما. طبعا هو الديفنس اهم حاجه، مش مهم نجيب باسكت بس المهم ان احنا نعمل الديفنس كويس عشان الكوره ما تدخلش فينا. كنت شايفاها ان هي يعني حماس قوي ان احنا الاهلي وهم الصيد من فرقه قويه مش قليله، واحنا فرقه برضو كويسه، وان احنا عملنا مباراه حلوه جدا. بالنسبه لي يعني ان هم ضغطوا علينا بقى واحنا ضغطنا عليهم، فاحنا كنا رافعينهم يعني احنا كنا الفوز علينا على طول، بس فالمباراه خلصت لينا بونت، كنا المفروض ناخد اكتر بوينتس لينا اكتر، بس الحمد لله كان بيفضل يقول لنا ولا يهمكم حتى لو خسرتوا نكسبوا، بس العبوا بقلب وبروح وانتوا لابسين الفانيلا الحمراء يعني الاهلي يعني الحماس كله، حتى لو خسرتوا ولا يهمكم بس لازم تكسبوا عشان انتوا النادي الاهلي. في ذهاب دوري المرتبط كرة السلة سيدات قدر برضو النادي الأهلي يكسب فريق السلة سيدات بقيادة كابتن إيهاب الألفي، قدر يكسب 84-45 المباراة اللي فاتت. الفريقين عملوا مباراة قوية جدا، فريق النادي الأهلي عمل مباراة قوية جدا، والنهاردة بيلعبوا لوقتنا هذا بيلعبوا على الماتش المهم، هنعرف نتيجته ونقول لكل السادة المشاهدين. هنخرج لمباراة الذهاب ونشوف كابتن إيهاب الألفي قال عليها إيه هي هو واللاعبات، وترجعوا لنا مرة تانية. رب العالمين، والأهمية في المباراة إن هي مباراة في الكوارتر فاينال يعني دور الثمانية، نتائج نحن والصغار الحمد لله المرتبط بتاعنا كسب برضو قبلنا بونت، مكسبنا النهاردة يدينا أدفانتج في المباراتين اللي جايين على ملعب نادي الصيد عشان نوصلنا لقبل النهائي. ابتدينا جيم كويس جدا، الكورت الأولاني عملنا بريشر من أول الملعب فول كورت بريس نجحنا فيه وفرقنا كورت أولاني 13 بونت. الكورت الثاني رجعوا تاني البنات ما يضغطوش، ما نكملش البريشر اللي كنا لاعبينه، مع ان احنا 12 لعيب لعبوا عملنا روتيشن كويس، خلص الكورتر تاني باسكت، خلصنا في الاف تايم 15 بونت، رجعنا في الثالث
ابتدينا وحش في النص الثالث عملنا احسن، فنشنا في الرابع لحد ما احسن. كان عندنا تارجت ان ما يجيش فينا اكتر من 50 بوينتس، والحمد لله ده حصل. نرجع تاني نروح لمعدلاتنا في الثمانينات والتسعينات، فالحمد لله يعني اوفرول يعني الماتش مشي زي ما احنا عايزين. كان عندنا بنات لسه راجعه من اصابه بقى لها فتره زي توقف، الحمد لله لعبت احسن النهارده. ملك هشام طلع من 18 سنه هايله النهارده، احسن واحده في الجيم بحييها. عندنا غيابات بقى واصابات كان ممكن يلعبوا، بس فضلنا ان احنا نريحهم عشان ياخدوا وقت طويل، زي هاله مصطفى كان ممكن تلعب النهارده، بس فضلت ان انا اريحها مع الدكتوره ان هي تاخد وقت طويل في الراحه عشان ترجع ان شاء الله تبقى فول باور، ما تلعبش وهي 60% او 70% يعني، الحمد لله. ومستنيين بقى ان شاء الله رجوع كمان سوريا ورانا عبد الظاهر، يبقى الثلاث اصابات اللي غايبين يرجعوا ان شاء الله على الماتش الجاي. ما لحقوش ان شاء الله نعدي الماتش اللي جاي في الصيد ويلحقونا على السيمي فاينال ان شاء الله. الحمد لله الاول احنا كنا نازلين جامد وكنا متوقعين الفوز الحمد لله، كان التارجت ان هم ما يوصلوش فوق 50 بوينت وحققنا التارجت الحمد لله يعني. وكابتن ايهاب كان بيديني ثقه كتير قوي في الملعب، وكان دايما بيقول لي كملي ولو فضلتي تلعبي كده هكملي معانا في الدرجه الاولى، فانا لو لعبت حلو هيبقى كله بسبب كلام الكابتن الحمد لله. يعني هو احنا من كل التمارين وكل استعداداتنا ان احنا لازم اي ماتش بعد كده يطلع بالسكور ده، والنهارده كان يعني ده التارجت بتاعنا. طبعا الديفنس ان هو ساعات الديفنس ما كانش بيبقى عاجبه، ان هو كان من الاوفنس مش همه قوي، على قد ان احنا لازم ندافع والاوفنس يعني اللي يحصل يحصل، بس مهم الديفنس. طبعا اي ماتش في الاول ما بيبقاش فيه توقع خالص، احنا بننزل بنعمل اللي علينا، وعلى قد ما احنا بنلتزم بتعليمات كابتن ايهاب وبالحاجات اللي هو بيقولها الحمد لله، عشان كده السكور بيفتح بيبقى شكلنا كويس يعني. هي مباريات كلها مهمه لان احنا دلوقتي النظام بتاعنا اتغير، فمبقاش حتى دورات مجمعه كده، هو رايح جاي، واحنا دلوقتي بنلعب قبل السيمي فاينل، فالماتش ده يودينا خطوه لقدام، والماتش اللي جاي اللي هيبقى على ارضهم ان شاء الله، وكده نطلع لكوارتر فاينل، وباذن الله نعمل برده ماتشين كويسين ونوصل للفاينل باذن الله. شفنا سيدات السلة لما كسبوا في الدوري المرتبط وهم بيلعبوا دلوقتي، وهنتابع معاكم وهنقول لكم النتيجة كام في أرض الأهلي بإذن الله دلوقتي على طول. لكن معنا تقرير برضو يوم المباراة الأولى من مع كابتن محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، هنشوف قال إيه وترجعوا لنا مرة تانية. طبعا انا بتواجد كتير هنا، ومعظم الانديه طبعا بتابع فيها الماتشات، اللعيبه، المنتخبات، البطولات شغاله عامله زي التحكيم. بالنسبه للنادي الاهلي اللي يمكن مستوى الباسكت الفتره اللي فاتت فيه تركيز، انا عاجبني طبعا التركيز اللي على قطاع الناشئين، النتائج واضحه. يعني السنه اللي فاتت في النادي الاهلي واخد بطولات كتيره، بطولات جمهوريه ناشئين كتيره جدا، فطبعا ده دليل اهتمام بالقاعده، وده اكيد بعد كده بيفرغ في على مستوى الدرجه الاولى اذا كان رجال ولا سيدات. السيدات السنه اللي فاتت واخدين كل البطولات ما شاء الله، والرجال برضو يعني ماشيين كويس. يعني يمكن السنه دي بس السنه اللي فاتت ما كانوش موفقين شويه، لكن السنه دي اعتقد كابتن طارق خير عمل تعديلات وتغييرات، اضاف بعض العناصر، فاتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. النهارده في اهلي وصيد 16 تحت 16 والدرجه الاولى، بس انا فعلا جاي اتفرج على تحت 16، يمكن هو الاهم بالنسبه لي. منتخب مصر هنبتدي نستعد، منتخب تحت 16 لبطوله افريقيا، الاتحاد المصري ناوي يطلب تنظيمها هنا تحت 16 اولاد وبنات، فبنبتدي نتابع، بنبتدي نحسس اللعيبه والاجهزه والمدربين ان الاتحاد مهتم، الاتحاد مركز، مش انا بس، عناصر كتيره من اعضاء مجلس الاداره بيتابعوا برضو الماتشات. يمكن انا بس النهارده كان حظي كويس ان كنتوا موجودين عشان كده شفتوني. خلينا نحط كل حاجه في مكانها عشان نعرف نحكم. احنا خسرنا بطوله عربيه، ده التاريخ هيكتب كده. البطوله ما كانتش قويه، لا ما كانتش قويه، خمس فرق بس مش احسن حاجه. السعوديه اول مره تفوز على مصر من حوالي 35 سنه، اول مره تاخد بطوله عربيه من فتره طويله، مبروك للسعوديه والمنتخب بتاعها واتحاد كره السله. احنا عندنا مش هو ده اللي كان، يعني مرحله البطوله العربيه هي مرحله في اعداد المنتخب الاول للرجال لتصفيات كاس العالم اللي هتقام اخر الشهر ده في انجولا. المنتخب خلص سافر امبارح الى صربيا، عندنا معسكر حوالي 6 ايام، هنلعب
ثلاث ماتشات، وبعدين هنرجع على هنا خمس ست ساعات في المطار ونطلع على طول على رواندا انجولا. فهو خساره بطوله عربيه لكن مش هي دي كانت الهدف بتاعنا. الهدف بتاعنا ان هو اول مرحله من مراحل الاعداد للتصفيات كاس العالم ان شاء الله اللي في انجولا. نتمنى التوفيق، نتمنى المنتخب يحقق حلمنا كلنا. احنا تاهلنا ل 2000 وكاس العالم اسبانيا 2014 بعد غياب 20 سنه، فوصولنا تاني 2019 بتدي ثقه ان الباسكت ماشي صح. لا قدر الله لو ما حصلش برضه لازم نعيد النظر احنا عاملين ايه، لكن ان شاء الله فرصتنا قويه. والاعداد برغم الخساره من السعوديه اعداد كويس متدرج، بطوله عربيه في مصر وبعدين معسكر بره في صربيا، اللعيبه كلها موجوده، ابراهيم الجمال رجع للاسف، عمرو الجندي بس هو اللي مصاب مش هيبقى موجود معانا. لكن عموما اعتقد المنتخب شبه متكامل، مفيش عناصر كتيره ناقصه، رامي جنيدي رجع الحمد لله برضه، ان شاء الله يعملوا حاجه كويسه في انجولا. احنا كده سريعا اخذنا اخبار الباسكت ومكملين مع الباسكت. في مباراه مهمه جدا يوم 7 و8 ديسمبر، الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك في دوري المرتبط برضو رجال وشباب او ناشئين، مباراتين مهمه جدا. المباراتين دول هيحددوا وصول الفرقه الى دور الاربعه. كابتن طارق خيري بيستعد استعداد قويه جدا 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 للمباراه دي، لان هي دي المباراه مهمه جدا، ان المباراه دي هي بطوله او وصول للمرحله الاخيره او قبل الاخيره في مسابقه دوري المرتبط. قعدنا مع كره السله كتير النهارده، لكن بس تعليقا على كابتن محمد عبد المطلب، عجبني جدا تصريح الراجل. الراجل نائب رئيس الاتحاد واضح جدا قدام الناس، هو بيقول يا جماعه احنا خسرنا وخسرنا فعلا، ما كناش خسرنا من السعوديه 35 سنه، والراجل واضح. لكن هو الاهم ان البطوله اللي جايه هي بطوله في انجولا، وكاس العالم هو الاهم بالنسبه لنا، ان منتخب السله يسافر الى كاس العالم. كل امنياتنا طيبه ان شاء الله باذن الله ان يطلعوا لانجولا ويحققوا مركز ويطلعوا لكاس العالم. اخر خبر معانا قبل ما نستقبل كابتن كبير كبير جدا هنحكي عليه كتير، لكن اخر خبر معانا كريم عبد الجواد في بطوله هونج كونج طلع من دور الثمانيه. كريم عبد الجواد هو لاعب السكواش المصري والنادي الاهلي، كانت بطوله قويه جدا جدا وطلع من دور الثمانيه. خلينا نقول ان احنا هنستقبل ضيفه كابتن كبير في لعبه فرديه، كابتن النادي الاهلي حققت اكتر من بطوله عالم، حققت تقريبا 10 ميداليات، عليها امل كبير جدا في المرحله اللي جايه نحقق لنا اول ميداليه اولمبيه في الكاراتيه. معانا كابتن او دكتوره ان شاء الله باذن الله كده، كابتن جانا فاروق، جيانا فاروق هتكون معانا بعد التقرير، هتطلعوا له وترجعوا لنا مره ثانيه. جيانا محمد فاروق لطفي، فتاة نجحت في حفر اسمها بأحرف من ذهب في سجلات الاتحاد المصري والعربي والإفريقي بل والعالمي للكاراتيه، عشقت الذهب حتى عشقها وأصبح متيما بها. جيانا من مواليد 10 ديسمبر عام 1994، أي أنها لم تكمل 24 بعد، تملك من الطموح ما يفوق عمرها بل يتعدى ذلك بمراحل ومراحل. بدأت ممارستها للكاراتيه في عمر 6 سنوات عن طريق الصدفة، حيث كانت تتدرب سباحة قبل أن تقرر أن تترك هذه الرياضة وتلتحق بالكاراتيه. أول لقب جمهورية حصلت عليه كان عام 2009، وبعدها تم استدعاؤها من قبل الجهاز الفني للمنتخب للمشاركة في البطولات الدولية. أول ألقابها كانت ذهبية كأس العالم للناشئين في اليونان 2009، تلتها ذهبية كأس العالم للشباب في العام التالي باليونان. حصلت على ذهبية بطولة العالم 6 مرات، حيث حصدت ذهبية بطولة العالم للشباب بماليزيا 2011، أعقبها ذهبية بطولة العالم تحت 21 سنة بإسبانيا 2013، وذهبيتي بطولة العالم بألمانيا 2014 فردي فرق، ثم ذهبية بطولة العالم تحت 21 سنة مرة أخرى في إندونيسيا 2015، قبل أن تحصل على ذهبية بطولة العالم للآنسات بالنمسا 2016. أخيراً
حصلت على برونزيتي بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت بإسبانيا 2018 للفرد والفرق، كما حصلت جيان على ذهبية بطولة العالم للجامعات في البرتغال 2015 للفرد والفرق. لو استعرضنا تاريخ بطلة الأهلي لاحتجنا لحلقات عدة، حيث أنها حصلت على العديد من الميداليات على كافة الأصعدة، سواء عربية أو إفريقية أو متوسطية أو بطولات للدوري العالمي للعبة. بطلتنا اليوم ليست متفوقة رياضيا فقط، بل هي حاصلة على بكالوريوس كلية الصيدلة جامعة القاهرة دفعة 2018. نتمنى لها التوفيق في قادم البطولات حتى طوكيو 2020، لكي تصبح أول رياضية أهلاوية تحصد ميدالية أولمبية للقلعة الحمراء. جيانا فارو، فتاة من ذهب. بعد التقرير اللي انت شفته قدامي، فعلا هي بطلة من ذهب. في الفرق الجماعية بنتعب كتير، 20 لعيب او حاجة زي كده بنجيب ميدالية واحدة، ميدالية ذهبية واحدة. معايا بطلة، معايا اكتر من 8 ميداليات ذهب وميداليات افريقية وعربية، يعني بجد ما شاء الله حاجة بتسعدني جدا. وفي نفس الوقت كمان دكتورة معانا حوار كبير، احنا بس اتأخرنا عليها، بس معانا حوار كبير هنتكلم مع دكتورة جيانا فاروق. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا كابتن. اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. منورانا. نور حضرتك. ما شاء الله، اللهم لا حسد. لكن هبدا معاكي مش من التاريخ. ابن الوز دايما عوام، صح؟ مظبوط. بابا مخرج، جينا فاروق طلعت لعيبه كاراتيه، كابتن كبير. ليه ما رحناش في سكه بابا؟ عامه انا وبابا اصلا كان رياضي. حقيقي. يعني كان بابايا لاعب كوره وكان ملاكم. لعب كوره. ملاكم عشان كده رحت كاراتيه؟ لا والله، هو موضوع الكاراتيه جه معايا بالصدفه. يعني هو كان هدفهم في البيت ان احنا نلعب رياضه لمجرد ان احنا ايه، حاجه تشغل وقتنا يعني. هي. مش اكتر. فانا الاول بدات بالسباحه والعاب القوه، بس يعني انا ما كنتش لاقيه نفسي قوي في اللعبتين. فهو بالصدفه كان موضوع الكاراتيه ان انا بعد تمرين السباحه البول كان جنب الصاله بتاعه الكاراتيه. مظبوط. فانا خلصت وكان عندي 6 سنين، فطفله وبلعب، فلقيت مدينه نصر. اهلي مدينه نصر. مظبوط. فلقيت تمرين كاراتيه شغال. فقعدت اتفرج. انا حتى ما كنتش اعرف اللعبه دي اسمها ايه، يعني لقيت ناس بتضرب في بعض وناس صوتها عالي وخلاص. فانا اللعبه شدتني، يعني قعدت اتفرجت عليها فشدتني. فقلت لهم انا عايزه اجرب العب اللعبه دي. لوحدك؟ يعني ما حدش وداكي ملعب الكاراتيه؟ لا خالص. ايه اللي شدك في اللعبه؟ يمكن عشان كنت طفله اليفه شويتين وانا صغيره، كنت بعمل مشاكل خالص. لكن دلوقتي كنت شقيه خالص. دلوقتي ايه؟ طيب قولي لي. الحمد لله دلوقتي الواحد هدي كتير. ايه اللي شدني اللعبه؟ اللي شدني اللعبه اولا انا حسيت ان هي، يعني طبعا لو قلت ان هي فيها جزء من شخصيتي وانا طفله هبقى يعني بكدب، انا كنت طفله عندها 6 سنين. بس حسيت ان هي حاجه فيها باور او فيها طاقه بتطلع. يعني انا ما كنتش كمان حابه السباحه قوي، يعني ما كانتش مستهواني خالص. مع ان اغلب البنات بيحبوا السباحه. لا ما اعرفش، ما كنتش بحبها خالص يعني. فلما لقيت اللعبه دي حسيت كمان ان بيعملوا حاجه، فلان بقى جاكي شان والناس بتضرب وتطير والجو ده، فقلت خلاص يعني نفسي اجربها يعني. هو كده. ما رديتيش على السؤال اللي سالته في الاول، ليه ما طلعتيش زي بابا؟ مخرجه يعني. دخلتي في المجال ده الميديا. انا برضو من وانا صغيره كان دايما نفسي اطلع دكتوره. بس هي ما جاتش معايا. انا كان نفسي اطلع دكتوره اسنان، فرقت معايا على حاجه بسيطه في مجموعه بتاع ثانويه عامه، فدخلت صيدله القاهره. هو ليه اغلب بتوع الكاراتيه في النادي الاهلي دكاتره اسنان؟ منهم اكبر حد عندي دلوقتي هو دكتور مهند مجدي. دكتور مهند الصداره. دكتور مهند مجدي عامه هو مثلي الاعلى في حياتي عامه، من ساعه ما بدات، لان هو كان كابتن فرقه الاهلي عندنا، وكان كابتن منتخب مصر، وكان طبعا بالنسبه لنا دكتور اسنان. ومهند يمكن صديق شخصي للعيله من زمان جدا. فهو كان بالنسبه لنا وبالنسبه لمعظم لعيبه الكاراتيه في النادي الاهلي، كان مهند هو قدوتنا ومثلنا الاعلى اللي كلنا كان نفسنا نبقى زيه يعني. قولي لي يا دكتوره، بنتعامل ازاي مع دكتور مهند؟ دكاتره مع بعضيكم. والله انا بقول دكتور مهند عشان احنا بس على الهوا، بس مهند بالنسبه لي يعني اخويا الكبير وصديق مقرب، وانا بلجا له في قرارات كتير في حياتي، سواء كانت في الكاراتيه او كانت في موضوع دراستي او في حياتي الشخصيه عامه.
هو يعني دايما بيعتبر والدي زي والده ودايما يقول كده. والحمد لله احنا كنا كلنا مبسوطين بقراره ان هو يترشح في مجلس اداره النادي الاهلي. كنا واقفين مع بقلب، كنا واقفين طبعا معاه كل الكاراتيه بصراحه، يعني كل لعيبه الكاراتيه. هو انسان مؤدب وانسان خلوق، وهو كان يستاهل الوقفه اللي احنا وقفناها معايا. طيب العيله بتتعب. زمان ايامي كنت بتمشى لوحدي وبروح النادي لوحدي. دلوقتي في ماما وفي بابا وفي اخوات اكيد. طب معانا مين اخوات؟ عندي نيرفانا اكبر مني باربع سنين. كويس. كانت لعيبه كاراتيه برضو، بس يعني نيرفانا ما طولتش، هي دلوعه شويه عندنا. ومعندي احمد ده اصغر مني بسنه ونص، كابتن طيار، وكان بطل عالم برضو في الكاراتيه برضو. يعني العيله كلها شغاله كاراتيه. دخلتي الكاراتيه حطيتي العيله كلها في الكاراتيه. دي حاجه جميله جدا جدا جدا. قولي لي بقى، اكيد الاسره بتتعب، اكيد ماما بتتعب. انا شايف، بس انا عايز اقول الحقيقه ان ماما جايه معاكي قاعده بره البلاتو واحنا بنتكلم. هو مش البلاتو بس، هي ماما عامه يمكن هي متابعانا في اللعبه من ساعه ما بدانا، لدرجه ان هي اكتسبت خبره في اللعبه اكبر من مدربين كتير دلوقتي. حلو قوي كده. انا بقى تعالي، بتعمل ايه معاكي في الماتشات وبتقول لك ايه؟ اولا انا مثلا لو في حاجه عندي مش مظبوطه جوه التمرين، ضربه معينه او تكنيك معين، احنا بنقف نظبطه مع بعض في البيت. انت وماما بالظبط. قولي لي ماما بتضرب تكنيك مظبوط؟ ماما مش بتضرب تكنيك مظبوط، بس عندها رؤيه للتكنيك، يعني كويس. عارفه اذا كان طالع صح، ناقصه باور، ناقصه سرعه، مكانه مش مظبوط، ممكن ساعات نقف، يعني كان ساعات كتير جدا بنقف نظبط. بابا ما دخلش عليكي في مره قال لكم انتوا بتخانقوا ولا حاجه بتضربوا بعض ازاي؟ لا خالص. بابا يعني مشجع الموضوع جدا جدا. هما الاثنين بصراحه يعني تعبوا معايا كتير. ربنا يخليهم لك. اكيد ربنا يخليك. يعني اوقات كتير ماما نامت على الكراسي في التمرين غصب عننا، يعني بالذات ايام ثانويه عامه، لان غصب عني كانت التمارين لازم تبقى متاخر علشان الدروس بقى والمذاكره وكده. فكان اوقات ممكن اتمرن الساعه 11 او 12 بالليل. فهي بصراحه هي دي كانت قبل الصاله بتتعمل كمان. الاجواء يعني، بس عشان نقول للناس، دي كانت في صاله زمان، ما كانش في صاله. زمان بتتمرنوا جنب حمام السباحه. بالظبط. مظبوط. الاجواء اصعب كتير. الاجواء كانت اصعب بس هي بصراحه يعني هم العيله سبب فضل الاول بعد ربنا في اللي انا وصلت له الحمد لله. يعني هنخش على الحصاد العظيم. اكيد في بطوله من البطولات اللي انت عملتيها قريبه قوي لقلبك. مظبوط. او حاسه ان هي كانت بعيده فجت. ايه هي؟ انا بقول ان هما بطولتين. هي بطوله العالم بتاعت 2014 انيسات، لان كانت اول سنه ليا في الانيسات، وما كانش في بنت قبل كده سواء في مصر او عرب او افريقيا جابت ذهب في بطولات العالم الانيسات. بلس ان انا كنت اصغر لعيبه في البطوله اصلا كلها. في كل المنتخبات كنت اصغر. كنت اصغر لعيبه في البطوله، فكان حلمي ان انا يعني نفسي ابقى اول لعيبه تجيب الذهب في البطوله ديت لمصر والعرب والافريقيا. والحمد لله ربنا كرمني ساعتها بذهبيه الفردي وذهبيه الجماعي. دي كانت اكتر بطوله انا بحبها. البطوله الثانيه اللي يمكن نقطه فارقه شويه في حياتي هي بطوله العالم الاخرانيه ديت، لان هي جايه بعد ظروف كانت بالنسبه لي صعبه جدا. يعني سنه 2017 بالنسبه لي كانت سنه صعبه. ليه صعبه بصراحه؟ كان عندي اصابه كنت بتعالج منها، وكان عندي شويه مشاكل شخصيه، بلس ان كان الموسم ده ما عندناش بطولات في الانيسات كتير، فتقريبا ما كناش المنتخب ما كانش لممنا، او ما كانش فيه معسكرات، ما كانش فيه تدريب، فبعدت شويه عن الكاراتيه. كنت محتاجه فتره راحه، لان كنت قعدت حوالي اربع او خمس سنين بشترك في بطولات العالم كبار وصغيرين. احنا بطولات العالم كل سنتين، فكنت بلعب موسم في الكبار وموسم اللي بعده في الصغيرين. تمام. فكنت محتاجه ان انا اريح شويه، فبعدت شويه فتره في 2017 عن الكاراتيه. وكان خلاص قرر ان الكاراتيه بقى هيبقى لعبه اولمبيه، كان اتاخد من الاتحاد الدولي ومن اللجنه الاولمبيه الدوليه. فالناس كانت بدات تتحرك بسرعه، كل الدول الثانيه بدات تتحرك بسرعه. فلما جيت ارجع تاني لاحظت ان في فرق، الموضوع بقى اصعب بكتير. يعني كان الاول ممكن اقعد اريح شويه، مجرد ما ارجع شويه التمرين بستعيد مستواي بسرعه، مع ان كنت عاليه شويه عن اللعيبه اللي في ميزاني بره. فكانت الدنيا بتتلم معايا بسرعه، بس لقيت الناس كلها بدات تطور من نفسها بشكل سريع جدا. فكان تحدي بالنسبه لي ان انا ارجع تاني اقف على رجلي زي الاول. وكان تحدي ان انا افضل ثابته على مستوايا وارجع تاني لمستوايا في فتره صغيره جدا، لان احنا
على ما بدأنا الموسم نتيجة برضو انتخابات الاتحادات وتغيير الاتحاد. على ما بدأنا الموسم بدأنا متأخر شوية، بدأنا تقريبا في شهر 4 وبطولة العالم عندنا في شهر 11، فكون ان انا الم نفسي فتره قصيره زي ديت كان بالنسبه لي موضوع صعب وتحدي واخد مني مجهود كبير جدا عن السنين. انا بقى لي 17 سنه بلعب كاراتيه، يمكن دي كانت اصعب سنه عدت عليا في حياتي يعني. عجبني جدا كلمه التحدي، يعني عجبني التحدي والطموح. جيانا فاروق من امتى كان عندها تحدي وطموح ان هي توصل لبطوله العالم؟ امتى قررتي ده؟ 6 سنين قلت لي ما كنتش اعرف حاجه. امتى قررت دوت؟ بعد بطوله العالم بتاعت 2009، لان يعني كان التوقعات ان انا هجيب ميداليه ذهب في البطوله ديت، كبطوله العالم الناشئين، وشاء ربنا ان ابقى انا اللاعبه الوحيده في السن ان انا ما اجيبش ميداليه ساعتها. وساعتها وانا يعني مروحه في المطار وكده، فهو يعني ربنا يديله الصحه والدي، هو في المطار اخذني في حضنه وكده وقال لي افتكري اللحظه دي وانت راجعه خسرانه من البطوله. يعني نقول ان الخساره هي اللي عملت جيانا فاروق اللي توصل لبطله العالم. بالظبط. الطموح قوي. بالظبط. مين كان بيحفز معاكي دايما ابدا؟ ماما وبابا ولا المدربين؟ يشتغلوا معاكي ازاي؟ او اشتغلتي على نفسك ازاي؟ طبعا دور الاسره اولا. هو لو اللاعب من جواه مش عايز يبقى حاجه عمره ما هيوصل لحاجه. مزبوط. لو هو من جواه ما عندوش طموح ومش عايز يشوف نفسه في حته احسن عمره ما هيوصل لحاجه. تمام. بلس طبعا دور الاسره. يعني انا بيبقى ليا لوم او عتاب على الاهالي اللي بتقعد ولادها علشان خاطر الدراسه والثانويه العامه لا ما تقوللهمش اقعدوا علشان انتم مش هتعرفوا توفقوا، بالعكس ظبطوا معاهم جدول المذاكره وظبطوا معاهم مواعيد الدروس بحيث ان هم يعرفوا يذاكروا ويعرفوا يروحوا التمارين. ده كان دور اهلي بيعملوه بصراحه. اخواتي كانوا داعمين ليا جدا نفسيا وكانوا بيشجعوني. مدربيني سواء جوه النادي او مدربين المنتخب او مدربي اللي مربيني من زمان، هم دول برضو كانوا سبب كبير جدا في كل اللي انا وصلت له. فهو لو اللي حواليك دايما داعمينك انت بتوصل اسرع. دي حاجه مهمه جدا. خلينا نتابع لقطات تطلع على الشاشه دلوقتي قدامنا وتقول لنا اللقطات دي بتفكرك بايه وايه الموقف او البطوله اللي فيها. نبدا معانا اول حاجه هنشوفها على فين دي؟ قولي لي. دي بطولة العالم 2014 ماليزيا. طب كويس. دي البنت بتاعت ماليزيا، ده فاينل بطولة العالم. يا ريت نحطها على الشاشة الكبيرة بس. ده تمام. فاينل بطولة العالم. دي فاينل بطولة العالم، بتفتكري ايه بطولة العالم دي؟ دي كانت بطولة العالم الأهم بالنسبة لي. دي اللي أنا كنت بتكلم عليها اللي هي بتاعت 2014 لما كنت أصغر لاعبة في البطولة وكان نفسي إن أنا أحقق تحقيق طموحي الذهب لأول مرة. تمام. دي أول واحدة. تاني واحدة. إحنا محضرين شوية كده عشان انت عارفه الالقاب كثيره والحاجات كثيره يعني. دي الثانيه؟ لا دي نفس البطوله بس ديت. لا دي اللي بعدها، دي بطوله العالم 2016. كانت برضو بالنسبه لي صعوبتها في ان لازم كان معايا اللقب وكنت بحاول احافظ على اللقب، ودي لعيبه فرنسا يعني من احسن اللاعبين الموجودين في الميزان، وكانت المنافس ليا طول السيزون يعني. احنا الاثنين كنا دايما بنتنافس على المركز الاول يعني. شايفه كده؟ جبناك على الشاشه الكبيره خلاص كده. تمام. مظبوط. كويس. ثالث حاجه معانا، ثالث لقطات معانا. احنا كده رجعنا لورا شويه. دي بطوله العالم 2013 تحت 21 سنه. تمام. طيب بصي احنا هنقف عند يعني شفت حاجات سريعه برضو ليكي لان الموضوع كبير محتاج 6-7 ساعات معاكي بصراحه جينا، ده حق ربنا يعني. لكن خلينا نخش، انت هاخد بس من كلامك، وقلت انت في الاسره ظبطت التعليم، ازاي بقى جينا فاروق بطله العالم ذهب ما شاء الله وتطلع دكتوره صيدلانيه او في كليه صيدله بكليه القمه وكليات صعبه، ازاي وفقتي بين الاثنين دول؟ احنا جينا في ثانويه عامه بصراحه يعني اتعمل كده اجتماع صغير في العيله وقالوا لي يعني هو كان راي والدتي ان انا ابطل علشان خاطر احاول اجيب مجموع وكان راي بابا ان لا انا ممكن اوفى، بس في الاول في الاخر هم سابوا لي حريه الاختيار. يعني اللي احنا انا كنت ثانويه عامه 2013. 2013. اللي انت بعديها بداتي جيانا فاروق. انا كنت اول ميداليه في 2011. و2011 تمام. هم في 2011 لما شافوا ان انا جبت اول ميداليه في بطولات العالم هما بدأوا ان هما يتشجعوا يشوفوا فيها ان انا ممكن اوصل لحاجه اكبر من كده بكتير. فزي اي ستراجل كده بتاعت ثانويه عامه، لا طب المجموع، طب هنخاف، طب مش عارف ايه، بس هما بصراحه سابوا لي حريه الاختيار. وكان المفاجاه ان انا قررت ان انا هكمل.
يعني انا حتى ما كنتش متوقع من نفسي القرار ده، بس حسيت ان انا مش قادره ابطل، او في حاجه بتشدني اكتر للعبه يعني. لازم تروحي الملعب بالظبط. فهم بصراحه يعني كان في تنسيق دايما من والدتي في موضوع جدول المذاكره والدروس وامتى التمرين. الجدول بتاع المذاكره بالظبط كده، وجدول الدروس والتمارين، وكان في تعاون طبعا من المدرب بتاعي في مواعيد التمارين. يعني اوقات كان علشان انا مثلا بيبقى عندي دروس او عندي امتحان مثلا في الدروس، فانا مش عارفه اجي التمرين في ميعاده الطبيعي، فكنا بنعمل التمرين الساعه 11 و12 بالليل، اوقات كنا بنعمل الساعه 1، اوقات كنا بنعمل الساعه 5 الفجر عشان اعرف اتمرن. عشان تعرف تتمرني بس، عشان اعرف اتمرن. الرياضي بيتعب جامد جدا، بيختلف على الناس الطبيعيين في الحياه. بالظبط، حياه مختلفه. بتقضي حياتك في الـ في الـ في السوشيال ازاي مع الناس، اصحابك البنات ازاي، بتخرج ازاي، بتعملي ايه؟ هو انا طبعا ما بشوفهمش بالشكل الكبير قوي، بس انا بحاول اوفق. يعني مثلا ممكن اظبط شويه ميعاد التمرين، ان مثلا اعدي على اصحابي اشوفهم مثلا نص ساعه واطلع على التمرين. او بصراحه بيقولوا لي ايه؟ يعني بصراحه بيقولوا لي ايه؟ لا بصراحه والله يعني عندي اصحاب كتير قوي داعمين الحمد لله موضوع ان انا رياضيه وكده، وهم ساعات كتير قوي بيحاولوا ان هم يظبطوا ظروفهم عليا بصراحه. كمان ده حقيقي، بطله العالم لازم تمشي معاها طبعا. والله يعني هم من حبهم ليا بنفسهم فعلا يشوفوني، فبيحاولوا ان هم يظبطوا نفسهم على مواعيدي او مواعيد التمرين. بس طبعا اوقات كتير قوي التمرين بتضيع مني خروجات، بتضيع مني افراح او مناسبات المفروض اروحها. السفريات بتضيع مني حاجات اسريه كتير المفروض ابقى اكون متواجده فيها. بس انا الحمد لله يعني النتيجه اللي بتيجي او الميداليه اللي بتيجي بتبقى مرضيه بالنسبه لي، او بتعوضني عن كل الحاجات اللي ضاعت يعني. اكيد السوشيال ميديا ليكي علاقه بيها. اكيد طبعا. هقول لك على سؤال وبعد كده سيبك تتكلمي على السوشيال ميديا. اوكي. ايه اطرف تعليق جالك على بطوله كسبتيها من بنات اصحابك او من اصحابك القريبين قوي؟ صحابي القريبين. اطرف تعليق جالك؟ اتريقوا على البنيه اللي ببقى لابساها. ليه بيقولوا لك ايه؟ يعني قالوا لي شكلك غريب قوي. شكلك يخوف شويه بالبنيه اللي لابساها. لا ده احلى حاجه، بس علاقتنا ايه بالسوشيال ميديا والناس والجمهور وجمهور النادي الاهلي؟ والله انا طبعا يعني بما اني اصلا عضوه واهلاويه وبنت نادي من زمان، فانا بحب عامه جمهور الاهلي. مؤخرا بدات الحمد لله الاحظ ان ناس كتير بدات من النادي تعرفني او جمهور النادي يعرفني، بس طبعا مش بالشكل الكبير اللي انا نفسي فيه او اللي انا مستنياه يعني. يمكن بعد البطوله الاخرانيه دي برضو ما تذكرش حاجه عني قوي في على السوشيال ميديا او على يعني اول حاجه اطلعها صح. اول حاجه ده يمكن ضايقني شويه، بس يعني انا عارفه ان في مشاكل دلوقتي اكبر في النادي، او في حاجات دلوقتي اكبر شويه من الموضوع ده، ف مش مشكله في الاول. بس انا عارف ان جمهور النادي الاهلي بيتابع جميع الالعاب. مظبوط. زعلانه ليه بصراحة؟ أو متضايقة ليه؟ متضايقة علشان اللعبة مش واخدة اهتمامها عامة، مش بالنسبة للأهلي بس، وعامة دي مشكلة الألعاب الفردية كلها. الألعاب الفردية مش واخدة اهتمام جامد من سواء بقى من الإعلام أو من الصحافة أو كده يعني. يعني صعب قوي مثلا او نادرا لما مثلا بطل لعبه فرديه يبقى ماشي في الشارع مثلا وحد يعرفه ان ده فلان الفلاني اللي جاب ميداليه مش عارف فين. صعب قوي. صح. غير مثلا ان ممكن يبقى لاعب مثلا في لعبه جماعيه او الكوره بشكل اخص يعني، مثلا في درجه ثانيه او كده، ويبقى معروف ماشي في الشارع هو معروف. يمكن شويه بس الاعلام مش متسلط على الالعاب الفرديه بشكل كبير. بصي انا قلت في الاول ان احنا بنلعب 18 لعيب هاندبول عشان نجيب ميداليه، لكن انت واحده بتجيبي 10 ميداليات. يعني عندنا في فرقه جابت بطوله عالم شباب 93، يعني فرقه 18، انت واحده جايبه 10 ميداليات. اكيد انا قلبي معاكي، واكيد الجمهور والاعلام لازم يغطوا كل الكلام ده، واتمنى ده، لكن هي ده الحاله الرياضيه في مصر بصفه عامه. لكن عندنا بطوله قريبه او عندنا طموح تاني، حققتي حاجات كتير، لكن عندنا الطموح الاهم اللي انا نفسي اتمنى ليك، وهي دوره الاولمبيه. مظبوط. 2020 ان شاء الله. اخبارنا ايه بقى في الدوره الاولمبيه كده؟ نحكي هنفضل ازاي، ايه اللي هيأهلنا للدوره الاولمبيه؟ هو حاليا في بطولات مؤهله عليها سكور وبوينتس بنجمع فيها علشان نفضل محافظين على ترتيبنا جوه رانكينج. ده غير ان في بطوله مؤهله ان شاء الله في شهر 1 السنة اللي جاية. دي هيطلع منها هما لسه ما قرروش لاعبين أو أربعة، بلس إن من الرانكينج هيطلع أربع لعيبة كمان.
اول اربع لعيبه في الرانكينج واول اربع لعيبه في البطوله المؤهله واثنين بيختاروهم بقى على حسب القاره او البلد اللي هي المستضيفه لو ما فيش لاعب ليها جوه الميزان بيتحط لاعب منها على حسب الاختيار يعني المفروض ان احنا نبقى 10 لعيبه معنى الكلام ده ان انت 10 لعيبه على الميزان مظبوط كده قولي لي الخطوات اللي كمنتخب مصري بياخدها معاكي عشان نطلع لجيانا فاروق نوصلها لانها تاخد ميداليه اولمبيه حاجه مهمه جدا اول سنه كاراتيه يخش للدوره الاولمبيه مظبوط اللي انا بشوفه بكلمه بصراحه لما بيخش بره الدوره الاولمبيه كاسات العالم بنكسب مش كاراتيه صفر الالعاب الفرديه لما بتخش دوره اولمبيه الحياه بتختلف بحس ان العالم كله بيشتغل على اللعيبه دي قولي لي البرنامج بتاعك ليه لغايه بطوله العالم او الاولمبيات ايه احنا كان لسه عندنا اجتماع مع مجلس الاداره امبارح كنا بنناقش معاهم الخطه المفروض هنبدا بيها احنا المفروض بيبقى عندنا حوالي 10 بطولات على مدار السنه هي دي اللي بنجمع منها البوينتس بتاعتنا الاتحاد قرر بنسبه كبيره ان هو هيحاول يطلعنا حوالي من 4 لـ6 بطولات من العشرة والاربع بطولات التانيين هيحاول يوفرها ان احنا نطلع يا اما تبع المناطق يا اما تبع النوادي لو النوادي هتقدر ان هي تساهم في حاجه زي كده بحيث ان احنا نبقى جمعنا اكبر عدد لان الحمد لله لحد دلوقتي معظم اللعيبه المصريين متصدرين في الرانك الاولمبي يعني انا لحد الشهر اللي فات كان ترتيبي الاول بس في بطوله قبل بطوله العالم ما لحقتش اطلعها لان كان الوقت ضيق جدا ما بينها وبين بطوله العالم ففي بنت واحده سبقتني بحوالي 10 نقط بس هتجيبيها ازاي شديها من اللي جاي ان شاء الله عندنا ان شاء الله بطوله الشهر الجاي في الصين ان شاء الله طالعينها وربنا يكرم فيها ان شاء الله مواقف كتيره بتحصل في حياتك عايزين موقف حصل لك جوه بطوله بس موقف بالنسبه لك طريف مش موقف صعب بلاش المواقف الصعبه خليها في المواقف الكويسه بالنسبه لك مش الصعبه اوكي ماشي موقف طريف بالنسبه لي معظم المنتخبات بره ما بتبقاش فاهمه فكره الحجاب او ما بتبقاش فاهمه احنا حاطين ايه على راسنا ناس كتير قوي بتوقفني تسالني ايه ده عامه فالموقف الطريف ان انا خلاص يعني واقفه داخله المفروض ماتش وخلاص والمفروض مركزه وبركز مع الكابتن وهنعمل ايه وهنلعب ازاي ولقيت حد من الاورجنايزرز جاي بيشاور لي على البوني اللي انا لابسها بس مني سيبيني بيسالني ايه ده كنت عايزه اقول لها مش وقته خالص انا ممكن نرد بعد ما حاولتيش ان انت تشديها ذوقيها بتعملي زي لا خالص لا والله خدتها بضحك وقعدت افهمها ان ده حجاب وان ده جزء من ديننا وجزء من تعليم الاسلام بتاعنا وان احنا بنبقى يعني حابين ان احنا نلبسه في البطولات زي صورة مشرقة لمصر بصراحة لازم اقول لك كده صورة مشرقة لمصر في كل جوانب يعني حاجة تسعدني جدا 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 لكن شفنا الجانب العالمي وشفنا الجانب العلمي بس لنا جانب النادي الاهلي بطولات النادي الاهلي اخبارنا ايه وعملنا ايه في بطولات النادي الاهلي وايه اللي بنستعد له في اللي جاي انا الحمد لله من ساعة ما كان عندي 10 سنين وانا الحمد لله اول قاهرة اول جمهورية باسم النادي الاهلي عندنا ان شاء الله دوري الانسات الدوري الممتاز ده ان شاء الله هيبقى يوم 14 لـ16/12 اللي جاي ان شاء الله بنستعد له من دلوقتي ومكثفين تمارين في النادي الفترة ديت وان شاء الله الجمهورية بتاعتنا في شهر 2 اللي جاي دي لحد دلوقتي الحاجات اللي اتحطت كخطة يعني من الاتحاد لو حصدنا بطولات جيانا فاروق مع النادي الاهلي نولد ايه؟ لا ده عمر يعني لا ده 17 سنه انا من ساعه ما بدات كاراتيه وانا بلعب باسم النادي الاهلي يعني بتحصدي الدوري وتحصدي الدوريات الجمهوريه القاهره اي بطوله كان في سفريات بنطلعها دوليه باسم النادي الاهلي كان في سفريات بطلعها باسم المنتخب بس انا مقيده في النادي الاهلي فكل ده طبعا بيرجع في الاخر للنادي الاهلي ان انا لعيبه النادي الاهلي لازم هرجعك في نقطه وهي الدوره الاولمبيه جيانا فاروق من جواها حاسه ان الدوره الاولمبيه دي قريبه بالنسبه لها؟ هي قريبه وبعيده، قريبه على اللي بيشتغل، يعني انا لمست الموضوع ده ان لما بتشتغل على نفسك بتطور من نفسك وعندك اصرار ان انت عايز توصل لحاجه هتوصل لها، هتعيش على تاريخك وهتعيش ان انت بطل وهتعيش ان انت احسن واحد في الميزان هتخسر وهيطلع لعيبه ثانيه عندها طموح اعلى منك هتغلبك وهتقعدك. فهو اي لاعب في الدنيا هيشتغل على نفسه هيوصل للميداليه اللي هو عايزها واكتر كمان. جيانا فاروق في بطولات العالم في ضغوط كتيره بتحصل عليها، بتخش الملعب هي ومدربها، ما عندناش التشجيع زي مصر لما تكوني بتلعبي بطوله جوه القاهره او جوه النادي الاهلي، لكن الضغوط كتيره، الاجانب كتيره حواليكي واعتقد ان هم مش بيشجعوا جيانا فاروق، اكيد بيشجعوا المضاد، بتتعاملي ازاي مع المواقف دي؟
يمكن الموضوع ده كان زمان بيحصل بالشكل حقيقي بتقوله، بس يمكن الفترة الأخيرة ودي حاجة من الحاجات اللي مضايقاني أكتر، إن إحنا كلاعيبة دلوقتي معروفين برا مصر أو برا بلدنا أكتر من جوا بلد. يعني بطولة العالم 2016 أنا كان معمول لي بوستر بطول الصالة إن جيانا فاروق بشاركة في البطولة ديت، تعمل جزء من وقت البطولة في البريك إن أنا بمضي على أوتوغرافات وبمضي على فلايرز للفانز الموجودين في البطولة. فيمكن الفترة الأخيرة بدأت ألاحظ تشجيع الجمهور اللي حتى من منتخبات تانية. الضغوطات الأكتر بتبقى يمكن من هنا، ان في ناس كتير بتبقى مستنيه انك تقع، ناس كتير مستنيه ان مستواك يتهز علشان تضايقك والجربة نفسيات بالظبط. نفسيات تعبي زي ما نفسيات يا دكتوره بكبر دماغي يعني ملهاش حل جدا بقى، لان ولا اي لاعب في الدنيا واي رياضي في الدنيا هيرمي ودنه للكلام دوت هيقع، هيتشغل عن التمرين وهيتشغل عن تركيزه وهيقع. كان عندي مدرب كابتن جمال شمس رحمه الله عليه اللي كسب بطوله العالم، كان دايما نكسب بطوله النهارده يقول لك ايه؟ يسيبنا ما يتكلمش مبروك، ما يقولش غير مبروك بس، خلي بالك ما فيش هيصه، مبروك. تاني يوم الصبح يبص لك كده يقول لك انتوا خلاص دي في التاريخ بالزبط. خلص الموضوع بالزبط. كلام الناس كلام، قال لك ولا توجع دماغك خالص، ابتدي تتبرع عشان تاخد بطوله ثانيه بالظبط. بتتعاملي مع الاداء ده يمكن ده برده بيشجعني عليه مدربي اكتر واهلي، ان خلاص النتيجه اللي اتجابت ماضي، اتحط في تاريخك، اتحط في السي في، هتعيشي على التاريخ، هتقعي او مش هتكملي، خلاص تقفي عند الحته اللي انت فيها. ارمي ده ورا ظهرك وتعاملي على انك لسه مش بطله، لسه ما جبتيش حاجه، كملي لقدام. في تاريخ كابتن جيانا فاروق اكيد مدربين، اكيد طبعا. محطات مهمه جدا، اكيد طبعا. واكيد في مدربين مؤثرين بالنسبه لك، اكيد طبعا. تقولي ايه؟ اقول لهم ايه؟ هو انا بس حابه اقول ان مفيش بطل بيبقى صناعه مدرب واحد. حيل. انا كجيانا بدين للفضل حتى للمدربين اللي ما مرننيش بس قالوا لي معلومه من بره، يعني قال لي مثلا مدرب هو ما بيمرنيش خالص بس كويس. شافني مثلا في ماتش او حاجه فقال لي عندك غلطه في التكنيك الفلاني المفروض تبقى كذا. ده ليه فضل عليا، فهم كتير وانا بشكرهم طبعا، ولولاهم ولولا وقفتهم جنبي ولولا تعبهم معايا انا ما كنتش وصلت لاي حاجه خالص من اللي انا وصلت لها دي. مش عايز ازنق في السؤال، في حد بعينه اسمه مدرب بعينه ولا كل المدربين عشان السؤال نعديه يعني؟ لا كلهم طبعا، وفي طبعا ناس كانت مؤثره جدا في حياتي، مدربي اللي هو صاحب الفضل في اللي انا وصلت له هو مدربي من 2011 كابتن محمد عبد الرجال، كابتن خالد فضل، كابتن احمد صلاح، دول مدربين النادي الاهلي. قائد المنظومه دكتور مراد عاصم مدير الفني. تعاملي معاه ازاي؟ بتعامل معاه لا دكتور مراد عاصم بيديني على دماغي كتير. يعني دكتور ايوه اكيد هتهزر في الفيديو ده بس لا هو دكتور يعني مراد بيتعامل لا دكتور مراد بناته بالظبط بناته بيتعامل معايا على اني بنته وان هو اللي مربيني، لان انا بقالي 17 سنه مع دكتور مراد، انا فعلا من الناس اللي طالعه على ايد دكتور مراد. لما مستواي اتهز شويه كان في شده من دكتور مراد عليا، لازم ترجعي لمستواكي، انا مستنيكي ان انت ترجعي لمستواكي. تعمد ان هو يعمل، هو كان برده مدير فني عندنا في المنتخب، تعمد ان هو يعمل تصفيه عشان يوريني الحقيقه، يوريني انت فين، انت لسه مش هو ده المستوى اللي انا عايزك فيه. فكانت بالنسبه لي ارصى فوقتني، هي دي الارصى اللي دكتور مراد عاصم بطل الكاراتيه كبير، لعبتيه قبل كده كسبتي خسرتي ولا ما تلعبوش؟ لا ما بلعبش دكتور مراد، لا لا ما اقدرش ما تقدريش عليه. لا لا ما طيب كلمات سريعه وكلمه للاعلام المصري اللي انت، انا حاسس خلي بالك انا والله مش محضرها، بس انت زعلانه او متضايقه او الصحافه، كلمه صفه عمل الاعلام المصري تقول لهم ايه؟ يعني اقول لهم ان الرياضه في مصر مش مقتصره على الالعاب الجماعيه بس او مش مقتصره على الكوره بس، لا في العاب كتيره ثانيه بنعمل نتائج وبنشرف بلدنا، غير الكاراتيه في حاجات كتيره، في جودو، في تايكوندو، في رفع اثقال، في سباحه، دلوقتي العاب القوه، دلوقتي الناس بقت تعمل نتائج كبيره في انجازات عظيمه بصراحه في الالعاب الفرديه ديت. ف يعني مش هنقول ان احنا مستنيين نفس الاهتمام الفظيع، بس على الاقل ادوا الالعاب دي حقها، يعني خلوا الناس دي تظهر، خلوا الناس تعرف ان في ابطال بالظبط، خلونا ندي اكتر من عندنا بالظبط بالظبط كده. حاسس بيكي، عيب نقول عادي مش مشكله خالص. تقول لي جمهور النادي الاهلي؟ اقول لهم انتوا احلى جمهور في الدنيا، وانا فخوره ان انا بلعب للنادي الاهلي وان انتوا جمهور النادي الاهلي،
هما دول السبورت الاول للنادي يعني. يوم تحية. النادي بيقع او بيحصل اي حاجه مش بيقع حاجة بيحصل يعني بيخسر يعني ماشي. هو كل واحد. اي رياضه ups and downs دا. اي حاجه ماشي. هما دول اللي بيبقوا داعمين وهما اللي بيقفوا في ظهر النادي وفي ظهر لعيبته، وعلى اساسهم احنا بنقوم تاني وبنقف على رجلينا. فانا حابه اشكر طبعا جمهور النادي الاهلي العظيم يعني. بتروح تشجع كوره في الكوره في ملعب الكوره؟ لا مش كتير بصراحه، انا مش كرويه قوي يعني. لكن بتشجع النادي الاهلي؟ لا عايزه في كل حاجه. لا النادي الاهلي ده خلاص هو بيجري في دم اي اهلاوي في اي لعبه بقى في الدنيا. طب وليه تقولي لمجلس الاداره كلمه اخيره؟ واقول لمجلس الاداره ربنا يعينكم، وانتوا قدامكم حاجات كتيره المفروض تاخدوا بالكم منها تحديات. الفتره اللي جايه تحديات كتيره طبعا المفروض تاخدوا بالكم منها الفتره اللي جايه. وبقول كابتن محمود الخطيب الحمد لله على السلامه من العمليه اللي هو كان عاملها الاخرانيه، واتمنى ان شاء الله ان انا اقابله قريب وان انا اشوفه بقى يبارك لي على البطوله الاخرانيه. اول ما يرجع ان شاء الله هنقابلك وهنصورك معايا وكله تمام تمام ان شاء الله. اخر وعد على الهوا لجيانا فاروق. انا بوعد الناس ان انا ان شاء الله هعمل اقصى حاجه عندي و كل جهدي علشان ان شاء الله اجيب ميداليه في اولمبياد 2020 ان شاء الله. اوعدك دي حاجه هتسعدنا وتسعد كل جمهور النادي الاهلي. حلقه جميله، حلقه عظيمه مع نجمه كبيره بس. نجمه من ذهب ما شاء الله، مش عايز نقر لكن ان شاء الله باذن الله هنتابعك في المرحله اللي جايه، هنتابع لحظه بلحظه معاكي يعني. انا هقول لهم كده فريق اعداد عندنا هيتابع معاكي لحظه بلحظه، هيزهقوكي بس ما ايه ما تقولناش كفايه كده. لا خالص طبعا. خلاص ميرسي يا كابتن جيانا، نورتينا وشرفتينا. شكرا جدا كابتن. بعد لقاء ممتع وشيق مع كابتن جيانا فاروق دخلنا في كل التفاصيل معاها، عرفنا كل الحوارات معاها، هنتابعها وهنهتم بيها لان دي طبيعه قناه الاهلي، هيهتم بلاعيبته في كل المجالات. في اخر الحلقه بنشكركم والى اللقاء.